إن شاء الله النهاردة الندوة التاسعة بعنوان السفر للدراسة في الخارج، توقعات وكيفية التكيف. المحاضرة الدكتور أحمد ناجي الوصف. دكتور أحمد سعيد، وعينك في نفس الجامعة، والتحق الدكتور أحمد ناجي بجامعة أوكلاندا في 1998 للعمل كمعيد والاستكمال الدراسة لدرجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية. وفي عام 1999 انتقل إلى جامعة وين ستيت من الجامعات المصرية والأمريكية، ويشغل حاليا منصب رئيس قسم الأبحاث والتطوير بشركة أبلايد أوتوميشن تكنولوجيز. إن شاء الله الدكتور أحمد هيبدأ دلوقتي، اتفضل حضرتك يا دكتور. السلام عليكم يا شباب، أرجو إن أنتم تستمتعوا إن شاء الله بالمحاضرة النهاردة. إن شاء الله المحاضرة النهاردة عن السفر للخارج علشان الدراسة، وإيه اللي إحنا متخيلينه ومتوقعينه وإزاي نتكيف مع الواقع. دايما الصورة مش وردية زي ما إحنا متخيلين في مصر. أرجو إن شاء الله إن المحاضرة تعجبكم. الأول سلايد، متى ما كان هناك عزم كان هناك سبيل. المقولة دي أنا شفتها مش مرة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا 10 ولا 20، المقولة دي تقريبا شفتها في كل واحد شفته هنا بره. أي واحد كان عنده العزم والنية إن هو يطلع يسافر بره عشان يتعلم ويتعلم كويس، حقق الحلم ده كله بدون استثناء. ما اظنش انه مر عليا حد لحد دلوقتي الحمد لله انه سافر وفشل. لحد دلوقتي ما قابلتش انا ناس بالنظام ده خالص، يعني كل الناس اللي شفتهم ورا كل واحد فيهم قصة عظيمة تنفع تكون فعلا فيلم حافز جدا جدا لكل شعب مصر. مش في ان هو سافر بره وان هو نجح وكده، لا، في ازاي انه اي انسان ممكن يكون عنده العزيمه يقدر يحقق اللي هو عايزه. ده مربط الفرس في الموضوع. فان شاء الله يعني يا شباب، يعني لو اي واحد فيكم عنده حلم ما يستصعبوش، وكل مطلوب منه ان هو يكون عنده العزيمه ان هو يحققه، وتاكد ان انت هتحققه. ازاي؟ امتى؟ طبعا الاسئله دي صعب ان اي واحد يجاوب عليها. ساعات بتكون الإجابة من حيث لا تتوقع ولا تدري. إحنا لحد دلوقتي مر علينا 8 محاضرات، النهاردة المحاضرة التاسعة إن شاء الله. المحاضرة الجاية هتكون جميلة جدا لأنه هتكون مناقشات وأسئلة عام وأجوبة ما بين الناس اللي حضروا أو ناس ممكن تنضم لينا، وأنتوا إن شاء الله يعني كل اللي عنده أسئلة هنحاول قدر الإمكان إن إحنا نجاوب عليها المرة الجاية. المحاضرات اللي فاتت من 1 لـ 8 أنا استمتعت بيهم كلهم للأمانة وتعلمت من بعضهم. النهاردة إن شاء الله إحنا بنتكلم عن السفر لبره، يعني إحنا لحد دلوقتي اتعلمنا إزاي نعمل الأبحاث والريسيرش وإزاي نكتب وإزاي نعمل ريسيرش، إزاي نخطط، إزاي ننشر. فالنهاردة إن شاء الله يعني ازاي نسافر، ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. ارجو ان الشباب يكون سامع، انا مش شايف اي مشاركات في الشات، فارجو ان شاء الله ان يكون كله سامعني. طيب قبل ما ابدا احب اقول قصه صغيره جدا عن ايه سبب المحاضره دي. المحاضره دي ما كانش فيه ليها اي تيت خالص. المحاضره دي جت نتيجه محاضره كانت في الجي ار اي، وحصل بعد المحاضره تواصل مع احد الطالبات اللي كانت موجوده، والطالبه كان عندها شويه صعوبات وكانت بتحاول ان هي تاخد رايي في الصعوبات دي. ومن خلال الحوار اللي دار بدات احس قد ايه انه الناس قبل ما بتسافر ساعات كتير قوي ما تكونش مجهزه نفسيا ولا مهيئه نفسيا ولا مهيئه علميا ولا عندها التوقعات الصحيحه للي بيحصل بره. فاتكلمت مع الدكتور خالد وقلت له الموضوع ده، وقلت له ازاي ان احنا المفروض نعمل فيه محاضره وكده يعني.
فقال ايه رأيك نخليها المحاضرة رقم 9؟ فانا يعني رحبت بالموضوع، ودي كانت السبب يعني. فانا واذا كانت الطالبة اللي كانت اتكلمت معايا طالبة الدكتوراه، طالبة الدكتوراه بالمناسبة، اذا كان هي عندها اي صعوبات، فالصعوبات دي هي اللي وصلتنا للمحاضرة دي. الأرجو إن شاء الله إن هي تكون مفيدة لكم كلكم إذا شاء الله. النقطة التانية اللي أحب أركز عليها إنه في ناس كتير جدا بدونهم أنا ما أقدرش أقول إن المحاضرة كانت ممكن تتم. في ناس من اليابان شاركوا، وفي ناس من سويسرا ومن ألمانيا ومن أسبانيا ومن مصر، من جوه مصر بأسئلتهم. بأمانة يعني الشباب ما بخلش، إما بالتجارب بتاعته وإما بالنصيحة وإما بالأسئلة اللي كانت غزيرة جدا، بالذات في معمل علماء مصر. أنا ما توقعتش كمية الأسئلة اللي كانت موجودة عند الشباب في معمل علماء مصر. صفحات كانت بتتكتب عن الأسئلة وإيه أحلامهم وإيه بتفكيرهم وإيه توقعاتهم عن الدراسة في الخارج. لكن بالرغم من ده انا اقدر اقول انه هيبقى فيه شويه ليميتيشنز، هيبقى فيه يعني طبعا الواحد مهما كان يعني. انا سمعت 10 تجارب 20 تجربه، سمعت اسئله من 20 طالب 30 طالب، فالمحصله في الاخر بنتكلم على 60 واحد. المجالات محدوده يعني، غالبا معظم الناس اللي انا اعرفهم بيدرسوا مجالات علميه. المجالات الادبيه صعب قوي ان انا اكون عندي خبره كافيه بيها، لكن اقدر اقول انه الخبره العامه هتغطي ان شاء الله النقص ده. الحاجه الثانيه انه البلدان اللي احنا هنذكرها تقريبا بتغطي تقريبا معظم القرى، يعني الاماكن اللي الناس تحب تدرس فيها، سواء كانت في استراليا او في اليابان او في امريكا او في كندا او في اوروبا. لكن برضو ما زالت حكم تواجدي جوه امريكا ده يشكل برضو ليميتيشن بالنسبه لي، مش ما عنديش إلمام كافي بالتفاصيل الحياة والمعاكسات والأزمات اللي ممكن، والحياة في الدول الأخرى زي أوروبا أو أستراليا. الحاجة اللي فعشان كده أنا بعتذر لكم يا شباب لو كان في أي نقص، فيعني أرجو إن أنتم تسامحوني فيه، وما تحاولوش تخدم المعلومات اللي هتكون في المحاضرة دي على إن هي كاملة. بالعكس إن شاء الله هيبقى في ده ممكن تعتبرها زي البلك بتاع الانفورميشن اللي انت محتاج تعرفه، لكن المعلومات بالظبط بتاعتك تفاصيلها ايه دي هتحتاج منك مجهود زي ما احنا هنشوف ان شاء الله في المحاضرة. الحاجة التانية انه موضوع ان احنا طبعا بنتكلم عن السفر للخارج، فانا عارف ان في ناس عندها فراستريشنز متضايقة، فأنا أرجو من الشباب إن إحنا ما نحاولش ندخل السياسة في المحاضرة دي إن شاء الله. المحاضرة دي عشان نعرف لأنه السياسة دايماً السبب الموضوع، إن بقول بلاش سياسة لأنه السياسة بتوجد من الفرقة، وأنا عايزكم تخرجوا من المحاضرة دي وأنتوا عارفين شيء. أنا ما يهمنيش مين صح ومين غلط دلوقتي، أنا يهمني إن أنت تخرج من المحاضرة دي بأكبر قدر من المعلومات إذا شرحت. ده خلاصة النقطة الرابعة في السلايد. يا جماعة احنا ان شاء الله احنا we are about to build our future، ما احناش هنا عشان نتكلم في البوليتكس خالص. انا لا بنقد اللي موجود في مصر ولا بشكر اللي موجود بره. الحاجة النقطة الأخيرة اللي أحب أركز عليها جدا إنه مفيش حاجة ببلاش، كل حاجة لها تمن. حلمك له تمن، شغل غربتك ليها تمن، استمتاعك بالحياة بره إذا استمتعت له تمن، دراستك ليها تمن. وحاول تركز على كلمة التمن دي، لأنه ساعات التمن بيكون فوق ما أنت تقدر إنك أنت تحطه. ساعات تمن قعادك في مصر ممكن يكون أحسن من تمن خروجك منها. ساعات التمن اللي أنت ممكن تدفعه في الدراسة بره يكون أكبر بكتير جدا من التمن اللي أنت ممكن تدفعه لو أنت قعدت في مصر. فالموضوع الموضوع يرجع ليك في الآخر، أنت اللي هتقدر تقول أنا أقدر على الثمن ده ولا ما أقدرش. الفلوت شارت بتاعت المحاضرة النهاردة إحنا عندنا 5 نقط بس شاء الله. أول نقطة المعتقدات الخطأ اللي عندنا والأفكار الخطأ عندنا عن بره. دي نقطة مهمة جدا وهبدأ بيها مش هنهي بيها. النقطة الثانية ازاي نبدا نجهز لرحلتنا للبحث العلمي؟ ايه اللي المفروض نعمله؟
النقطة الثالثة إن شاء الله هتكون بدايات الرحلة، لأنه بداية الرحلة بتبقى صعبة لنا كلنا. الرحلة نفسها دي هتبقى إن شاء الله النقطة الخامسة، والنقطة الأخيرة هعمل إيه بعد ما الرحلة دي تخلص. خلينا نمشي مع بعض إن شاء الله في أول نقطة. المعتقدات بتاعتنا بتيجي للأسف من الأفلام. يعني سواء كان من هوليود او جوه او الافلام جوه مصر، همام في امستردام اظن انه كان له تاثير كبير جدا على تفكير الشباب، واعتقد انه كتير قوي من اللي سابوا مصر وحاولوا يهاجروا هجرات غير شرعيه كان بسبب الفيلم ده. نفس الشيء طبعا انه الافلام الامريكيه اللي انت بتشوفها نفس الشيء برضه بترسم لك ساعات تهيأ لك ان الحياه وردي بره وانه مفيش مشاكل والناس تستمتع بوقتها وانه في وكل ما لدى مطاب، ان الفلوس كتيره، انه الحاجات دي كلها لازم الافلام كلها دايما عاده لازم الاعلام بوجه عام، طبعا مش الافلام زي ما سمر بيقول عندها حق فعلا، الاعلام بوجه عام ما بيديلكش الصوره الحقيقيه. معظم اللي انت بتشوفه بيبقى سنجلاريتيز وحاجات ما هيش مش اللي هي الحاجات العاديه اللي بتحصل كل يوم، لا بيديك الحاجات اللي هي يعني اكسبشنال، يعني حاجه كده بتحصل مره كل في قد ايه وقد ايه، او حاجات خياليه مش موجوده اصلا، او قصه ممكن تحصل. فانت لازم تكون متفهم من الاول انه اي فكره موجوده جوه دماغك عن الدراسه بره، عن الاقامه بره، عن اي حاجه تخص الخارج، الفكره دي في معظمها مشوهه. زي ما اخت كنا بنتكلم في احد المناقشات وكان متخيله ان الحياه بره مستحميه. ده مصطلح الحياه بره مستحميه ونظيفه والدنيا والناس مبسوطه، بس الكلام ده في الحقيقه مش صحيح. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه كل بلد فيها مشاكلها، لازم تكون متخيل الموضوع. اذا كنت شايف ان في مشاكل في مصر كتير، في مشاكل زيها بالظبط في اماكن تانية. يعني احنا عندنا مثلا اليونان كان فيها مشاكل اقتصاديه كبيره جدا جدا جدا، ومظاهرات جد كتيره جدا جدا جدا، وفين وفين ولسه لحد دلوقتي في وضع اقرب من ان هم اعلنوا افلاسهم، قريب من الافلاس. نفس الشيء لو انت رحت ايطاليا هتلاقي كان في مشاكل كبيره جدا جدا جدا. نفس الشيء لو انت رحت اسبانيا هتلاقي نفس الكلام. امريكا حدث ولا حرج بعد الازمات الاقتصاديه اللي بدات في 2003. فاللي عايز اقوله او 2007 الفتره اللي فاتت دي، يعني فلازم تكون متوقع عارف انه كل بلد ليها مشاكلها، والمشاكل دي ممكن تكون كبيره، انت بس يمكن الاعلام مش موريك اللي بيحصل بره، فانت متخيل ان الموضوع بسيط جدا. انا اقدر اقول لك مثلا انا عايش في ميشيغان في الولايات المتحده، بلد تعتبر عاصمه السيارات زي ديترويت مثلا، والبلد دي من حوالي شهرين ثلاثه اعلنت افلاسها. افلاس ما عندهمش القدره ان هم يقولوا بالمهام بتاعتهم. فاللي عايز اقول لك ايه، انه لازم تبقى متفاهم كويس قوي ان كل بلد ليها مشاكلها، وانه الموضوع ما هو زي ما انت متخيل كده ان انت هتطلع هتلاقي بره تلاقي كل حاجه مرصوصه ونظيفه ومستحميه زي ما قلت من شويه. لا، كل حاجه كل بلد ليها مشاكلها. وزي ما قلت لك اذا كنت انت متخيل ان المشاكل موجوده بس في مصر، وان مصر بلد مشاكل، انا بقول لك لا، انت بس ما شوف ما انتش شايف بره. وطبعا بيقول لك اللي يشوف مصايب غيره تهون عليه مصايبه، او بلاوي غيره تهون عليه بلوته. دي حقيقه فعلا. النقطه الثالثه ان الحياه صعبه، وانه الناس مش مستمتعه بوقتها زي ما انت متخيل. لازم تبقى فاهم الموضوع كويس. يعني انا اقدر مثلا اديك لمحه بسيطه كده عن حياه واحد امريكي عادي. الراجل ده واخد بيته بالمورجج، يعني عن طريق قرض، والعربيه بتاعته ممكن يكون عامل لها ليس، عاملها مأجرها 3 سنين ولا حاجه، ومش عارف ده شاري حاجات بساط، وعنده على الكريدت كارد بتاعه مثلا فلوس قد كده، ومطلوب منه كل اول شهر مبلغ وقدره علشان يسدد اللي عليه. فانا بتكلم دي حقيقه يا شباب. معظم الاحيان بالمنظر ده، الامريكان زمان كان كل دولار بيخش يجيبه كان بيقدر يعمل وفره منه مثلا 30 سنت او 40 سنت. حاليا هو بيحط على الدولار ده، محتاج يحط على الدولار ده 27 سنت. يعني بيستلف كميه الفلوس اللي مديونه بيها الناس للكريدت كاردز غير طبيعيه.
احنا بنتكلم بالبليارات تريليون تريليونز تريليونز اوف دولارز كلها ناس مديونه بيها. فاللي عايز اقوله يعني في الاخر انه انت ساعات ممكن انك انت ما يكونش معاك احسن ما يكون معاك، لانه تكلفه ان يكون معاك شيء بتكون اكبر من تكلفه ان ما يكونش معاك شيء. ف انا ما قلتش ان الحياه وحشه، انا بقول ان الحياه صعبه، ما قلتش ان هي وحشه، انا بس عاوزك تكون مدرك ان في حاجات كتيره صعبه. انت في مصر ممكن يكون عندك صعوبات، انا بقول لك ايه الصعوبات اللي بتكون مجربه. طبعا لو انت بتشتغل شغلانه كويسه، لو انت عندك دخل كويس، بتقدر تقوم بكل المهام دي، وبيبقى معاك شويه تقدر تحوشهم اذا قدرت. الناس مش مستمتعه بكل وقتها الحقيقه، لانه الناس لو انت نزلت هنا امريكا مثلا، انا بتكلم عن امريكا لانه ده المكان اللي عايش فيه، لو نزلت خمسه، لو نزلت الشارع خمسه الفجر الطرق السريعه، مش بنتكلم عن طرق داخل البلد، لو ده مشيت، لو نزلت الساعه 5 الفجر هتلاقي انه الطريق زحمه، من الساعه 5 الفجر الناس في الشارع عشان تروح اشغالها. برجع الساعه كام؟ برجع الساعه 5 من شغله مثلا، او برجع الساعه 4 او 3، عنده بقيه اليوم، بس طبعا راجل مجهد مهلك في الشغل بتاعه، الا اذا كان ما بيشتغلش بشكل صحيح يعني وبيخم. فالحياه مش سهله زي ما اقول كده يعني، انت عندك اجازه السبت والحد، والمهام اللي منتظراك خلال يوم السبت او يوم الحد اكبر مما انت متخيل كتير جدا. يعني انت مثلا عندك بيت محتاج تاخد بالك من احتياجات البيت ده، عندك اولاد محتاج تقوم باحتياجات الاولاد، فالسبت والحد اه يبان لك ان هم اجازه كبيره، هي مش اجازه كبيره ولا حاجه، ولا بالعكس ده هي مسؤوليه كبيره جدا جدا ومنتظرك حاجات كتير جدا جدا في الوقت. فاللي عايز اقوله في الاخر انه الناس مش مستمتعه بكل الوقت، في اوقات بتستمتع بيها طبعا. يعني انت عندك اي اجازه كبيره ولا حاجه، بيقوم واخدين 3 4 ايام مع بعض، ويقوم طالع مسافر يروح يستمتع شويه بوقت. كم مره بتحصل الكلام ده؟ مره واحده في السنه؟ مرتين؟ فالموضوع مش كل يوم الناس مستمتعه بقى وقاعده تخرج وترقص وتظهر وتسهر في ملاهي وتشرب وتعمل، الكلام ده كله يا شباب افلام، شغل افلام. النقطه اللي بعد كده انه اللي جاي بعد كده انه لازم تفهم كويس قوي انه مش معنى ان انا استاذ في الخارج يبقى انا كويس. الحقيقه الكلام ده مش صحيح. زي مصر بالظبط، عندك في دكاتره كويسين وفي دكاتره مش كويسين. نفس الشيء لو انت طلعت بره هتلاقي دكاتره شغاله كويس جدا وبتنحط في الصخر وبتطلع ابحاث، وفي ناس ثانيه لا، يعني انا بيقضي اموره وماشي جنب الحيط وما عندوش فكره عن البطيخ كمان. دي حقيقه، لازم تكون واخد بالك كويس قوي انه في ده وفي ده. نفس الشيء مش معنى ان في جامعه بره يبقى الجامعه دي بقت حاجه يعني خرافه، وانه لو انا رحت طيب انا عملت البدع، والكلام ده كان مش صحيح يا شباب. زي في مصر بالظبط، في عندك جامعات كويسه وفي عندك جامعات اي كلام. الحاجه اللي عايزك تاخد بالك منها انه ممكن نقول بدل الجامعه نقول انستيتيوت هنا في امريكا عادي جدا. لانه انا افتكر في مره انه في احد اصحابنا اتخرج من جورجيا تك انستيتيوت، جورجيا انستيتيوت اوف تكنولوجي، وراح عشان يعادل الدكتوراه بتاعته، فقالوا له ده انت معهد. طبعا الكلام ده مش صحيح. عندك الام اي تي ده معهد، في اسمه معهد يعني، فكلمه معهد المفروض ما تخضكش وانت بتحاول تدور على فرصه انك انت تسافر. ما تقولش اه ده معهد يبقى انا يعني امشي يعني انا بدور على انا عم بتاع جامعاتي عم بتاع معهد. لا. فخد بالك من الموضوع، الاهم ان انت تاخد بالك انه الجامعات في منها كويس ومنها الوحش. وطبعا كل الجامعات دلوقتي بتحاول تتسابق على ان هي تاخد تجيب طلبه، سواء كان اونلاين اديوكيشن او انك انت تسافر لهم. فبيحطوا لك صور، والصور الدراسه شكلها ايه ومقررات شكلها ايه. لازم تفهم انه في الاخر كل الكلام ده على الورق، فلازم تكون منتبه وفاهم كويس قوي انت بتحط رجلك فين وانت بتحاول تسافر، انهي جامعه انت رايحها. اذا كان في حاجه عاوز اقولها في النقطه بتاعه البروفيسورز والجامعات، انت لازم تاخد بالك انت هتدرس مع مين وهتدرس فين. انا يعني الموضوع مش ان انت تسافر وخلاص بالظبط كده، لازم تكون فاهم كده انه موضوع ان انت تسافر وخلاص مش ده لازم يكون، مش ده انه الصح انه يكون. الصوت بيقطع يا شباب، سامعني كويس؟ تمام. طيب
انا بحاول والله يا شباب اقرا التعليقات بتاعتكم، فلو انا مش متابع التعليقات يعني اعذروني، انا اسف يعني. النقطه اللي بعد كده، لازم نكون فاهمين كويس قوي انه مفيش بلد في العالم بتحتكر الـ الـ الابداع والذكاء. لازم تكون فاهم ده كويس جدا. الـ 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 الابداع والذكاء ده، في محاضره النهارده علماء مصر نزلتها، المحاضره دي للدكتور محمد زهران. انا اعتقد ان المحاضره دي من اروع ما نزل على علماء مصر. المحاضره بسيطه جدا، بتقول لك ان انت محتاج تشتغل، محتاج تبذل مجهود. مش شرط بس ان انت يكون عندك تالنت، مش شرط ان انت تكون ذكي قوي، الكلام ده كله مش هي الشروط الاساسيه. الشروط الاساسيه يا شباب انك انت يكون عندك قدره على انك انت تتعلم بشكل صح، الممارسه. في قاعده بتقول انك انت لو اشتغلت شغل صحيح، وتحت كلمه شغل صحيح دي حط 100,000 خط لمده 10,000 ساعه في مجال ما، فانت هتمستر المجال ده، هتقدر انك انت تبدع في المجال ده. بالظبط، deliberate practice. والدكتور محمد شرح الموضوع ده كويس قوي في المحاضره دي، محاضره صغنونه لو انت سمعتها. انا فعلا يعني انا 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 المحاضره دي سببها ان انا بحبها حاجه واحده، ان بتقول يا جماعه خدوا بالكم ان انت لو بتشتغل باخلاص هتوصل. دي حقيقه. بالظبط، المحاضره كان اسمها ذا كويشن اوف تالنت. فانت محتاج انك انت لو انت يعني مريت على المحاضره اللي انت اتفرجت عليها، هتعرف ان الكريتيفيتي والابداع وان الذكاء مش ملك بلد معين. الناس منكم اللي متابعين تيدكس والتوكس اللي بتنزل عليها، هتلاقي ناس من جنسيات كتير قوي، جنسيات كتير جدا، وكل واحد وراه فكره عبقريه. مجرد انه اتيح له المجال والبيئه اللي يقدر يشتغل فيها وبدا يشتغل، طلع كل اللي عنده. فانت لازم تكون متوقع انك انت تقدر تعمل ده، مفيش حاجه بالنسبه لك مستحيل. لو انت حطيت رجلك في المكان الصح واشتغلت بالشكل الصح، تاكد انك انت هتعمل كل اللي انت عايزه. طبعا وانا بقول انه الكرياتيفيتي والسمارتنس ما هوش فكره على حد، لازم تهدم جواك فكره ان الطفل المصري هو اذكى طفل، او ان الطفل الامريكي هو اذكى طفل، او الكلام ده يا جماعه مش صحيح. الحياه الـ 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 الابداع والذكاء ده حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. مش ما انتش منتظر انك انت تكون عبقري عشان تقدر تعمل حاجه صح. مطلوب منك انك انت تفهم وتذاكر وتتعب، بده لوحده تقدر توصل. ممكن تعمل الكلام ده وانت في مصر، ممكن تعمله وانت بره مصر. انا شفت ناس ناجحه كتير جدا جوه مصر بينحتوا في الصخر. دخلت اوض كان فيها الاستاذ قاعد وحوالين منه بتاع 18 تلميذ. لازم تكون وقاعد يجاوب على ده، وده يشرح وده يقول، وفي سيمينار والطالب ده بيقول السيمينار يوم السبت والتاني هيقول يوم الاحد. عامل ريسيرش جروب من احسن ما يمكن، من اجمل ما يمكن. فاللي عايز اقوله انه الناس اللي بتحاول وبتبذل مجهود وبتنحط في الصخر بتوصل. جوه مصر بره مصر، المهم ان انت عندك العزيمه وانك انت عايز تعمل حاجه هتعملها. الحاجه الاخيره انه اذا كنت انت فاكر انك انت لما تخرج بره مصر فان الحياه هتبقى فيري سموث بقى وكل حاجه مفيش فيه روتين والكلام ده كله، الكلام ده انا مش متفق معاك فيه. يعني على سبيل المثال اديكم مثال بسيط، لو انت مثلا على سبيل المثال عندك برنامج عايز تعمله على سوبر كمبيوتر، عاده الجامعات الكبيره بيبقى عندها تناول مركز حساب علمي محترم، وبقى في سوبر كمبيوتر جوه، فعشان تخش وتاخد وقت عليه محتاج تحجز قبل منه، محتاج تعرف الوقت بتاعك هيكون امتى، والكلام ده كله، الكلام ده كله بيمشي في روتين. احد الناس اللي اتكلمت معاهم وكان شغال في مجال الزراعه بيقول من ضمن ما قال، يعني بيقول انه عشان يخرج بس ياخد العربيه بتاعته يخش المزرعه اللي هيعمل فيها الريسيرش بتاعه، محتاج ياخد اذن، والاذن ده ممكن يتاخر باليوم والاثنين. يعني انت عندك تجربه المفروض تكون عاوز نتائجها حالا، لا، التجربه دي ممكن تستنى يومين وثلاثه لحد ما تقدر تروح تعمل التجربه وتطلع النتيجه وترجع تاني. وبعد ما ترجع لازم تعمل تقرير، انا اخذت العربيه في الساعه الفلانيه، صرفت كذا، عملت كذا، رحت المكان الفلاني وتسلمه.
ففي روتين زي ما هو موجود في مصر بالظبط. يعني اذا كنت انت متوقع، طبعا لازم برضو نقول انه مش الروتين ما هوش قاسي قوي زي ما انت متخيل زي ما هو موجود في مصر ساعات، لكن لازم تبقى فاهم برضو انه ما هيش كل حاجه تبقى سموث بالنسبه لك. اتمنى ان الموضوع يا شباب يكون واضح. انا عايزك تكون الحاجات البسيطه اللي قلتها من شويه دي تكون دخلت جواك الجو الطبيعي اللي الناس بره شايفاه، الواحد زي واحد زي الدكتور خالد شايف بره فعليا، واحد زي الدكتور خالد دكتور امجد شافه برضه. الناس دي كلها شافت الحقيقه وتعاملت مع الواقع. انا عايزك تحس بالواقع ده وانت بتقدم او بتاخد قرار انك انت تلبس بره. اي النقطه دي اول سلايد، ويعني اتمنى ان هي تكون وصلت لنا بشكل كويس، وان الصوره الورديه اللي في دماغنا تكون وضحت ان هي مش صحيحه. وزي ما واحد صاحبنا وهو نازل بيقول كده، بيقول يعني بيقول وانا نازل بالطياره من فوق وبص على البلد تحت مني اللي هو نازلها طبعا، بيقول انه هو نازل العربيات، طبعا في مناطق لركن العربيات باركنج لوتس كبيره، فالعربيات مركونه بنظام يعني. فالولد بيقول هو بيقول وانا نازل ببص على العربيات تحت مني متستفه، بقول فبقول لزوجتي جنب مني بقول لها ده حتى العربيات متستفه. طبعا لما نزل وبدا يشوف الشوارع لقى في شوارع مكسره ولقى في احياء تعبانه، بدا يفهم بقى انه الحقيقه لا، انه اللي انت شفته ده ده اكسبشن، مش يعني مش موجود في كل حته يعني، ده اللي مقصوده يعني. فلازم يا شباب الصوره الورديه دي تكون ايه؟ قصده من الراجل، بس برضه انا ما اقدرش اقول يعني، مش معنى كلامي ان بره وحش، لازم تكونوا فاهمين كده برضه يعني. بره في حاجات كتير جدا كويسه، الناس بتشتغل باقصى ما عندها، مخلصه جدا في شغلها، بتحترم مواعيدها، بتحترم قيمه الوقت. افتكر مثلا ان في احد المشاريع احد الناس اللي كانت موجوده بتقول يعني عشان البرنامج بتاعهم يمشي يعني، بيقول يا جماعه يعني ممكن نحط كده ديلي او سليب، الناس بتوع البرمجه يفهموني، نحط ديلي او سليب 200 ملي سكند او 300 ملي سكند يعني. فواحد قال له انت بتتكلم يعني دول لما تضربهم كده يعملوا في الاخر ثواني في اليوم، يعني يعملوا في الشهر يعملوا كام ساعه، يعني في السنه يعملوا كام يوم. فانت بتتكلم على ان احنا هنخسر اليوم معناها خساره مش عارف، وقام ضارب له كام رقم كده مليون دولار او حاجه زي كده. ففي الوقت له قيمه، الناس مجتهده جدا في شغلها، حريصه على ان هي تعمل الصح، تحترم القانون، تحترم ادميتك، الكلام ده كله موجود، ما اقدرش اقول انه مش موجود، الكلام ده حقيقي موجود. الناس بتحترمك للي انت بتعمله. ايوه شويه ايجابيات. فهي الحقيقه فعلا ان في حاجات كتير ايجابيه بره، بدليل ان احنا كلنا بنحاول ان احنا نخرج ونلبس بره. لكن انا بس مش عايزك تاكزاجريت الصوره دي، او انك انت تعظم فيها وتفخم فيها بحيث ان هي تخدعك عن الحقيقه. ليه؟ علشان انت بتدور تدور صح. كل الكلام ده عشان اقول لك في الاخر كلمتين، وانت بتدور دور صح. اختار البلد اللي انت هتروحها صح. دي اول نقطه. النقطه الاولانيه اللي احنا قلنا عليها ان هي موضوع الافكار السياسيه من شويه wrong thoughts. النقطه اللي بعد كده ان شاء الله اللي هي الاستعداد للرحله دي، انا المفروض اعمل ايه علشان اهيئ نفسي ان انا اخرج. اول حاجه لازم تكون زي ما قلت لك انا في الاول مؤمن ومعتقد وموقن، مؤمن من جواك كده انك انت هتقدر تعملها. امتى وازاي؟ زي ما قلت لك دي مش شغلانتك انت، تقدر يعني اللي تقدر تعمله اعمله، اللي في ايدك تعمله اعمله، في ايدك تبعت ابلكيشن اعمله، في ايدك تتعلم حاجه اتعلم. لكن ما تبقاش بتعمل حاجه وبتقول في نفس الوقت انا مش عارف، انا مش متاكد يا عم، لا انا هاخد السليمه يعني، امشي في السكه السليمه واخد المكان الفلاني، لا، او ان انا اقعد في مصر، او انت عندك حلم امشي ورا حلمك. الحاجه الثانيه مهمة جدا جدا جدا، نو وات يو وانت، انت عايز ايه؟ يعني وانت بتتعلم، ودي مشكلة كبيرة بالذات الشباب اللي عنده خارج من الثانوية العامة، مبقاش عارف عاوز يروح فين، يروح كلية علوم ولا يروح كلية هندسة ولا يروح كلية طب ولا يروح صيدلة، مبقاش عارف هو عايز ايه، ما بيسألش. موضوع ان احنا بنتعلم بالاسم او عشان السمعة ده تو ماتش عندنا قوي يعني. ان انا عايز ابقى دكتور دي يعني حلم ان انا ابقى دكتور، او ان انا عايز ابقى مهندس حلم ابقى مهندس. ليه؟ عشان المكانه الاجتماعيه.
انا كل اللي عايز اقول لك عليه دلوقتي بقى ولازم تكون متاكد منه، بالذات الشباب اللي هم قاعدين قدامي ولسه ما دخلوش جامعات، يا ريت يا ابني يا كل شاب قاعد قدامي ولسه بيخطط لمستقبله، خطط لمستقبلك بعيد عن العواطف. انت بتحب ايه؟ خطط بعيد عن السمعه، انك انت يبقى لك برستيج اجتماعي والكلام ده كله، شيله من دماغك. الكلام ده كله بيبقى بيعمل غرغريه في دماغك، بتختار غلط، وبعد ما تختار غلط بتبقى مشكله. احنا كان عندنا ولد انا يعني احترمته جدا، شاب محترم جدا جدا جدا، التحق بعلماء مصر، كان في كليه الطب ونقل سياسه واقتصاد. احييه احييه بشده. ليه؟ اختار الصح. عندي مثلا ولد تاني دخل هندسه واهله غلطوا، انت لازم تخش هندسه، لازم تخش هندسه، وهو عاوز يدرس ألسن، وانتهى بيه المطاف انه بعد ما درس هندسه 5 سنين واللي حصل فيهم حصل، والنجاح بتاعه كان في الاخر اشتغل فين؟ دخل في مجال الاعلام اللي هو كان عايزه منه اصلا. فانا عايز اقول لك عليه انه لازم تكون جريء وتاخد القرار اللي انت عايزه، ولازم طبعا تقنع والدك ووالدتك والناس ان هو ده الاختيار اللي انت عايزه. انا على سبيل المثال بتكلم عن نفسي، مثلا انا راجل بحب الفيزياء والماث، لكن قمت رايح هندسه، وانتهى بين المطاف ان انا اشتغلت في الرياضه برضه، عملت الدكتوراه بتاعتي في الرياضه يعني. اللي بحبه. فاللي عايز اقوله يا جماعه يا شباب، ان انت اختار اللي انت بتحبه، لان اللي انت بتحبه ده هتشتغل فيه وانت مبسوط، خيالك فيه هيكون في قسط، هتقدر تطلع كل اللي انت جواك وكل الابداع اللي انت عايز تطلعه في المجال اللي انت بتحبه. ما تختارش مجال غصب عنك. النقطه الثالثه ودي مهمه جدا، ركز في الدراسه بتاعتك اللي انت بتاخدها دلوقتي. يعني لو انت طالب اندر جراد دلوقتي في مرحله يعني لسه ما اتخرجتش، ركز في الكلاسز بتاعتك كويس قوي، لازم تجيب درجات كويسه، لانك انت وانت بتقدم ورقه من اوراقك هي الشهاده بتاعتك. لو الشهاده بتاعتك جايب فيها 60% ولا 55%، الناس مش هتبص للورق بتاعك. انت عايز الورق بتاعك ينط في وش الناس يقول لهم انا اهو. فانت محتاج كل كلمه بتكتبها وكل حرف بتكتبه يكون كويس. احد اهم الاوراق اللي انت هتدخلها هي الشهاده بتاعتك. فالشهاده بتاعتك دي لازم تقول ان انت انسان، يعني انا عايز اقول ايه، انه محتاج انت جود جريدز، زي ما كاتب كده نيد جود جريدز بات فيرست اند لاست دازنت ماتر. موضوع بقى انك انت تكون الاول، تكون الاخير، تكون التاسع، تكون العاشر، شيل الكلام ده كله من دماغك. الكلام ده ممكن تكون احنا محتاجينه في الجامعات المصريه، ممكن نحتاج نكون محتاجينه عشان نترسم على اصحابنا، لكن في النهايه انت تجيب درجات كويسه وبس. ما حدش بيبص خالص على كلمه الاول والاخير وكلام من ده. واحد من اصدقائنا بيقول ان هو في محاضره من المحاضرات بيقول له قدم نفسك، فالراجل كان لسه ما خلصش الدكتوراه، فبيقول لهم انا متخرج من جامعه كذا، كليه كذا، جامعه كذا، في مصر، وكنت الاول، تقديري كذا كنت الاول. فواحد من العيال قال له يعني ايه كنت الاول؟ اشرح لنا يعني ايه كنت الاول. فموضوع كلمه الاول والثاني والكلام ده ما بيفرقش مع الناس كتير قوي، يعني زي ما انتم متخيلين. انا ما اعرفش الوضع في اوروبا ممكن يكون مختلف ولا لا، بس ده الوضع اللي انا شايفه قدامي هنا. حتى الدرجات، يعني انا لما بدرس في كلاس وبوزع الحاجات الامتحانات بعد التصحيح، ما حدش بيعرف التاني خد ايه. انت اخدت 10 من 10، انت اخدت 5 من 10، ده اللي يعرف ده خد ايه ولا ده خد ايه. كل واحد في حاله، كل واحد بيثبت ذاته بس. فدي النقطه المهمه اللي انا عايز ممكن احمد المقداد ممكن يكون عندك حق يا ابو حميد، انا ما قلتش لا. وطبعا اي شغل هي كلمه مش كلمه معيد بس، لا هي خبراتك انت بتحط في الورقه بتاعتك، ان انا اشتغلت في المكان الفلاني، درست الكورسات الفلانيه، اتعلمت الحاجات الفلانيه، كل الكلام ده بيتقل السي في بتاعتك. ممكن يكون موضوع فعلا معيد يفرق، لكن هنا مثلا بياخدوه كانها بوزيشن عادي، لانه موضوع المعيد هنا مش زي ما انت متخيل. الناس مش هتقرا كلمه معيد كده تعرف انه انت ايه راجل A1. فاهمين يا شباب؟ الحاجه المهمه بقى اللي هي النقطه رقم 4، ودي في غايه الخطوره يا شباب. النقطه رقم 4 دي، النقطه دي انا عايزكم كلكم يا شباب تاخدوا بالكم منها، اللي هي your classes are not isolated islands. الكورسات اللي انت بتاخدها ما هياش جزر منعزله. احد الشباب ده في هندسه بياخد، خلص البيرس بتاعه بيعمل ماجستير دلوقتي، كتب تعليق، كتب بوست على الفيسبوك بيقول ايه؟ بيقول انا النهارده اول مره اعرف اهميه الجبر الخطي اللي هو اللينير الجبر، ما كنتش اعرف ان هو مهم كده.
انا درسته عشان انجح فيه وخلاص، وخلصته وما كنتش يعني ما يهمنيش في شيء يعني، حاجه في الرياضه والموضوع منتهي وخلاص. لكن دلوقتي انا محتاج اذاكره من اول وجديد وبفهم جامد جدا. ده كلامه. صوت واضح يا شباب؟ انا ممكن اعيد اخر جزء تاني. اقول تاني، الكلاسز بتاعتك، المقررات الدراسيه اللي انت بتاخدها، لازم ما تعتبرهاش ان هي منفصله عن بعضها. لازم تحاول توجد الرابط بين المقررات دي. يعني على سبيل المثال زي ما قلت من شويه، الطالب بتاع هندسه اللي خلص وبعد كده دخل يعمل ماجستير، لقى في الماجستير ان هو محتاج يبدا يعيد دراسه احد المقررات، كان اسمه الجبر الخطي او لنا الجبرا، يعيد دراسته من اول وجديد وبفهم اعمق من الاول. ليه؟ لانه مهم. بس ايه بقى؟ ليت. يعني بدل ما كان في ايده الفرصه ان هو يتعلم براحته على مدار سنه، بدا يدرس وهو مش مقتنع باللي بيدرسه، الموضوع بالنسبه له. طلب بتوع صيدله مثلا بيدرسوا مقرر فوق احسن. بياخد هو المقرر وهو عيني عصر على نفسه الامور. مش عاوز ياخد الكلاس ده، يعني انا ماله من الكلام ده. بس الحاله بتقول انه الاحصاء مهمه جدا 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 للناس بتوع البيولوجي والناس بتوع الكيمستري. فانت لما لو انت ما درستوش دلوقتي وتعمقت فيه، هتخلص وتبص تلاقي نفسك محتاج تدرسه من اول وجديد. فلازم يا شباب وانت بتدرس الكورسات بتاعتك انك انت تتوسع، تعرف الكورسات بتاعتك مرتبطه ببعضها ازاي. لازم تعرف الموضوع، واهم من ده ومن ده، تحاول دايما تنزل تحت. انت عايز تنزل لتحت. يعني مثلا انت بتدرس عن موضوع اسمه اكس، هم سموه اكس ليه؟ وين اللي سماه؟ وسماه كده ليه؟ وايه الاستفاده منه؟ لازم تعرف الموضوع. مفيش حاجه يا شباب بتدرسوها ملهاش اهميه. يعني احنا على سبيل المثال في هندسه، احد الكورسات اللي كنا بناخدها اظن كانت في سنه رابعه، كان عن ماده من العلوم الانسانيه، انا مش فاكر بامانه اسمها ايه، اظن كانت اداره هندسيه حاجه زي كده. وانا كنت مستهوي يعني الكورس بالنسبه لي مش مهم وكلام من ده خالص. انت تيجي هنا مثلا في امريكا عشان تبص تلاقي الطالب بتاع الناس بيدرس ايه، هتلاقيه بياخد نفس الكورس هنا. بياخد ازاي يستعمل اكسل، بياخد ازاي يستعمل وورد، ازاي يكتب السي في بتاعته. ده مقررات يا شباب. الكلام ده بيقوله من الوقت ده كله مقررات بتاخد. انت ممكن تاخد المقرر ده وتقول ايه الهيافه دي، مين اللي هيقعد يدرس وورد ولا اكسل ولا ازاي يكتب السي في بتاعته ولا لا. الكلام ده مهم جدا، لانك انت زي ما انت هتشوف دلوقتي، انت ورقه من الاوراق اللي بتتحط في الـ في الـ في الورق اللي انت بتبعته لاي جامعه. السي في بتاعتك اتعلمت ازاي تكتب السي في؟ لا. وبتخلص، وبعد ما تخلص تبدا تقول الله، ده انا ما اعرفش ازاي اكتب السي في بتاعتي. وتبدا بقى تدور على حد يعلمك ازاي تكتب السي في. طب بص تلاقي نفسك، ده انا ما اعرفش ازاي استعمل الورد يا جماعه، طب استعمل الورد ازاي؟ طب انزله منين؟ هتبص تلاقيك قاعد تسال اسئله المفروض كنت تتسال من اول يوم انت دخلت في الجامعه. انا طبعا بقول اسئله سهله، ممكن كان الاسئله دي حد يسالها من 10 سنين، دلوقتي انت بتسال على اسئله تتناسب مع الايام دي يا شباب. الدكتور امجد الاسبوع اللي فات كان بيدي محاضره، انا كنت قاعد قدامه، انا مخلص دكتوراه في 2004، فانا قاعد اقول يا ربي الكلام ده ما كانش موجود في 2004. فانت متخيل حجم النقطه اللي البشريه خدتها من 2004 واحنا دلوقتي في 2014، في 10 سنين كتير 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 اتغير. فانت محتاج انك انت تتعلم كل ده. وانت عندك الابيلتي انك انت تعمل حاجه زي كده، القدرات دي موجوده عندك. انت بس مش قادر تستكشفها. النقطة اللي بعد كده المهمة، مهمة جدا برضه، كل نقطة أنا حاططها قدامك هنا في السلايد الأولانية دي أنت محتاج تشتغل عليها وأنت في الأرض الجاية يا شباب. الكلام ده مش 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 لحد ما تخلص، لا ده قبل ما أنت تخلص. أنت محتاج تاخد الكلام ده بمنتهى الجدية. الحاجة اللي بعد كده، علم نفسك. يعني إيه علم نفسك؟ يعني اللي أنت بتاخده في الكلية مش هيكون كافي، وعلى فكرة الكلام ده مش موجود عندك وبس، الكلام ده موجود في كل حته، حتى هنا في امريكا. اللي بتاخده مش هو اللي سوق العمل عايزه. يعني انا اقدر اقول لك مثلا على سبيل المثال، كنا في شركه، احد الشركات الامريكيه اليابانيه اللي لها فرع كبير هنا في امريكا، وشكوتهم ان هم مش لاقيين المهندسين. المهندسين بتوعهم مش موجودين. ف نوعيه المهندسين اللي هم عايزينها مش لاقيينها، فبيعملوا بيضطروا ياخدوا المهندسين اللي هم يعني ها ممكن يجي منهم. عارف بيقعد يقعد يديهم تدريب لمده قد ايه؟ مده سنتين لثلاث سنين. عشان يبدا المهندس ده يعمل في الاخر حاجه، يبقى متوافق مع النظام اللي موجود عنده.
فانا عايز اقول لك عليه انك انت محتاج انك انت تعمل الكلام ده بقى قبل ما ايه؟ قبل ما تخلص الكليه. طبعا القرايه دي شيء مهم جدا، يعني انت محتاج تقرا على قد ما تقدر، يعني انت خلصت خصصت كل يوم ساعتين مثلا وبدات تقرا في مقرر بعيد خالص عن اللي انت بتقراه، يعني مقرراتك انت. يعني مثلا جيناتيك الجوريزم اقرا عنها، مش شرط تعرفها، انت مجرد قريت عنها ومعرفه العناوين اللي موجوده فيها خير وبركه. كورس مثلا في تناول في علوم السموم مثلا في صيدله وانت ما اخدتوش، روح هاته واسمعه. مثلا عندك كورسيرا، مثلا كورسيرا ده موقف من طبعه، حاول تاخد منه على قد ما تقدر. لو انت خلصت في كل سنه كورسين زياده عن الكورسات اللي انت بتاخدها، فانت عملت انجاز كبير، وفرت على نفسك كتير زي ما هنشوف كمان شويه. لازم يا شباب موضوع القرايه خارج المقررات بتاعتك، ما تحبسش نفسك جوه المقررات بتاعتك. اخدت مثلا محاضره في السوليد ستيت فيزيكس، الناس اللي بتاخدها الناس بتوع الالكترونات مثلا، روح دور هل في كورس مرتبط بيه ولا حاجه او قريب منه، ابن عمه ابن خالته موجود على كورسيرا او اي موقع. في موقع كده مش كورسيرا بس، انا بقول على اللي انا عارفه، لكن في كتير. حاجه ان شاء الله في مره علماء مصر نزلت بوست في اكتر من موقع تقدر تخش عليهم وتشوف الكورسات اللي تاخدها في الوقت بالعربي، واتمنى ان هم ينجحوا في التجربه بتاعتهم. فاللي عايز اقوله في الاخر، لازم انك انت تركز في القرايه وفي ودراسه الكورسات اللي موجوده اونلاين. في كورس مثلا لسه بقرا عنه من شويه، واحد من ستانفورد بيدرسه من اربع ما يمكن، احضر الكورس ده. عارف لو هتاخد منه 10% انت كسبان كتير جدا. وما تزعلش وانت قاعد في المحاضره، ما تزعلش انك انت مش فاهم نسبه كبيره من اللي بيتقال، ده طبيعي. الموضوع ده طبيعي جدا يا شباب. المحاضرات اللي انت بتسمعها، انت بتسمع بالانجليزي، ما انتش من اول تسمع مثلا بالانجليزي. الكورس اللي بيتاخد ممكن يكون له بريكوزيتس، متطلبات انت لسه ما اخدتهاش. فانت بتسمع الكورس ما تزعلش، انت بتتعلم على قد ما تقدر. مش تقول انا مستمتع بالكورس ومش مستمتع بيه، انت بتعرف اضغط اسم منه مثلا وروح انت اعمل بيه اشتغل على جوجل، انا عايز اعرف بقى الموضوع ده ايه، وهتلاقي بقى في كذا رابط. انا والله الموضوع ده وانت قاعد تحفر تحفير تدور المعلومه بالمنظر ده، هتلاقي بتكسب كتير جدا. كميه المعلومات اللي انت، يعني انت خصصت ساعه في اليوم وقعدت الساعه دي بجد فعلا، الساعه دي انت قعدتها باخلاص وبذمه وقعدت تدور على معاني المصطلحات والكلام من ده، هتبص تلاقيك فرقت معاك كتير جدا. اخر السنه بص تلاقيك معاك كورسين او ثلاثه درستهم فري، مفيش لا الوقت بتاعك ضاع ولا هتدفع فيهم فلوس ولا اي شيء، وفي الاخر هتستفيد. النقطه الخامسه يا شباب، هاندس اون اكسبيرينس. يعني انت محتاج تتعلم بايدك. يعني مش معنى ان انت خلصت الكلاسز بتاعتك مثلا وجه الصيف بقى خلاص، الصيف بقى مبلبط بقى ونروح بقى راس البر ومش عارف ايه وحاجات كده، لا. انت محتاج انك انت في انترنشيبس، يعني في تدريب. يعني مثلا الطلاب بتوع هندسه بيقولوا لهم تدريب. الطلبه بيعملوا ايه بقى؟ بيقولوا لا انا اروح الصبح وامضي وامشي. طب ليه يا ابني؟ طب ما انت ممكن تقعد الوقت ده تتعلم فيه حاجه بايدك، بتشوف بايدك. يعني لما تلاقي مثلا طالب في هندسه ويخلص هندسه في مثلا قسم كهرباء وما يعرفش الكباستور ده بيشتغل ازاي، المكثف بيشتغل ازاي، ولا دور المقاومه ايه، ولا دور الكويل ايه، ولا الكلام ده كله، ما يعرفش عنه حاجه. يبقى حرام اتعلمت انت كده في الناس. طب انت قول لي بذمتك انت كده تطلع ازاي تعمل شغل عمل بايدك في معمل مثلا في اسبانيا او معمل في ايطاليا، هتشتغل ازاي بايدك؟ فانت محتاج تروح مثلا سنترال، مثلا محطه توليد كهرباء. الناس بتوع صيدله لو راح وقف مع صيدلي وبيعمل ادويه وكلام من ده بقى يتعلم منه. الكلام ده كله يا شباب في الاخر بيفيدك، الكلام ده كله بيفيدك. ليه بقى؟ لانك انت الجانب العمل اللي انت ممكن تكون ضعيف فيه انت بتعوضه في الصيف. حاجه تانية، الناس مثلا ممكن تعمل ايه؟ مثلا يتعلم مثلا ياخد دورات. عندك دورات كتير، انت محتاج تبقى معاك لغه برمجه كويس. فانا مثلا ممكن اتعلم سي شارب، ممكن اتعلم سي بلس بلس، اي لغه من اللغات الكبيره اللي انت محتاج تكون عارفها عشان تقوي نفسك. تبدا تعمل انت مثلا بايدك ابلكيشن من اي تو زي. الكلام ده كله انت ممكن تعمله بايدك. انا عن نفسي مثلا اتعلمت السي ايام ما كان لسه السي بلس بلس ده ما اتعلمتش. اتعلمت السي لوحدي، جبت كتاب وقعدت على الكمبيوتر كل يوم اخلص لي شابتر نص شابتر، وفي الاخر بقى معايا سي. فاللي عايز اقول لك عليه، مش عشان انا مثلا قادر اعمل حاجه زي كده، لا، عشان ده كان المطلوب. الكلام ده انت ممكن تعمله، كل واحد فينا ممكن يعمله.
فانت محتاج يكون عندك هاندز اون اكسبيرينس، دي مش هتيجي غير انك انت تروح وتدرب نفسك بنفسك وتتعلم على قد ما تقدر. الحاجه الاخيره بقى ماستر ريسيرش تولز اند رايتنج، يعني لازم تعرف ازاي تكتب وازاي تدور. الدكتور محاضره بتاع الدكتور امجد الاسبوع اللي فات كانت رائعه. حاول على قدر الامكان انك انت تتعلم كل التولز دي على قد ما تقدر. اي تول هو ذكرها اتعلم منها حاجه، هتلاقي في حاجه في التول دي مش موجوده في الثانيه، والثانيه موجود فيها حاجه مش موجوده في الثالثه، وهكذا. فانت بتحاول انك انت تاخد خبرات كل التولز دي. الاهم من ده ومن ده الرايتنج، الكتابه. في الاخر يا شباب انت عندك افكار ولازم توصل الافكار دي لغيرك. لو انت ما عارفش ازاي تكتب وترسم افكارك على الورق بشكل يكون مقنع للناس، انا ما اظنش ان انت تقدر تعمل اي حاجه. الابلكيشن بتاعك اللي انت بتبعته بتقول للناس والله انا عايز اعمل بحث في المجال الفلاني، وبتبدا تشرح افكارك عن الكلام ده. الكلام ده يا شباب لو انت ما بتقدرش تكتب بشكل كويس مش هتعرف تعمل حاجه. تبقى حاجه بسيطه ممكن تعملها وناس كتير قوي بتعملها. تعمل ايه؟ انك انت مثلا تفتح مقاله وتقعد تشوف زي ما بيكتبهم وتقراهم، تحاول انت تكتبها بايدك مره ثانيه. في ناس كتير جدا عملت الموضوع، اعمل انت كمان مش هتخسر شيء. يبقى انت عندك بتقرا كويس وبتكتب كويس، ده انت كاتب روعه اول انت عملت حاجه زي كده. خلاص يا شباب؟ انا مش عايز نتلهي في موضوع كورسيرا يا شباب، انا عايز انا بس ذكرت كورسيرا على اساس ان هو مثال، لكن في كتير جدا. في امثله كتير جدا يا شباب، انا بس بديك مثال. دي اول ازاي تقدر تجهز نفسك اكاديميا للموضوع. النقطه اللي بعد كده اللايف سكيلز. انت هتروح تتعامل مع ناس، فانت محتاج انك انت تتعلم اللغه لانجوج. محتاج اول حاجه انك انت ازاي تعتمد على نفسك. موضوع الاعتماد على الذات ده مهم بشكل غير طبيعي غير طبيعي. لو انت متعود ان المعلقه تكون في بقك وان ماما تاكلك وتحط لك الاكل وتشيل الاكل وتغسل لك الهدوم والكلام ده كله هتتعب. لو انت بتقدر انك انت تعتمد على نفسك في الحاجات البسيطه هتريح نفسك كتير جدا جدا جدا. احسن الحاجات اللي ممكن تعملها انك انت تشتغل في الصيف. مش عشان انك انت تاخد فلوس او تجيب فلوس. لا طبعا الفلوس دي حاجه زياده، لكن انت محتاج تشتغل لان انا هعلمك كتير جدا. هتلاقيك بتسافر وبتنطط على الطريق، بتروح بتيجي، بتتعامل مع ناس، بتتعامل مع اجانب، بتتعامل مع ازاي تعتمد على نفسك، هتعيش لوحدك، هتضطر تخدم نفسك بنفسك. كل الكلام دون عشان انت اشتغلت بس. فانت ممكن تجهز نفسك لانك انت هتسافر بره وتتعب بره وتعتمد على نفسك بره بانك انت تبدا من جوه مصر. مش ده بس، ده موضوع انك انت تعتمد على نفسك ده هيقلل من احساسك بالغربه لما تسافر بره. لانك انت اصلا لما تتنقل مثلا من المنصوره مثلا لشرم الشيخ وتروح تشتغل هناك مثلا شهرين ثلاثه وترجع تاني، الرهبه بتاعت السفر والرهبه انك انت تعتمد على نفسك كل الكلام ده بيضيع. تمام يا شباب؟ النقطة الثانية اللغة. اللغة لازم يكون معاك لغة كويسة. هنبدأ بس بالإنجليزي، يعني هنقول بس إيه الإنجليزي كده نكون فاهمينه كويس، على الأقل يعني نقدر نتكلم مع الناس ونفهمهم بالإنجليزي. اللي أقدر أقول لك عليه بقى إنك أنت اعتمدت على الإنجليزي بس مش هتفلح. ليه؟ لأنه زي ما أنت بتتمنى في مصر ان الحاجه تكون عندك في تعريب ونظام تعريب وكلام من ده، مش هتلاقي الكلام، هتلاقي ان كل البلاد بتضيع نفس الكلام. يعني هتلاقي ان الاسبان مثلا بيحبوا اللغه الاسبانيه جدا وبيتعلموا اللغه الاسبانيه، ده رقم واحد بالنسبه لهم، والانجليزي بتاعهم ضعيف. ايوه الانجليش لانجوج. المانيا نفس الشيء على فكره، معظم دول اوروبا كده، وعلى فكره انا بحسنهم على كده، انا اتمنى ان احنا يكون عندنا نفس الكلام. يعني عندك الاسبان مثلا بيترجموا المحاضرات وعندهم خطه كامله انه الابحاث بتاع الابحاث اللي معانا تكون موجوده عندهم وباللغه الاسبانيه. الالمان نفس الشيء، الفرنسيين نفس الشيء. ده اللي عايز اقول لك عليه. الحاجه اللي انت مش اللي ممكن تكون مستغربها انت شويه، انه احد طلبات الدكتوراه مثلا للناس مثلا اللي بتشتغل في الرياضه هنا انه يكون على اجاده الفرنساوي الالماني او الروسي. لازم تتعلم واحد من الثلاثه دول. يعني انت مش الانجليزي وبس، لا
ليه؟ لان لغه الناس بتوع فرنسا وبتوع المانيا وبتوع روسيا ناس اقوياء جدا، وبينزلوا كتير ابحاث بلغته. فلو انت مش قادر تجيب الابحاث دي وتقراها هتتعلم منين؟ فانت محتاج انك انت يكون مش معاك لغه واحده، لا هتبص لك محتاج انك انت كمان تتعلم كمان اكتر من لغه. وممكن الانجليزي يساعدك في الاول، انا بتكلم طبعا لو انت جيت لامريكا الموضوع طبيعي، رحت انجلترا الموضوع طبيعي والناس بتتكلم انجليزي. لكن لو انت حضرتك رحت مثلا اسبانيا هتلاقي الدنيا ضلمه، تنزل الشارع مفيش حد بيتكلم انجليزي، عايز تاكل مفيش حد بيتكلم انجليزي، لو تحط وعايز تسال انت تروح مكانك ازاي مفيش حد بيتكلم انجليزي الا لما تقدر. يعني انا افتكر واحد من اصحابنا بيقول ان انا نزلت كنت في برشلونه وتحط، طب يا عم وعرفت توصل ازاي؟ قال لقيت واحد صيني بالصدفه فاتح محل متاخر ويتكلم انجليزي. فالطبيعي يا شباب انه اللغه لازم تكون بالنسبه لك مهمه جدا 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 جدا. حته انك انت تتعلم اكتر من اللغه دي مش هيقدر، وهنتكلم في الموضوع قدام. النقطه الثالثه السواقه. انت محتاج تكون عارف ازاي تسوق، يعني موضوع السواقه ماهيش لكجري دلوقتي، انك انت يكون عندك عربيه وبتسوق موضوع مش لكجري. يعني انت مثلا على سبيل المثال في مناطق في امريكا بالكامل مفيش فيها بابليك ترانسبورتيشن، مواصلات عامه. الموضوع ده مش موجود، موجود خالص. الناس اللي بتتكلم على الصين وقريب هتلاقوا ان الصيني كله احد اللغات دي. بالمناسبه يا شباب الانجليزي رقم واحد كلغه عالميه، الصيني رقم اثنين، والاسباني رقم ثلاثه. انا طبعا مش بعمل دعايه بس بعرفك ترتيب اللغات يعني. طيب طب بتعرف بالشغل ابو حميد كمان ولا برضه بس؟ طيب النقطه الثالثه زي ما قلت انا موضوع السواقه لازم تكون تعرف ازاي تتعلم السواقه، وما تخليش الموضوع اخر حاجه تقول بقى يعني ايه انا خلاص قدام ايه انا هسافر على السفر انا هروح ايه اتعلم السواقه. لا يا استاذ انت تعلم السواقه بدري على قد ما تقدر. هنا الاولاد بيتعلموا السواقه عندهم 16 سنه، فانت يعني مش هتبقى اقل من الاولاد دول. يعني انت محتاج تتعلم، اللي مش بيتعلم السواقه علشان دي حاجه لارج، لا ده اساسي بالنسبه لك. يعني عشان تروح تشتري اكلك سوق اللي زي واحد بقى يسوق بيك، ده حاجه ثانيه. عشان تروح الجامعه بتاعتك ممكن تكون هتحتاج سوق، لانه ما فيش معكش مثلا تجيب سكن في الجامعه، فهتعمل ايه؟ هتسكن بره الجامعه. عشان تروح لو الجامعه بعيده شويه محتاج حد يوديك، ايه اللي هيوديك؟ لازم يكون عندك عربيه. ففي الاخر اللي عايز اقول لك عليه ان الموضوع مش لوكسجن، ما هيش حاجه كده كماليه في حياتك، هتلاقي حاجه مهمه جدا الا اذا نزلت مدينه. يعني المدن الكبيره عاده بيبقى فيها بابليك ترانسبورتيشن، فممكن الموضوع ده يكون مش مهم قوي. لكن برضه هتتزل في المواعيد، ارجع تاني اقول المواعيد، هتتزل في المواعيد. وطبعا مش محتاج اقول لك ان في مدن عشان يروح الشغل بتاعه الساعه 6 الصبح ويوصل 6 الصبح في شغله لازم يكون على الباص ستيشن الساعه 3 الفجر عشان مشاكل في المواصلات. فده هقول مش في كل الاماكن طبعا. فاللي عايز اقوله يا جماعه انه موضوع انك انت تعرف ان انت تكون بتسوق كويس لازم يكون حاجه من البديهيات عندك. الحاجه الرابعه بقى، ودي شيء مهم جدا يا شباب، الكوميونيكيشن سكيلز. يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز؟ مش بتكلم يعني كوميونيكيشن يعني انت تبعت ايميل ولا تتكلم في التليفون ولا تستعمل الفاكس، لا. كوميونيكيشن سكيلز ازاي تتواصل مع الناس، ازاي تتعامل مع الناس. طريقه تعاملك مع الناس هتفرق كتير جدا. يعني على سبيل المثال ما تروحش وتبان انك انت غلبان قوي فالناس تديك فوق دماغك، وما ينفعش انك انت تروح وتقول لهم ان انت واد ايه عنتر ابن شداد، هم حاطينك في مشكله يثبتوا لك بيها انك انت ولا عنتر ابن شداد ولا اي حاجه. فاللي عايز اقوله في الاخر انك انت محتاج تكون ازاي تقدر تتكلم مع الناس بسهوله وبيسر. ولازم تعرف انك انت وانت بتتكلم مع الناس بره هتقابل كتير جدا وهتسمع اسئله من اغرب ما يمكن، اسئله مش هتخطر على بالك وانا بتكلم معاك فيها كمان شويه. اسئله تقول ازاي الناس دي فكرت في الاسئله دي؟ لكن الحقيقه ان هم هيفكروا في الاسئله دي لانه آلة الاعلام خلق عند الناس معلومات غريبه عنك، فهم بيحاولوا يفهمهم. انت ما بتعملش دي ليه؟ ده احنا سمعنا ان انت بتعمله كذا، ما بتعملش دي ليه؟ فانت محتاج عندك صبر شديد جدا في انك انت تجاوب على الاسئله دي، وتعرف الناس دي بتفكر ازاي، وتكون هادي جدا في تعاملك، وتحاول من اول يوم انك انت يكون في حدود ما حدش يتخطاها، ما حدش يتعدى عليك. الكلام ده كله مش هيغير انك انت تتعلم ازاي تتعامل مع الناس. وفرصه من اجمل الفرص انك انت موجود بين اهلك وناسك.
اتكلم معاهم وتفاعل معاهم وحاول تبني العلاقه دي ازاي، انك انت الناس تحترمك من كلامك. في ناس بتتكلم ومن اول ما تسمعهم ومن اول ما تشوف كلامهم بيتكلموا ازاي يسقطوا من نظرك، وفي ناس بتتاول بتتكلم معاهم اول كلمتين تعرفهم احترام. فاهمين يا شباب؟ يقال ان الامام الشافعي كان مادد رجله فدخل عليه احد الناس لابس كويس وجامد وكده، وبعدين فالامام الشافعي يعني لم يجي احتراما للراجل يعني، فالراجل ابتدى يسال اسئله، فالاسئله بتاعته طلعت حاجه كده يعني ما تنفعش يعني. فالامام الشافعي احس ان الراجل كلامه مش يقول ان هو كلام راجل يعني ملبسينه يعني عليه لبسه بس اللي جواه ما يساويش اللبس اللي عليه. فالامام الشافعي عم مزلج له مره ثانيه. فاللي عايز اقوله انه احد الان يمد الشافعي اهل الشافعي ان يمد قدمه، صح؟ هذه المقوله يا سيد الفاضل، صح؟ فاللي عايز اقوله يا شباب في الاخر انه انت بتتكلم ازاي، انت بتقدم نفسك، دي حاجه مهمه جدا، ازاي انك انت تتعامل مع الناس، دي اللايف سكيلز. في حاجات كتير غيرها، لو في حد يعني عنده اسئله ممكن يكتبها وهحاول ان شاء الله ان انا ارد عليه، لكن دي الحاجات اللي انا حاسس ان هي مهمه قوي. ازاي تعتمد على نفسك، اللغه بتاعتك، السواقه، الكوميونيكيشن سكيلز، دي يعني الاساسيات في وجهه نظري. ممكن يكون في البري ريكوزيتس بتاعتك بقى يا شباب. وانا في هندسه قبل ما اخلص، لو في حد بس ممكن يجمع الاسئله يا شباب وان شاء الله نحاول نعمل يعني، لو في مثلا حد يتطوع ان هو يجيب الاسئله دي ويسالهم واحد واحد في الاخر، يبقى كله يبقى كويس جدا يعني، اكون شاكر جدا له. حد يتطوع يا شباب وياخد الاسئله دي ويكتبها، واحنا ان شاء الله في الاخر نحاول نجمعها ونرد عليها. قبل ما اخش في النقطه بتاعت البري ريكوزيتس اللي هي المتطلبات بتاعت ايه اللي انت المفروض تعمله قبل ما قبل ان شاء الله قبل ما تسافر، يعني انت عاوز تقدم على منحه او فرصه دراسه او في متطلبات معينه، فانت محتاج تلم بالمعلومات دي. لو انت ما عندكش المعلومات دي وخلصت الدراسه بتاعتك بقى، انا خلصت بكالوريوس النهارده عاوز اسافر بكره، كويس، انت محتاج ايه؟ انا عايز اخد توفل، التوفل ده محتاج تذاكر له انجليزي، هياخد له 6 شهور ولا 7 شهور، محتاج كمان تذاكر الجي ار اي مثلا، الجي ار اي ولو في جي ار اي سبجكت كمان بقت مشكله ثانيه. انا في ناس لازم تاخد ليرتس، ده امتحان ثاني في اللغه. انا لو ما خلصت ما كنتش اعرف كل الكلام ده يا شباب، لا كنت اعرف يعني التوفل او الجي مات الالتس او الجي ار اي، كل الاسماء دي ما كنتش اعرف عنها حاجه خالص. ولما كان يقول واحد قدامي كلمه جي ار اي دي كده كنت اتخض. وناس مش انا لوحدي، ناس كتير قوي كانت بالمنظر ده. والتوفل ده يعني حاجه كده وانت ذاكرتها يعني تبقى ايه يا راجل كده يعني. في نفس الوقت يا شباب، احد الاخوه اللي كانوا بيدرسهم في كليه الطب كان احد زملائه في الدفعه، في عشان تيجي تدرس تعمل تكمل طب في امريكا محتاج تعمل المعادله الامريكي. فالمعادله الامريكيه على ايامنا انا ما اعرفش النظام بتاعها دلوقتي بامانه يعني. على ايامنا كان في 3 مراحل ليها. بتاخد الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث بتيجي تمتحن عملي هنا، وبعد الجزء العملي ده بيحددوا بقى اذا كانوا لو انت عديت بتخش في البول بتاعتهم اللي بينقوا منها الناس بتوع النيابه، ويجي لك بقى النيابه بتاعتك في اي ولايه من الولايات، بتروح تقضي الولايه بتاعتك واذا كنت هتدرس بعد منها وتقرر يعني. الطب ده كان بيعمل ايه بقى يا شباب؟ الطب 7 سنين. سنتين باين واربعه والامتياز. الطالب ده كان ماشي مع الامتحان بترتيب الدراسه بتاعته. كان ماشي مع المعادله بترتيب الدراسه. يعني خلص اول سنتين باين او اول ثلاثه قام رايح اخر الجزء الاولاني في المعادله. خلص ال3 سنين الاخرانيين وبقى خلص 6 خالص قام راح واخد الثالثه. وهو بيعمل الامتياز قام رايح عامل الامتحان بتاع النهائي بتاعه اللي هو بتاع اللي هو الامتحان العملي. شوف التفكير بتاعه؟ يعني خلص طب وهو جاي، يعني خلص طب في مصر بقى جايز يكون دكتور في مصر. وخلص طب في امريكا وجايز يكون طبيب في امريكا. الجهد مش كبير لانه حضرتك وانت بتذاكر اول 3 سنين اللي انت هتمتحن فيه هو اللي انت بتذاكره في اولى وثانيه او ثالثه كمان. فانت الكلام ده كله انت مذاكره اوريدي، انت ليه اللي يخليك تستنى
لما تخلص وتكون بقى نسيت الفسيولوجي ونسيت مش عارف الاناتومي ونسيت ده ونسيت ده ونسيت ده، طب ما انت جاهز خش على الامتحان على طول وخلص. بدل ما تقعد يعني انت خلصت سنه ثانيه مثلا، تيجي سنه تراجع الحاجات بتاعت سنه اولى في السريع السريع وتخش الامتحان بتاعك في صف في الصيف. ايه المانع انك انت حاجه زي كده؟ نفس الكلام يا شباب موجود في التوفل والجي ار اي. انت مش محتاج تاخد التخطيط، التوفل له سنتين بس اظن، والجي ار اي 5 سنين معترف بيه. فلو انت اخدته بدري قوي ممكن يخلص الفتره بتاعته بدون ما توصل لحاجه، فبتضيع عليك الفلوس بتاعته تاخد امتحان اول وجديد. نفس الشيء بدل التوفل سنتين، فانت محتاج انك انت تظبط وقت. انت محتاج تدخل الامتحان ده التوفل، انت لما تخلص على طول تكون عامل حسابك انك انت مذاكر التوفل، عارف الناس بتمتحنه ازاي، الماتيريال اللي الناس بتمتحن فيها ايه، مذاكر الماتيريال دي وجاهز انك انت بعد ما تخلص تاني يوم انا رايح اخد الامتحان بتاع التوفل ده. لو انت مركز على انك انت هتروح تسافر تدرس بره. الصوت اخباره يا شباب؟ تمام. دي اول ملحوظه بالنسبه لي. الجي ار اي انت عارفك فيه كام سيكشن محتاج تكون عارفهم، واحد فيربال والثاني مش عارف باين ماث والثالث كواليتيف والثالث مش عارف الانالوجيز ولا حاجه زي كده. فانت محتاج انك انت تكون عارف الثلاثه دول. الجي ار اي جنرال ريكورد اكزامينشن ده بيحاولوا يعرفوا بيه اذا كان الطالب لما بيقول لما اتخرج ومعايا باتشلر ديجري معايا فلوس هو فعلا مخلص ومعاه باتشلر ديجري ولا لا. مجرد قياس للقدرات بس. وده اللي بتكلم عليه. الجي اي واحد مثلا سال علي تمام انت علي في سنه كام؟ دكتوره؟ للاسف عشان ما حدش اتكلم خالص في موضوع الجي ار اي فاول مره. طب دكتوراه انا ما اعرفش المجال بتاعك ايه، لكن لو كان المجال بتاعك مثلا يطلب انك تكون عارف الجي ار اي حاجه زي كده، لو احنا كنا طلبه وعرفناها وتخرجنا هنبص لها تفرق معانا كتير جدا جدا جدا. في طبعا اولا بتابع الريسورس اللي انت بتكتبوها يا شباب، في ريسورسز يعني كتير جدا 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 بخصوص الحاجات اللي ممكن تدرسها بره، ايه المطلوب وايه المتاح والماتيريال بتاعته ايه والمحتوى بتاعه ذات نفسه. يعني احنا كان عندنا في علماء مصر كان في محاضره عن التوفل اظن، وكان في محاضره عن الجي ار اي الجزء بتاع الماث. فانت في عندك كتير ماتيريالز كتير جدا تقدر تتعلم الكلام ده كله ببلاش. انت مش محتاج كل اللي مطلوب منك يو انفست سم تايم، تستثمر وقت انك انت تسمع لده النهارده او تسمع لده بكره. مش مطلوب منك اكتر من كده، مش مطلوب منك انك انت تبحث في الصحن زي بقول اللي حاليا اللي موجود اكتر من كافي بالنسبه لك. دي النقطه الاولانيه، جهز نفسك للحاجات اللي هتمتحن فيها وانت في الدراسه، عندك وقت طويل جدا. والله يا شباب احنا عندنا وقت، الناس بتقول احنا مشغوله، بالحقيقه هم مشغولين. هتلاقي ممكن نوفر ساعتين عشان نتفرج على ماتش، او نوفر ساعتين عشان بالليل نتفرج على فيلم ايه، او عشان نروح سينما ايه، ممكن توفر وقت برضه عشان تقعد تعمل الكلام ده. طيب النقطه اللي بعد كده يا شباب، النقطه اللي بعد كده يا شباب، السكر احسن؟ احمد تقول السكر احسن؟ تمام الحمد لله. طيب النقطة الرابعة يا شباب، ودي مشكلة كبيرة جدا. افترض ان انت عايز مثلا تروح تدرس تعمل ماستر مثلا في الانجنيرنج مثلا في اسمه اكس، فانت هتخش مثلا انت عايز تعمل في جامعة معينة، هتخش تعرف من الجامعات دي الناس دي بتدرس كورسات شكلها ايه. هتبص هتلاقي ان كل مقرر فيه بريكوزيتس متطلبات معينة. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا هندسة بيدرس تفاضل واحد واثنين باين وثلاثة، فانت عشان تاخد تفاضل ثلاثة لازم تكون عارف تفاضل اثنين، وتفاضل اثنين احسن يا شباب. بعت المايك كده احسن؟ طيب هتعمل كده. طيب قلت يا شباب بالنسبه للموضوع يوت اون ذا بريكوزيتس از ايرلي از يو كان، انت محتاج انك انت تعرف تعمل ايه؟ انت هتعرف ايه من الكورسات اللي انت هتدرسها. يعني انت عايز تروح جامعه من الجامعات، معظم برامج الماجستير الكورسات بتاعتها معروفه شكلها ايه؟
وعايز تدرس في مجال معين. المجال ده مطلوب ان تكون عشان تخش اصلا، يعني محتاج انك انت تكون عارف واحد اثنين ثلاثه. حتى انك انت تعرف ايه الكورسات اللي مطلوبه عشان تاكد ان هي هتوفر عليك كتير جدا. يعني نتخيل يا شباب عشان بس يبقى المثال واضح. نتخيل ان هم ما بيدوش عندنا في مصر لا كالك واحد ولا كالك اثنين. ما تفضل واحد ولا تفضل اثنين فين؟ في هندسه ما بتعرفش تاخده خالص. فرق بين الاثنين يعني. فانا رحت اشوف كورس مثلا احد الكورسات اللي هدرسها مثلا وانا بعمل ماجستير، والله انا انت هتدرس انجينيرنج ماثماتكس. طب يا عم ومطلوب مني ايه؟ مطلوب منك انك انت تكون معاك كالك واحد وكالك اثنين. تمام يا شباب؟ طب انت كالك اثنين او تفاضل واحد تفاضل اثنين انت ما خدتوش قبل كده. تبدا انت بقى تبقى عارف من الاول انك انت محتاج تبقى معاك الكورس ده، كورس تفاضل واحد، كورس تفاضل اثنين. محتاج بقى بالطول بالعرض لازم الكورسين دول تكون مخلصهم قبل ما تروح تدرس في الماجستير بتاعك او الدكتوراه بتاعك. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب الصوت واضح كده؟ لا المايك بعيد والله. احاول احطه زي ما كان الاول، ماشي كده احسن؟ تمام. فدي اول تاني نقطه، تاني نقطه انك انت تشتغل على الكورسات اللي هتخدم عليك في الدراسه بعد كده، ما تخليش الكورسات دي تاجلها لحد ما تروح وتوصل وتيجي تدرس كورس معين يقول لك لا والله انت ما ينفعش لو انت درسته عشان تدرسه لازم يكون موجود معاك كورس الفلاني وكورس العلاني، هتتعب. او ممكن يسمح لك عشان انت طالب وافد اجنبي، فممكن فتيجي تاخد الكورس تلاقيك بقى تعبان وحالتك ما يعني بقى ربنا وتعبان جدا في الكلاس اللي بتاخده. ليه؟ لانه الكورسات اللي كانت مطلوبه قبل كده انت ما خدتهاش. النقطة الثالثة انك انت تتعلم ازاي تكتب تعمل الابلكيشنز بتاعتك، ازاي تكتب السي في بتاعتك، ازاي تعمل الكفر بيج، ستيتمنت اوف بيربس، كل الكلام ده انت محتاج تكون عارفه. ليه؟ لا كل واحدة من دول انت هتعرف تخش تعرف الناس دي بالظبط عشان اقدم محتاجين معايا مني ايه؟ محتاجين واحد واثنين وثلاثة. بس ان انت عملت ابلكيشن واحد بايدك واحد بس. معظم الابلكيشنز بتاعتك تقريبا من 95% فوق ال 95% تعرف تعمله لوحدك بدون اي مشكلة. الكورسات دي بتعرفها لو انت دخلت البرنامج اللي انت عايز تدرس فيه. هتعرف هم بالظبط الناس دي الستاندرد بتاعهم فين. فوق قوي تحت قوي الكلام ده انا محتاج اكون عارفه. بالذات لما تكون عرفت ان انت قابلت خلاص. يعني انت افترض ان انت بتراسل جهاز جامعه وقابلت في جامعه اكس. فانت دخلت بقى عايز تعرف البرنامج اللي انت بتدرسه ايه. فلقيت مثلا انك انت محتاج تدرس الكورس الفلاني والفلاني دول لازم يكونوا موجودين. فانت لازم تروح تغطي الكورسات دي قبل ما تروح. ما تضيعش وقتك لحد ما تروح. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب الابلكيشن زي ما قلت انت محتاج تعرف ازاي تعمل الابلكيشن بتاعك، ازاي تداونلود الابلكيشن، ازاي تملاه، ازاي تعرف هم عايزين انهي جهات، ازاي تعمل السي في بتاعتك، ازاي تعمل الكفر بيج بتاعت الابلكيشن كله، في ورقه فوق كده انت لازم تكتب فيها ايه؟ ستيتمنت اوف بيربس انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ كل الكلام ده لازم يكون عندك خبرات بيه. وهتلاقي فيه كلام كتير جدا موجود على النت، ازاي تكتب السي في بتاعتك، ازاي تعمل الكفر بيج، ايه الورق اللي بيتكتب عشان تبعته في الابلكيشنز، كل الكلام هتلاقي فيه كلام كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. الحاجة الرابعة والأخيرة إنك أنت تعمل مش معاهدة اسمها اعتماد الشهادة بتاعتك، يعني أما تخلص الشهادة بتاعتك، الشهادة بتاعتك من مصر. الشهادة بتاعتك دي هل معتمدة لو أنت قدمتها مثلا في إنجلترا وقلت لهم يا جماعة والله أنا خلصت باتشلر ديجري مثلا في الإلكتريكال إنجينيرنج. هل الشهادة بتاعتي دي تنفع ولا ما تنفعش؟ فعشان هم يقول لك ينفع ولا ما تنفعش بتقوم واخد الشهادة بتاعتك وتبعتها لمركز من واحدة من الأكريشنز سنترز اللي موجوده في العالم. في ناس اللي في انجلترا لهم المراكز بتاعتهم، اللي في امريكا لهم المراكز بتاعتهم. لو انت في مراكز معينه بتعمل الكلام دوت. ممكن نحاول نخلي ان شاء الله في علماء مصر ينزلوا من المواقع اللي تعمل الكلام ده. انا فاكر ان هم عملوا فعلا بوست قبل كده على الموقع بتاعهم على الفيسبوك وفي الاكريشن سنترز اللي موجوده في امريكا مثلا. الاعتماد مش الجوده، الاعتماد معناها الاعتراف بيك. الاعتراف بمنتهى البساطه، الشهاده بتاعتك معترف بيها ولا مش معترف بيها؟ بس
تمام يا شباب، الكفر ليتر ده حاجه كده رساله بتوجهها للجامعه اللي انت تبعت لها، يعني تقول لهم والله يا جماعه انا فلان الفلاني بحب، انا مهتم بالجامعه بتاعتكم، عاوز اقدم فيها. بتقدم نفسك بشكل مختصر جدا يعني، مجرد بس يعني ايه حاجه كده فوق الوش عشان الناس تعرف يعني ايه انت وسيله تواصل تلاقيها يعني. بس القصد ان الشهاده معترف بها ده بالظبط، حتى بالكليه ما هو بيعمل اكريديشن على اي اساس؟ انت الجامعه بتاعتك بتخرج من جامعه، هم عندهم ليستات، الجامعه الفلانيه في مصر معترف بيها، الجامعه العلانيه في مصر مش معترف بيها، الجامعه الاكس في باكستان مش معترف بيها، الجامعه واي في الهند معترف بيها، وهكذا. فانت بتاخد منهم شهاده بتقول بيها، بتقول فيها ان الشهاده بتاعتي في هندسه الكتريكال انجينيرنج تعادل شهاده مثيلتها من الجامعات الانجليزيه مثلا، او الجامعات الفرنسيه مثلا، او جامعه القاهره معتمده. لا طبعا جامعه القاهره معتمده، جامعه اسكندريه معتمده، الجامعات الحكوميه في مصر كلها معتمده. بس انت محتاج شهاده، يكون معاك شهاده بالموضوع ده. والجامعات في الاردن اظن برضه معتمده. لا جامعه المنصوره، انا من المنصوره. الاخر بالامانه ما اعرفش. انتوا بتسالوني يا شباب، انا مش موسوعه في الكلام ده، انا بقول لك انت المفروض تعمل ايه، فانت هتحاول تدور على الكلام ده. ده شيء انت المفروض تعمله يعني. لو مش معتمده خلاص مش هتقدر تتكامل عندهم. لازم تعمل حاجه ثانيه، ممكن يطلب منك انت تعترف بالماجستير بتاعك. اسف، ممكن يطلب منك انك انت تبدا دراسه الماجستير من اول وجديد. ما حدش يشتم في الجامعه بتاعته يا شباب. ماشي نكمل. ده كده الحاجات اللي هي الاساسيه، يعني حاجات من ضمن الحاجات اللي انت محتاج تكون مجهز، لانه هينطلب منك. وفي جامعات على فكره كتير ممكن ما تطلبش منك، عارف بس ايه بقى؟ احمد تهامي مثلا موجود في جامعه اسمها جامعه اكس في اليابان، فجي لهم وعارف ان احمد تهامي راجل دون راجل محترم جدا في القسم وسمعته زي الطبل، والناس يعني بتشكر فيه وتعمل تمام. فروح لهم واحد هو راجل مثلا من خريج جامعه القاهره، فروح لهم ابلكيشن من جامعه اسكندريه، وراح يقول والله يا احمد احنا جايين لنا طالب مصر زي كده بس من جامعه اسكندريه، انت ايه رايك الجامعه دي كويسه ولا مش كويسه؟ ناخده ولا ما ناخدوش؟ فبيروحوا يسالوا مين؟ بيسالوا الراجل ده. الحاجه بقى المهمه يا شباب، ويعني لازم تكون واخد بالك منها كويس قوي، انك انت لما بتسافر بحب كده احد زملائنا، عشان انتوا فاكرين الموضوع يا جماعه يعني ضحك، بالامانه مش ضحك. في الاخر الناس بتتعامل مع بعضها بالثقه، يعني انا اثق في الانسان ده ولا ما اثقش فيه. الاكريديشن والابلكيشنز وكل الرسميات دي عشان اتاكد منك انك انت تنفع ولا ما تنفعش. هل لما اجيبك واصرف عليك فلوس هل الراجل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ هل لما يجي هيبقى حمل عليا ولا هيعمل المطلوب منه وازيد من المطلوب منه كمان؟ انتوا فاهمين يا شباب؟ يعني الموضوع في النهايه مش معقد زي ما انتم متخيلين. انا بقول لك الحاجات اللي ممكن تطلب منك وانت ممكن تعملها، وانت اول ما تخلص انت معاك شهاده ايدك، ليه اللي يخليك متاخر؟ ما انت الحاجات دي بتاخد لها مثلا ممكن شهر شهرين في انك انت تبعتها وهم يعملوا لك ريشن ويبعتوها لك تاني، وممكن ما تطلبش منك خالص، لكن في الاخر انت جاهز، انت معاك ورقك جاهز، وانس انك انت اتقبلت خلاص الموضوع انتهى. انتوا فاهمين يا شباب؟ في هنا يحضرني موقف ومحتاج ان انا المفهوم ده يوصلك، لازم المفهوم ده يكون في دماغك ومترسخ في دماغك بشكل غير طبيعي. المفهوم ده ايه؟ انك انت وانت مسافر، افترض مثلا احمد تهامي اللي مسافر، احمد تهامي اسمه سهل وقدامه على طول، فايه؟ ينفع معايا مثال. فاحمد تهامي سافر، واحمد تهامي اثبت كفاءه في الجامعه اللي هو راح فيها. الناس هناك شافت فيه ان هو انسان A1. ايه اللي يحصل؟ احمد في المكان اللي هو فيه دلوقتي لو هو مصري عمل سمعه لمصر غير طبيعيه، الطلاب المصريين دول هيبقوا سوبر، احنا متاكدين منهم. احمد ده من الاردن، الطلاب الاردنيين دول ايه؟ مفيش. العراقيين ايه؟ مفيش. فانت بتروح مش بتمثل نفسك، ده انت بتمثل وطنك بالكامل. ولو انت والسوريين
ما انا قلت المصريين في الاول. فانت بتعمل سمعه للناس، بتعمل سمعه لكل الناس اللي زيك. يعني لو انت عملت سمعه سيئه اللي يحصل كل الطلبه اللي هتيجي بعد منك من نفس البال ويقدموا في الجامعه دي هيقولوا لا احنا حصل معانا تجربه سيئه مع فلان الفلاني قبل كده ومش هنقدر نقبل الطلبه المصريين مره ثانيه. انت فاهمين يا شباب؟ يعني لازم تعرف انك انت سفير لبلدك في المكان اللي انت فيه، ولازم تعرف ان في كتير قبل غيرك. يعني انا اقدر اقول لك على سبيل المثال انه المنحه بتاعتي جت عن طريق واحد كان موجود هنا وكان سمعته اثم في الرياضيات، فقالوا بيقولوا احنا في طلبه زيك، قال لهم يا جماعه انا تخصصي مش رياضيات بس انا عندي ناس ممكن يشتغلوا في الرياضيات. ومن هنا ده كان المدخل بتاعي. عن طريق مين؟ عن طريق واحد تاني خالص. كل اللي هو عمله ان هو اصبح سفير للطلاب المصريين في الجامعه اللي هو موجود فيها. انا اقدر اقول لكم انه في جامعه من الجامعات مثلا زي جامعه ميرلاند في وقت من الاوقات كان فيها 30 واحد مثلا وكلهم من اسكندريه ومن القاهره. ليه؟ معروفين هناك. الطلبه دول بيجوا مبالغ يعني حاجه باليه موثوق فيهم. خلاص الموضوع منتهي. الموضوع مش جنسيات يا شباب ارجوكم، انا والله بضرب الامثله باللي بيجي في دماغي، لكن انا الموضوع بالجنسيات مش في دماغي خالص. موجود يمنيين، هتلاقي انت جيت هنا وهتلاقي فيه يمنيين وهتلاقي فيه باكستانيين وهتلاقي فيه هنود، انترناشونال ميكس. والامم المتحده بتبقى موجوده في كل جامعه هنا. فاللي عايز اقوله يا شباب في الاخر، وفي نرجسيون استاذ من اساتذتي في اثناء الدراسه كان هيجي لي وكان ارم. والله يا شباب انتوا اللي عايز اقوله في الاخر انه الموضوع ملوش دعوه بالجنسيه. ارجع تاني واقول الكريتيفيتي والسمارتنس ملهاش بلد. فاهمين يا شباب؟ فاللي عايز اقوله في الاخر انه ان انت تبقى رسول. اخر مثال اختم بيه النقطه دي عشان نكمل، انه احد الطلاب اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقهم وجوهم هنا بعد اول سمستر، بعد اول سمستر اللي ماسك البي اتش دي بروجرام قال له انت لو في طلبه مصريين تثق فيهم في مصر خليهم يبعتوا لنا احنا هنقبل. الكلام ده مش بقوله على اساس ان هو مصري، لا. الكلام ده يا شباب انا بقوله على اساس انه انت سفير، لو انت اكتسبت ثقه الناس اللي انت شغال معاهم هتخليهم يثقوا في ناس هم مش شايفينهمش. انتوا فاهمين يا شباب؟ الصلاه اللي بعد كده نيجي بقى للابلكيشن بروسيس. وفي سؤال مهم جدا يا شباب، هو انت ليه عايز تدرس بره؟ وارجوكم ما حدش يجاوب، ارجوكم بس يعني تسمعوا الموقف ده لانه حصل قدامي. زارنا في جامعه في زار مصر او زارنا بمعنى اصح استاذ كان من جامعه نيبالا. واتقابلنا معاه طبعا كلنا عاوزين نسافر بقى يعني ومتحمسين، وراجل بالنسبه لنا يعني كنز يعني نعرف منه نعمل ايه. يعني ما كانش في ايامها بقى الانترنت ولا في ايميلز بسهوله ولا الكلام ده كله يا جماعه، مش صعب، موضوع صعب. ما اعتقدش ان كان في لا في يوتيوب بقى ولا في جوجل ولا الكلام ده كله كده يعني. فجمعنا ورحنا له يا دكتور والله احنا عايزين نعرف يعني نعمل ايه، يعني نعمل ايه وكده. فقام سالنا السؤال اللي اول سؤال قدامك بالبونت العريض ده، واي دو يو ونت تو ستادي ابرود، انت عايز تدرس في الخارج. فواحد مننا تطوع وقال له انا عايز اطلع ادرس علشان اخدم الاسلام وارجع اخدم بلدي، وعمل خطبه طويله عريضه. فالدكتور اللي وقف قال له بس 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 بالراحه، مش هو ده السؤال، ده المضمون اللي انا عايز اساله، ده نيتك، الكلام ده نيتك، انت عاوز تعمل ايه؟ هتعمله ما تعملوش انا ما اعرفش، لكن السؤال انت عايز تدرس بره ليه؟ ممكن تجاوب عليه باكتر من صيغه ثانيه. واحد، انا عايز اطلع ادرس بره لانه لو انا طلعت كمهندس مش هعرف اشتغل بسهوله، لو انا معايا ماجستير ده رجلي ليا ان انا ادرس بره، بعد ما اخلص اقدر اشتغل. ودي حقيقه، في طلاب مصريين كتير جدا بييجوا ياخدوا هنا الماجستير ويخلص الماجستير وبيبقى قدامه سنه ان هو يقدر يشتغل، يقوم داخل نازل سوق العمل على طول. نفس الشيء هتلاقيه في فرنسا، ممكن تروح بره وتدرس. فالدراسه بالنسبه لك سكه ووسيله انك انت تثبت بيها ذاتك انك انت تصلح تشتغل في البلد اللي انت عايز تروح. ده سبب الناس متهيئه ان الموضوع غير كده، لكن الحقيقه ده سبب من الاسباب. انا اقدر اقول لك مثلا ان بلد زي اليابان الطلبه الماجستير اكتر بكتير جدا من الطلبه اللي بتروح
الدكتوراه. ليه؟ لانه الماجستير بالنسبه له اثبات ذات وسكه بالنسبه له ان هو يشتغل بيها بره. فاهمين يا شباب؟ ارجو ان السبب ده يكون واضح. ده اول سبب. السبب الثاني، انت عايز تطلع تشتغل وترجع مصر ثاني. على سبيل المثال انت راجل متعين في الجامعه معيد مثلا او مدرس مساعد وعاوز تطلع بره تاخد الدكتوراه وترجع ثاني تشتغل في مصر. طبعا لما انت تقول ان انت عايز تعمل ده عشان ترجع مصر، سكه ثانيه خالص غير اللي هقوله. ده رقم ثلاثه. رقم ثلاثه بقى، واحد عاوز يطلع يدرس بره عشان هو بيحب الريسيرش وعاوز يشتغل في ريسيرش انستتيوت بعد كده. معهد بحثي. راجل بتاع ريسيرش بس عاوز يبقى دكتور جامعه ومش في مصر، ده عاوز يبقى بره. الراجل واضح مع نفسه ومتسق مع نفسه. انا مش هينفع اني اكمل في مصر، انا عايز اطلع ادرس بره واكمل حياتي بره والموضوع انتهى على كده. بس عايز اعمل ايه؟ مش عايز اشتغل بقى في الصناعه ولا في التجاره ولا الكلام ده، انا عايز اشتغل في الجامعه. انا مكان الجامعه. واحد رابع بقى حلمه ان هو عاوز يطلع يشتغل بره علشان وهكذا في الجاي عشان يشتغل استاذ في الام اي تي او يشتغل استاذ في هارفارد او يشتغل استاذ في ستانفورد. والاحلام دي مش بعيده يا شباب. اللي غيرك بيعمله تقدر تعمله، وانس ان انت عندك العزيمه تقدر تعمله. طيب الفرق بينهم في ايه يا شباب؟ يعني الاجابه على السؤال ده مهم قوي كده ليه؟ لان هي بتحدد لك انت عايز ايه؟ يعني نرجع للطالب اللي هو عاوز يطلع ياخد الماجستير علشان يشتغل. هل الكواليتي بتاعت الماجستير ممكن تفرق كتير قوي يعني؟ لا. يعني انت مثلا لو انت عندك 6000 7000 جامعه، في جامعات بالاف هنا في امريكا. مش شرط تروح للجامعه رقم واحد في امريكا، ما انت ممكن تروح للجامعه 3000 في امريكا وتاخد الماجستير بتاعك وتطلع تشتغل في سوق العمل والموضوع انتهى. ينفع ولا ما ينفعش؟ بالذات لو انت بتدفع من جيبك، يعني لو انت اللي بتصرف على تعليمك. في الحاله دي خلاص وهتاخد ماجستير الموضوع انتهى على كده. فده شباب بيقول لك ايه؟ انا في الحاله دي باخد الماجستير بتاعي، مش محتاج ان انا اروح لجامعه طب في المجال بتاعي. نفس الشيء ينطبق على واحد مثلا عاوز ياخد الدكتوراه ويرجع تاني يفيد مصر، هو عاوز يشتغل في مصر، فانت مش محتاج برضه تاخد الجامعه الطب. هو جميل ان انت تروح الجامعه الطب، بس انت مش قادر تحققها. هتقف؟ لا. ممكن تاخد جامعه مثلا رقم 75، رقم 100، رقم 200 على مستوى امريكا وتنزل تشتغل، او تاخد جامعه في جامعه برضه متوسطه في هولندا، او في جامعه في بلجيكا، وات ايفر بقى البلد اللي انت عايز تروحها. فتاخد هتاخد الدراسه دي، تخلص الدكتوراه وترجع مصر. حتى البلد ذات نفسه مش هيفرق بالنسبه لك. ليه؟ لانك انت مش مخطط، مش دماغك مش متركز انك انت هتطلع تدرس مصر في بره مصر وتستقر بره، لان انت عايز ترجع تاني. وفي ناس كتير كده، فما يعني بالذات الناس اللي مرتبطه ببعثات، الناس اللي هم بيطلعوا بعثات في مصر او في الدول العربيه اكيد عندهم نظام بعثات برضه، هيخلص البعثه بتاعته ويرجع. فانت مش محتاج انك انت تروح تتعب نفسك او تجهد نفسك قوي في الطلبات اللي الجامعات الكبيره بتطلبها. تمام يا شباب؟ واضح؟ واضح اهميه السؤال ده في ايه؟ تمام؟ هقول الاسئله تاني ليه. طيب النقطه، الراجل بقى اللي عاوز يشتغل في جامعه محترمه، يعني هو راجل عايز يشتغل في الريسيرش، فانت عايز تشتغل في الريسيرش انستيتيوت. الريسيرش الجامعات في امريكا ممكن تكون جامعات، يا اما جامعات بحثيه فيها نظام بحثي محترم، فيها ريسيرش سيستم محترم، فيها برامج دكتوراه محترمه، وفي جامعات ثانيه بتبقى صغيره يا دوبك بتقدر تدي الماجستير بالقوه يعني بالعافيه. هي اهم الجامعه دي بتبقى زي جامعات خاصه مثلا، جامعه كل همها ان هي بتدي بتخدم الطلبه الاندر جراد، الباشلر ديجري في الانجنييرنج فروع معينه حتى في الانجنييرنج، فدي جامعات صغيره. لو انت عايز تشتغل في جامعه امريكيه لازم تقول برضه انا عايز اشتغل ايه؟ انا عايز اشتغل راجل مدرس جامعه ولا عايز اشتغل باحث؟ تفرق برضه. ليه؟ لانك انت عشان تشتغل في جامعه كويسه لازم تكون في جامعه اعلى منها. الطبيعي يا شباب انك انت لما بتخلص جامعه صعب انك انت تروح للجامعه اللي فوق منها. عادة لو انت يعني جامد تروح في جامعه في مستواها او سن اعلى. لكن غصب عنك بتروح دايما للاقل. فاهمين يا شباب؟ فانت لو انت عايز مثلا 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 يعني في جامعه اسمها اكس، جامعه مثلا زي الام اي تي، ما تقوليش ان انت هتروح تدرس مثلا في جامعه
في مثلا نورث ستيك في ميشيغان، جامعه كده صغننه في ميشيغان، وتقول لي انا هطلع من لورن ستيك او راح اشتغل في الام اي تي. استحال. لازم تعمل زي ما قلت لك لكل حاجه لها ثمن، والثمن ده بيبقى غالي على حسب الثمن. الثمن ده بيتناسب فرضيا مع اهميه الحاجه اللي انت بتعملها. فانت عايز تشتغل في الام اي تي، يا لازم تدرس في الام اي تي، يا لازم تدرس في ستانفورد، يا لازم تدرس حاجه في الحاجات الكبيره دي. الترتيبات الجامعات اللي ترتيبها كبيره على مستوى امريكا، ترتيبها العاشر 11 الى 20 اكبر كمان. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لها الفرصه، يعني مثلا في طلاب كتير جدا من مصر وعاملين جمعيه مصريه، جمعيه طلاب مصريين موجوده في الام اي تي، مش بعيده عنك يعني. الجامعه دي مش بعيده عنك، فانت ممكن تروح الجامعه، ما هيش صعبه يعني. فكل ما الجامعه كل ما الهدف بتاعك بعد التخرج يزيد ويعلى، كل ما الجامعه اللي انت عايز تدرس فيها لازم الرانك بتاعها يعلى، ترتيبها يعلى. تمام يا شباب؟ ده اللي انا عايز، ده المقصود بالجمله بتاعتي why do you want to study abroad؟ انت عايز تعمل ايه؟ هدفك ايه؟ فالهدف بتاعك كل ما بيعلى، كل ما الرانك بتاع الجامعه اللي انت عايزه بيعلى، كل ما الطلبات اللي بتطلب منك بيعلى. انت فاهمين يا شباب؟ اظن النقطه دي واضحه دلوقتي. انا عايز اخرج علشان اخد ماجستير وخلاص واشتغل بعد كده في البلد اللي انا رايح حاليا، ولا عايز اخد دكتوراه عشان ارجع مصر واخد في مصر، ولا عايز اخلص دكتوراه واقيم في البلد اللي انا فيه اللي انا رايحها دي، فانا رايح لبلد معينه، مش هروح مثلا ادور في بلجيكا وانا عايز اقعد في امريكا، مش هينفع يعني. فانت ده الهدف ايه؟ اول ان انا عايز اشتغل في جامعه ثانوا مستوى البحث محترم، فانا محتاج اروح لجامعه بحثيه محترمه برضو اعلى من اللي انا عايزه كمان. ترتيب الجامعه ده الكواليتي بتاعت الشغل بتاعك، يعني ما تقوليش مثلا انا واخد دكتوراه، حتى احنا عندنا في مصر هل الدكتوراه من اسوان تستوي مثلا؟ انا اسف في المثال يا شباب بس دي الحقيقه. هل لو انت واخد دكتوراه من اسوان زي ما تكون واخد دكتوراه مثلا من جامعه القاهره؟ ما حدش يسالني عن هدف مش هعرف اجاوب. احنا قلنا مش عايزين سياسه. ماشي يا شباب؟ النقطه اللي بعدها، النقطه اللي بعدها، والنقطه دي مهمه جدا 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 جدا. لاحظوا يا شباب، احنا عندنا شيء اللي بيتفرج على مسلسلات عربي كتير بالذات اللي هي التاريخيه القديمه، او بتقرا مثلا عن تاريخ عالم من العلماء الكبار، مثلا ابن خلدون او الامام الشافعي او ابن تيميه، فلما تبص تلاقي لك ايه؟ تتلمذ على يد فلان، يعني الاستاذ بتاعه كان فلان، ونفس ان انت عرفت الاستاذ بتاعه بيبدا المكانه بتاعت الطالب بتاعه طبيعي. انتوا فاهمين يا شباب؟ انا ما اعرفش الفرق بين الدكتور من القاهره واسكندريه، انتوا تعرفهم، لو الاثنين زي بعض خير وبركه. الامكانيات يا شباب بتفرق، الامكانيات بتفرق. انا مش معنى مش بقول جامعه اسوان علشان موجوده في اسوان، لا طبعا، ولا بقول جامعه القاهره عشان موجوده في امريكا في القاهره طبعا، لا طبعا، ولا بقول جامعه اسكندريه عشان موجوده في اسكندريه، ولا جامعه عين شمس عشان، لا طبعا، لانه الناس عين شمس فيها تخصصات كتير قوي وتخدم ناس كتير جدا، وفي تخصصات مش موجوده مثلا في كتير، تخصصات كتير مش هتعرف تلاقيها موجوده في اسوان، ممكن يكون المرشد بتاعك من اسكندريه او من القاهره او او او. فده اللي اقصده، مش اللي اقصده ان عشان من اسوان بقت وحشه، لا طبعا. المنصوره كده والله العظيم ما بتلاقي فوق قيمه المنصوره لحد دلوقتي، انا من المنصوره. نمرة تانية يا شباب، انا بس عايز يا جماعه يعني نظرتنا للامور نحاول نجربها شويه من السمعه، يعني ان احنا نقول اه والله ده عشان موجوده في القاهره تبقى جامعه القاهره حلوه يعني، او عشان مش عارف زي كلمه دكتور كده، انا عاوز ابقى دكتور عشان اسم دكتور حلو، دكتور فلان كده وينفش ريشه كده انا عايزك تسيب الكلام ده كله من دماغك، انا عايز تفكر ليه هو حلو؟ هو ايه اللي مخليه حلو؟ يعني جامعه القاهره كويسه مثلا ليه؟ ليه يعني؟ او جامعه اسكندريه كويسه ليه؟ ولو انا عايز اخد دكتور معايا مش في اسكندريه، باخد دكتور معايا ليه؟ انت بتدور على اسباب، ايه هي الاسباب؟
نرجع تاني يا شباب، ما تجرونيش للسياسه يا شباب، ارجع تاني نقطه بقى، تاني نقطه عشان بس احنا طولنا في النقطه الاولانيه. تاني نقطه، انت لازم تدور على المشرف بتاعك. يعني انت مثلا عاوز تدرس اقتصاد، خريج تجاره وعاوز تدرس اقتصاد وعاوز مشرف تبع، فانت بتدور على مشرف انت عاوز تعرف موضوع معين في الاقتصاد، الموضوع ده هو اللي انت عايزه. في طريقتين للبحث، اما ان انت تروح تدور على منحه وخلاص، اللي ده ما هتيجي تيجي بقى، يا اما ان انت بتروح تدور على المشرف اللي انت عايزه، انت راجل بتقرا ومداركك واسعه وعارف ان فلان الفلاني ده هو اللي انا عايزه. في هنا في امريكا انا اقدر اقول لك مثلا دي شغل ملاقي، يعني مثلا لو انت عايز تقدم مثلا تشتغل استاذ في هارفارد، من ضمن الطلبات ودي قليل جدا لما الاقيها، يفضل يكتب كده مين كان المشرف بتاعك؟ يعني عشان تشتغل مثلا في يو ام يونيفرستي اوف ميشيغان، او تشتغل انا بقول الاسماء الكبيره اللي ممكن ناس تكون تسمع عنها او ام اي تي او هارفارد او وات ايفر بقى، بيسالك سؤال مهم جدا، انت كنت المشرف بتاعك مين؟ قل لي من مشرفك اقول لك من انت. فعلمين كل ما المشرف بتاعك يكون كويس، كل وانت خرجت من تحت ايده والراجل ده وافق انك انت تقعد من تحت ايده، فانا متاكد ان انت كويس. مش كده بس، في دايره اسمها دايره انا مش فاكر المصطلح بتاعها بالانجليزي للامانه، لكن دايره بيسموها يعني دايره كده اللي هي العلماء اللي هم الناس الطب بقى. فانت لما بتخش تحت منهم هو يدخلك اوتوماتيك في الدايره دي. فبتبقى انت يعني عارف زي بالظبط، انا عاوز اخد الكورس رقم واحد ولا اثنين في الطياره، فانت لازم تكون قريب يعني. الناس دي بتجرك قدام، فانت ما بتضربش مشرف كويس هو بيرفعك معاه. تفهمين يا شباب؟ التوصيات بتاعته، الريكومنديشن ليترز بتاعته، اسمه ذات نفسه على البيت شيت بتاعته بتفرق معاك. زي ما قلت لكم بالظبط بالظبط، زي ما كنا بندرس العلماء العرب القدماء، هو نفس الكلام. ما في فرق والله يا شباب، ما في فرق. مدرسة العلم والاستاذ اللي بيدرس لك بيفرق معاك كتير جدا جدا جدا. فده ده شيء انا عايزك تكون حاطه في دماغك. النقطه الثالثه، ما تقبلش اي فرصه تجيلك وخلاص، يعني ما تروحش تقدم تقول مثلا ايه مقدم كده انا عايز اخرج من مصر وخلاص يا جماعه، لا انا عايز اخرج من مصر وخلاص، وتقوم مقدم في اي جامعه واول جامعه تقبلك تقوم رايح لها على طول، وتقعد بقى تتغرز غمار محترم ما تعرفش تخرج منه، وتقلع عن اليوم اللي انت خرجت وسبت فيه مصر. متفاهمين يا شباب؟ لازم تبقى، انا بتكلم بجد، مهم جدا. اوعى اوعى انت كده اللي كاتب درس وانتحار عنده الحق بشده، وحقيقي بشده على المصطلح ده اسمه انتحار فعلا. انك انت تقبل اي فرصه تجيلك وتطلع بدون ما تكون انت عارف انت طالع فين، دي بتبقى مشكله كبيره جدا جدا، بس ليها حل هنشوفه قدام. تفهمين يا شباب؟ تمام. النقطة الرابعة انك انت تبعت اماكن كتيرة. الطلبة هنا في امريكا مثلا بعد ما الطالب يخلص السنة العامة بتاعته بيقوم باعت لجامعات كتير، احنا بنروح مصر يقول لك التنسيق، حط الرغبة الاولانية، الرغبة انت بتعمل نفس الكلام بالظبط. هتروح تقوم باعت للجامعة اكس والجامعة واي والجامعة زي والجامعة اي والجامعة في، وتبقى انت بقى ايه، لو انت بقى كويس هبص لك يقول لك انا قبلك وانا قبلك وانا قبلك. دكتور امجد بيتكلم عن طالب في جامعه المنصوره جاي له لحد دلوقتي اظن وصل له ثلاثه اكسبتنسز في ثلاث جامعات، وكل واحده فيهم قد كده، وواحده منهم الجامعه اللي دكتور امجد نفسه مخلص منها. كل ما الورق بتاعك يكون قوي وتبعت لاكثر من جامعه بيجي لك بقى اكسبتنس من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده، انت اللي بتحط في الاخر رجل على رجل وبتقول انا هروح ده وما اروحش ده. والمنصوره اللي قاعد يشكك في المنصوره، ماشي يا شباب؟ الكلام دي نقطة مهمة جدا، ابعت لأكثر من جامعة، لا طلع بيبقى كله في سلة واحدة، مش ده المثل بتاعنا؟ ما تحطش كل أملك في حاجة واحدة وتركز عليها والموضوع منتهي، لأ. اختار أكثر من مكان وابعت في أكثر من مكان، بس بالمكان بالشروط اللي أنت عايزها. خلاص؟ الحاجة المهمة اللي بعد كده، أنت تطبق. أنت تطبق. يعني أنت ابعت الطلبات بتاعك.
انا معظم الجامعات، انا يعني معظم الجامعات قليل قوي لما الاقي ان في جامعات بتقبل طلبه على يناير. احنا عندنا هنا في امريكا مثلا في 2 سمسترز، لازم تبقى عارف انت بتدور عليه. لو انت عايز تروح بلجيكا لازم تروح على كامب بلجيكا لو عايز. وعلى فكره في عندنا في ايجيبت سكارز في موسوعه خطوات في تقريبا لكل بلد في دراسه خاصه بيها ملخصه الكلام ده كله. يا ريت حد يقول لي حط يا شباب اللينك بتاعها، هتخش هتلاقي في الدراسه العلميه شكلها ايه، الدراسه في انجلترا شكلها ايه، وهكذا. نرجع للكلام ده يا شباب، انا عايز اقول بقى ايه يعني. انا هضرب مثلا انا جوه امريكا عشان كده قلت لكم في الاول اعتذار، لانه انا مرتبط بالمكان اللي درست فيه. افترض مثلا انك انت عايز تقدم للدراسه في امريكا، معظم الجامعات هنا بتبدا الدراسه فيها في شهر سبتمبر، ده بدايه العام الدراسي، وتخلص شهر ديسمبر يبدا بعد كده ده اللي بيسموه الفورث سمستر، وتيجي بعد كده في السمستر بتاع الوينتر الورق بتاعك تاخد السمستر الثاني والاكاديميك يير بتاعك. انت بقى هتروح معظم الجامعات هنا بتقبل انك انت تبدا الدراسه عندها بدايه من سبتمبر. طب الطلبات بتاعتك المفروض تكون موجوده امتى؟ الطلبات بتاعتك لازم تكون موجوده عند الجامعه بتاعتك اللي انت عايز تروح في شهر واحد. يعني لو انت عايز تبعت لجامعه من الجامعات لازم تكون الطلب بتاعك رايح لهم، انا بتكلم على الجامعات الامريكيه. الطلب بتاعك يكون واصل لهم، الطلب بتاعك يكون واصل لهم ما يزيدش مثلا عن اخر يناير. طبعا كل جامعه لها الوقت بتاعها، فانت لازم تعرف الوقت ده. ايه بقى المشكله في كده؟ لانك لو حضرتك اتاخرت، عشان كده كنت بقول لك ايه، انت محتاج تجهز نفسك تعرف الجي ار اي بتاعك والكلام ده كله ليه؟ لانه انت وراك مواعيد لازم ملتزم بيها. افرض بقى حضرتك كنت جاي فقلت انا يا عم هاخر مش مشكله، انا هقدم فين؟ بالدراسه في شهر 9 انا هقدم في شهر 6. ما حدش هيبص للابلكيشن بتاعك. فاهمين يا شباب؟ انت محتاج انك انت تكون عارف اخر ميعاد المفروض تقدم فيه امتى، وعلى هذا الاساس تبعت الابلكيشن بتاعك. لو بعته غلط هتفرق معاك في سنه واكتر تاخير في دراستك. السنه دي من عمرك. كل سنه بتعدي معناها سنه واكتر من عمرك رايحين في الفاضي. انتوا فاهمين يا شباب؟ لا انت بتبعت كل سنه، هبعت في شهر 10 في شهر 11 في شهر 12. هم بيعملوا ايه؟ بيجمعوا كل الطلبات دي، وبيجي مثلا في شهر 2 بيبقى فيه لجنه بقى تمسك الورق ده كله وتبدا تمر عليه واحد واحد. الراجل ده ممكن ناخده بفلوس، الراجل ده ناخده بمنحه، الراجل ده ما ناخدوش خالص، الراجل ده رائع، الراجل ده اكسلنت، وهكذا. ويبداوا ياخدوا القرارات بتاعتهم مثلا نو ليتر دان شهر 3 او شهر 4، يجي لك بقى الهبول بتاعك في شهر مثلا 5، وتبدا بقى تجهز نفسك سواء كان هتاخد في لائحه قانونيه محتاج تخلصها، الفيزا، كل الكلام ده كله بياخد وقت. فهم بيحاولوا يديك الوقت ده عشان توصل لهم في اغسطس وتكون جاهز على الشهر فين؟ في سبتمبر. لو انت ما عرفتش انت تطبق الوقت بتاعك، صدقني بامانه هتضيع سنه واكتر من عمرك. انا كل خوفي على السنه دي. وعلشان كده لو تفتكر قلت لك ايه، انت محتاج تعرف التوفل والجي ار اي بتاعك ليه؟ علشان السنه دي ما تروحش منك، وبدل ما تقدم متاخر سنتين وثلاثه لا تقدم بدري عنها. واضح يا شباب؟ دي النقطة الرابعة. النقطة الأخيرة، اعرف كل تفاصيل البروجرام بتاعك قبل ما تروح. وده اللي كنت كان في ناس بتسأل من شوية، أنت راجل رايح تطبق على ماجستير على دكتوراه مثلا في جامعة يو اف ام، وهتدرس مثلا يعني إلكتريكال إنجينيرنج، فأنت عارف بقى الراجل بيقول لك أول ما هتخش هتاخد الكورس الواحد والكورس اثنين والكورس ثلاثة والكورس أربعة، وبعد ما تخلص الكورسات دي مثلا بعد سنة في امتحان، لو ما عدتش الامتحان ده مره هنديك مره ثانيه، والمره الثانيه لو ما عدتش خلاص انت بره البروجرام بتاعنا. يعني انا هديك مثال على نفسي، انا رحت جامعه ما كنتش واخد بالي من التفاصيل بتاعت البروجرام بتاعها، لقيتني مرتبط بامتحان يا اما اخده بعد شهرين من التحاق الجامعه، يا اما اخده في شهر فبراير. انا ملتحق بيهم في اغسطس، سبتمبر دخلت الجامعه لقيتهم بيقولوا انت عندك امتحان يا اما تاخده في اكتوبر يا اما تاخده في فبراير، ولو ما حبيتوش هنديك فرصه ثانيه في مش عارف باين خلال سنه ولا تناول نص سنه، لو ما عدتهاش مع السلامه. شوف بقى كميه الضغط اللي انت بتتحط تحت منه. والامتحان اللي انت هتاخده ده هتاخده ايه؟ شكل ايه الامتحان ده؟ ما انت لازم تكون عارف الامتحان ده. الكواليفاينج اكزام هتاخده امتى؟
كل الكلام التفاصيل دي يا شباب لازم تكون عارفها، حتى اسماء الكورسات. يعني على سبيل المثال احد الاخوات الفضليات، احد الاخوات اللي موجوده في احد الجامعات بره مخلصه اربع سنين دراسه، بتقول ده كلامها، مخلصه اربع سنين بكالوريوس واربع سنين ماجستير، وقاعده بتعمل الدكتوراه، بتقول اي ام فيلينج واي واي بهايند، بعيده جدا. نعم، ومشكلتها ان هي محتاجه تاخد حاجات كتير جدا. هي بتقول من ضمن نصيحتها، بتقول انا بطلب من كل الاخوه اللي هم الاخوه والاخوات اللي هيدرسهم، ان هم يحاولوا ياخدوا كورسات كتيره على كورسيرا في المجال اللي هم يروحوا اليه. ده احد، دي كانت احد نصيحه، وانا فاهم احييها النصيحه دي. وانا شباب، فانا اللي بقوله ايه تاني؟ وانت بتقدم لازم تكون عارف الديتيلز بتاع البي اتش دي او الماستر بروجرام بتاعك، لازم تكون عارفهم. محتاج تاخد كام كريدت اور، هتاخد امتحان شكلها ايه؟ الماستر بالمناسبه يا شباب، الماستر ديجري او الماجستير عندنا في مصر، في جامعات بتاخد منها الماجستير بمجرد انك تاخد كورساته بس. يعني كل الدكتوراه والماجستير عباره عن كورساته بس، خلاص الكورسات من هنا 36 ولا 32 كريدت اور، وتاخد تستلم شهاده الماجستير. السلام عليكم. ماشي، في برامج ماجستير لازم تعمل نقطه بحث، في برامج ماجستير ممكن تكون طلبه عملي، في برامج ماجستير ممكن تكون طلبه منك انك انت تتخلص بيبر مثلا وتنشرها. فانا عايز اقول انك انت لازم تكون عارف الجامعات مش زي بعضها، ما هيش اسطمبه واحده، القوانين فيها مختلفه من جامعه لجامعه ومن ولايه لولايه ومن بلد لبلد، لازم تكون ملم بالتفاصيل دي. تمام يا شباب، الاهم يعني تتمه الابلكيشن بروسيس دي. انا نفسي فعلا كل طالب منكم، كل واحد قاعد قدامي دلوقتي وبيسمعني، يكون متفاهم يعني ايه يعتمد على نفسه، يعني ايه يدور على المعلومه ويطلعها ويسال بنفسه، واحد واثنين وثلاثه. انا مش عايزك واحنا قاعدين نتكلم مع بعض دلوقتي تقوم حاطط السؤال ومنتظر ان واحد يجاوب لك عليه او يجيب لك اللينك بتاعه، لان انت عندك حاجه اسمها جوجل. خش على جوجل، حط اللي انت عايزه ويطلع لك لينك، تدور على في اللينك اللي هو اللينك اللي انت عايزه، لا الثاني الثالث الرابع، كميه المعلومات اللي هتطلع بيها غير طبيعيه. غير اهم من ده ومن ده، انك انت مجرد انت توصل للمعلومه بحد ذاته بيديك ثقه في نفسك. انتوا فاهمين يا شباب؟ انت محتاج الثقه دي، انت محتاج تبني الثقه دي يا شباب. تمام يا شباب؟ طول وشكل القعده طولت، انا اسف. الساعه دلوقتي داخله بقى لنا ساعه الا ثلث، وشكلها توصل لثلاث ساعات. لحد دلوقتي الرقم بتاع ثلاث ساعات ما بيه. ارجو ان انتم تكونوا مستفيدين يا شباب، ويعني انا اسف على الاطاله، بس يعني كل سلايد من دول وكل واحده من دول يعني وراها 20 راي ب 20 اسم ب 20 قصه، كل واحد فيهم بيقول حاجه مختلفه عن الثاني، كل واحد تجربته في الحياه والدكتوراه مختلف عن الثاني. تماما. ال تمشي نيد تو نو كونسيدر، يعني لازم الكلام ده يكون، لازم تكون حاول تعرفه، ربنا يوفقك ان شاء الله كده. وعاوز تروح مثلا انجلترا، لازم تعرف الليفنج ستاندرد هناك شكله ايه. حاجه من الحاجات اللي لازم تكون عارفها اللي هي الانشورنس، التامين الصحي. يعني انت مش هتروح ولما تتعب ما تعرفش كنت هتروح لدكتور، مش هتعرف تروح لدكتور. احنا هنا في امريكا مثلا ما نقدرش نمشي بدون هيلث انشورنس، لازم يكون معاك هيلث انشورنس. لو معكش تامين صحي ما بتعرفش تروح دكاتره، هتروح وكل حاجه، لكن الثمن بيبقى اضعاف مضاعفه. يعني عشان زياره مثلا توصل لك الدفع في الاخر 130 دولار او 140 دولار لو معكش هيلث انشورنس. فانت محتاج انك انت تكون معاك فكره عن ازاي الهيلث كير سيستم بتاعهم شكله ايه، محتاج ايه. تفهمين يا شباب؟ ده مهم جدا. النقطه الثالثه، كان يو ورك اوت سايد سكول. ولما اقول سكول هنا اقصد بيها جامعه، اقصد بيها معهد، اقصد بيها، هل انت تقدر تشتغل بره الجامعه ولا لا؟ يعني افترض انك انت طلعت فرصه من الفرص، لا شغل عادي. ودي ليها، هيكون لها ميزه هقول لكم على قصه ليها ان شاء الله في الوسط كده. هل انت ليك، يعني على سبيل المثال هنا في امريكا مش مسموح لك تشتغل بره الجامعه، ليك 20 ساعه تشتغلهم جوه الجامعه بس، تاخد تصريح انك انت تشتغل 20 ساعه جوه الجامعه. من ال 20 ساعه دي ممكن تكون بتدرس، ممكن تشتغل في مكتبه، ممكن تشتغل في معمل كمبيوتر مثلا تاخد بالك منه، ممكن تشتغل مثلا في اي
شغلانه بقى جوه الجامعه، اي حاجه اي شيء هم محتاجينه وانت محتاجه، انت محتاج الفلوس هتشتغل، ده محتاج انك انت تكون جوه الجامعه بس، بره الجامعه مفيش لك فرصه انك انت تشتغل. بلد مثلا زي اليابان انت مسموح لك انك انت تشتغل بره الجامعه عادي، تشتغل في اي مجال، جات لك فرصه انك انت تشتغل في توشيبا تشتغل في توشيبا، محدش يقول لك لا. بلد مثلا زي استراليا نفس الشيء وهكذا. فظروف بلد زي المانيا لازم تقعد فتره معينه عشان تقدر تشتغل، الموضوع مش سهل. فاللي عايز اقول لك على في الاخر انه انك انت تشتغل بره الجامعه في الدرجه الماديه، افرض ان انت مش واخد سكولار شيب كامله، مفيش منحه كامله، فانت بتصرف على نفسك، هتشتغل هتجيب منين فلوس؟ انك انت تقدر تغطي نصف التكاليف بس هتعمل ايه؟ فانت الكلام ده كله بتكون محتاج انك انت تشتغل بره. الشغل ده محتاج هل له تصريح، هل محتاج له تصريح عمل ولا لا؟ لازم تكون عارف ده. بدون تصريح عمل مش هتشتغل. خلاص؟ النقطة الرابعة هو اللي بيصعب شوية. الأقليات. وقع الأقليات إيه؟ يعني مثلا ما يكونش في بلد عارف إن هم بيطلعوا عيوب الأقليات فيها أو أقلية معينة لها باك جراوند معين أو خلفية معينة وبيطلعوا عيوبهم وتقول أنا هروح أشتغل أدرس عندهم. وأنت الأقلية دي فهتطلع عينك، فأنت لازم تبقى عارف هو شكله إيه؟ هل في مثلا مشاكل سياسية بين مصر وبينهم أو بين الأردن وبينهم أو بين اليمن وبينهم؟ لازم الكلام ده كله يكون في دماغك، الوضع السياسي بيأثر على الكلام ده، على الدراسة بتاعتك دي. أنت فاهمين يا شباب؟ الحاجة الرابعة، بالنسبة للموضوع كان يو ورك أوت سايد سكول، أنت ليه محتاجه؟ لأنه افترض أنك أنت مسافر أنت وزوجتك، وزوجتك اللي بتدرس، هتقعد في البيت؟ محتاج تشتغل، مش هتقعد أنت في البيت. فأنت محتاج تدور هل ينفع أنك أنت تشتغل ما ينفعش؟ وازاي تقدر تجيب التصريح ده؟ الحاجات دي لازم يا شباب كان ده كله يدور في دماغك، لازم تكون عارفه. هل اسرتي ممكن تيجي معايا ولا لا؟ يعني هل انا اخدت الفيزا بتاعتي عشان اسافر اسبانيا؟ هل اقدر اطلع فيزا لزوجتي ان هم واولادي ان هم يجوا معايا ولا لا؟ طيب سؤال ثاني، هو في اماكن كتير، معظم اللي اعرفهم بيبقى موضوع سهل مش صعب، الصعوبه بتبقى في ان هو مثلا يعني يكون في مشكله في الورق، لكن كحق ان انت تطلع حاجه زي كده ممكن تحصل قاعده مش مشاكل. الحاجه اللي بعد كده تعليم الاولاد، هل سهل صعب؟ هل المدارس خاصه؟ هل المدارس بابليك؟ بيدرسوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ الكلام ده كله لازم تكون عارفه. بس لو انت متزوج، لو انت لوحدك خلاص الكلام ده كله مش فارق بالنسبه لك في حاجه يعني. حاجه الامر الاخيره اللي انت تكون محتاج انك تكون فاهمها كويس، بيبقى في الجامعات، كل الجامعات او المدن اللي انت هتروحها بيبقى في روابط للطلبه المصريين، الطلبه الاقباط، الطلبه المسلمين، المصريين، واتيفر العرب. لو انت عملت كونتاكت الناس دي بتبقى موجوده عشان الموضوع ده، علشان يساعدهم الناس في بداياتهم. انت عايز تسافر مثلا انت وزوجتك، طب مين اللي هيستقبلك في المطار؟ طب مين اللي هيقابلك من المطار للبيت؟ طب انت هتعرف ازاي تجيب البيت؟ كل الكلام ده مين بيساعدك فيه؟ الروابط. الاستاذه يارا الكلام بتاعك ممكن يطلع لها زي ما قلت لها على حسب البلد. ولو زوجها اللي بتشتغل، لو بتشتغل، لو الزوج ما عرفش ياخد تصريح عمل بتبقى مشكله، ما فيش فيه حاجه، يقعد في البيت هيعمل ايه؟ ما فيش فيه حاجه. زي ما عشان كده بقول ايه؟ ده ممكن يكون عامل في اختيارك انت تروح تدرس فين؟ يعني على سبيل المثال نفترض ان اثنين متزوجين وواحد فيهم يقول للثاني انا مش هسافر الا لما اكون اقدر اشتغل، انا مش هروح اقعد في البيت. فانت لو جيت هنا امريكا هيبقى الموضوع صعب، لو رحت استراليا الموضوع هيبقى سهل، خلاص اروح استراليا. فانا عايز اقوله ان الكلام ده لازم يكون ايه؟ تكون عارفه، الوضع الحاجات دي كلها لازم تكون معروفه يا شباب. تمام؟ نكمل يا شباب. اللي بعد كده زي ما قلت لك انا، فانت ممكن تدور على في المدينه دي او في الجامعه دي يقول لك في روابط مثلا الطلبه المصريين، تقوم انت رايح تكلمهم يا جماعه والله انا اسمي الفلاني كذا وعايز اسكن عندكم هل فين؟ كده يعني. الحاجه الاخيره الريليجيوس براكتس، يعني انت مثلا مسلم عاوز تصلي في مسجد مثلا، هل في مساجد موجوده في المنطقه ولا لا؟ ممكن يكون وجود المسجد بالنسبه لك اهم من الجامعه ذات نفسها، انت هتروح ولا مش هتروح؟ هل في مسجد في منطقه ولا ما فيش؟ يعني على سبيل المثال انا من حوالي
من فترة كنت رحت مؤتمر في تكساس في جامعة هناك في مدينة من المدن، وما لقيتش مسجد هناك بيصلوا فين فوق وتقعد صغنونة كده، وتعبت لحد ما لقيتها. ففي ناس ممكن تروح جامعة من الجامعات بالمنظر ده. فانت بالنسبة لك هل الجاي المسجد مهم جدا؟ فانت من ضمن شروطك انك انت لما تروح جامعة من الجامعات يكون في مسجد قريب منها ولا لا؟ نفس الشيء بالنسبة للأخوة الأطباء، ممكن يكون مرتبط هو بكنيسة بتصلي بشكل معين، أو هو مثلا أرثوذكس عاوز يصلي في كنيسة أرثوذكس، هل في كنيسة أرثوذكس موجودة في مكان مش موجود؟ أو هو كاثوليك أو هو. فالأصول في الآخر إن أنت ممكن يكون الريليجيوس باكس بتاعك ممكن يكون له عامل في الموضوع. فاهمين يا شباب ولا الموضوع صعب؟ ما قلتش ان في مشكله، ممكن تكون الزوجه الزوجه عندها ولدين او ثلاثه وبتقبل، ده بالعكس ده هيكون حملها اكتر زي ما هوضح كمان شويه، ما تستعجلوش يا شباب. الموضوع في الاخر ده راي مشترك بين الزوج وزوجته، هل هي تشتغل ما تشتغلش حاجه بتفرق بينهم، ولو اتفقوا على شيء زي ينفذوه، هل الظروف اللي في موجوده في البلد القانونيه تخليهم ينفذوا حاجه زي كده ولا لا؟ واضح يا شباب؟ كل ده مش دوشه يا دكتور خالد؟ لا اله الا الله. المحاضرة ممكن تخلص في خلال ساعة كمان يا أستاذ أحمد. أنا بعتذر للإطالة. السلايد اللي بعد كده. إيه اللي أنت محتاج تعرفه بعد ما تجي لك الأكسبتنس ده يا شباب؟ أنت يعني ربنا وفقك ورحت بعتت وجات لك الفرصة ومحتاج بقى تعرف. واحد طبعا انا زودت من شويه اللانجوج، محتاج انك انت تدرس. ممكن تعمل ايه؟ في مراكز الثقافيه اللي موجوده في مصر، يعني انت عندك مركز الثقافه الانجليزي ومركز الثقافه الامريكي وفي الاسباني وفي الفرنسي وفي الروسي، في مراكز ثقافيه كتير جدا في مصر، انت ممكن تروح تاخد قرارات عندهم. اللي في الاولاني الاميديست، وتقدر بقى يعني تقول في الاخر انك انت عندك اكتر من مكان ويقدر يستوعبك، حتى في كمان مركز ثقافي بتروان ياباني. كل ده موجود. تروح يا جماعه والله انا عايز اخش، عايز اعرف المنطقه فين. تقول مثلا انك انت اكتشفت ان انت هتروح جامعه في تكساس، تروح المركز الامريكي الثقافي الامريكي، والله يا جماعه انا عايز كتاب عن تكساس، عاوز اعرف المحايا ازاي شكلها، هتساعدك هناك بتاع السهوله، مفيش اي مشاكل. تقرا عن الموضوع عن تكساس في الـ على الانترنت، تشوف المدينه اللي انت هتروحها، انت عندك بجوجل مابس بس هتعرف انت ساكن فين كمان، وشكل البيت بتاعك اللي انت هتسكن فيه، كل شيء ممكن تجيبه بشويه كليكس كده على الانترنت. الحاجه الثالثه اللي قلتها من شويه، know your rights and your responsibilities. انت محتاج الجوانب الماليه لو في حد مستعجل يا ريت يبقى بعد كده. طيب الحاجه اللي التقدير الكلية طبعا له دور، انا قلت من شويه في اول حاجه قلت يا شباب انه محتاج يكون تقديرك يكون كويس، انا ما قلتش انت تبقى الاول وما ينفعش، بس برضه ما ينفعش يكون الاخير. تقديرك معقول جيد جدا مثلا ب 78 79% 80% 82% امتياز وتقدر، لكن ما تروحش تقول مثلا انا هجيب مقبول واروح ادرس في جامعه، صعب. جيد ممكن بس تبقى صعبه برضه، اللي عايز كل ما الدرجه بتاعتك تعلى كل ما انت بتسهل على نفسك، بس ده اللي اقدر اقوله. كل ما درجتك بتزيد كل ما انت بتسهل على نفسك. تمام يا شباب؟ وافتكر ان في معادله الدرجات هنا في امريكا مثلا بتبقى من فوق برينتو، ففي نظام للتحويل. وبرده الاخوه المشكورين في الايجيبت سكولرز عاملين ورق بيقول ازاي اقدر احسب الدرجه بتاعتي بالمكافئ. يعني لو انا مثلا جايب جيد جدا ب 83%، طب اسف امتياز ب 83%، يديني كافئ كام من فوق برينتو؟ ففي لها حسبه. الحسبه دي مش انك انت بتاخد النسبه المئويه كده على طول، لا. ليها حسبه بالكريدت اورز بتاعتك وبالدرجات بتاعتك وكم ساعه بتاخدهم في الاسبوع، الكلام ده كله له جدول كده. والاخوه مشكورين في زي ما قلت انا من شويه في ايجيبت سكولرز عاملين الموضوع، يعني حاطين كذا بوست وكانوا بيتكلموا فيه على الموضوع. نو يور رايتس اند يور ريسبونسبيلتيز، جزء من الرايتس انت تقدر تشتغل ولا ما تشتغلش، الكلام ده كله. الريسبونسبيلتيز ده ايه اللي ما تقدرش تعمله؟ ايه الحاجات اللي انت ما تقدرش تعملها؟ لازم تبقى كويس قوي قبل ما تروح برضه. تمام يا شباب؟ لا انت بتبص على الجامعه بس، يعني الكليه بتاعتك درجتك فيها ايه وخلاص يعني. الجزء اللي بعد كده، كل الورق بتاعك قبل ما تسافر، كل اوراقك، يعني انت متزوج مثلا شهاده الزواج بتاعتك،
ترون شهاده الميلاد بتاعتك، الشهادات بتاعتك زي ما قلت لك من شويه، اي ورقه تحس ان هي مهمه بالنسبه لك الورقه دي لازم تترجمها بلغه البلد اللي انت رايحها عشان الموضوع يبقى سهل. وفي عندنا في توثيق، يعني انت في ترجمه وفي توثيق اظن تبع وزاره العدل حاجه. الكلام ده كله يا شباب موجود، يعني انت مجرد بس ان انت تحاول تترجم كل الورق بتاعك، ده المطلوب منك. ما تروحش ورقك كله بالعربي، فطلب منك حاجه مش موجوده معاك، هتعمل ايه ساعتها؟ تقعد بقى تراسل الناس اللي في مصر، طب انا عاوز اعمل وكيل، طب هيمضي لي ازاي؟ الكلام ده كله لازم تحطه في اعتبارك. الخارجيه تمام، وزاره الخارجيه مظبوط. بعد كده الدرايفنج لايسنس بتاعتك، حاول تاخد الانترناشونال درايفنج لايسنس. في انا اظن في نادي موجود عندنا في مصر، تروح هو تقدر تعمل الموضوع ده، وفي نفس الشيء موجود في كل الدول العربيه. ليه بقى؟ لانك اول ما توصل هنا عشان تسافر انك انت مثلا ربنا موفقك وعندك تقدر تشتغل عربيه، بتقدر تسوق من تاني يوم، بس الرخصه بتاعتك مش موجوده، هتعمل ايه؟ فانت لو معاك حاجه زي كده هتوفر على نفسك كتير جدا. تمام يا شباب، والله العظيم يعني انا السلايد بتاعت تقريبا 25 سلايد او حاجه زي كده، فانا فعلا والله انا يعني انا اسف جدا وبشر، بس اسئله تمام. لو انت اخر الحاجه اللي بعد كده ما تقولش ان انت تاخد كل حاجه وانت ماشي، يعني ما تروحش انت مثلا مسافر تقول هروح اشتري كذا بلطو، كل الحاجات الاحتياجات اللي انت عايزها للبيت ارخص في بره، يعني ما تقولش ان انت هتاخد حاجه معاك وانت ماشي. انت يعني كل الحاجات الاساسيه بالنسبه لك. الكتب، يعني ما تشيلش كل الكتب اللي انت موجوده عندك في البيت وتقول انا هاخدها وانا مسافر، الكلام ده كله مش محتاجه. تمام كده؟ نفس الشيء لو انت متزوج زي ما قلت لك من شويه، لا لازم الزوجه تكون عارفه ايه الرايتس بتاعتها وايه الريسبونسبيلتي بتاعتها. تمام؟ محتاج انك انت تخطط ان انت توصل بدري، لما كل ما توصل بدري كل ما تتعود على النظام في البلد بدري، كل ما تكون مستريح وتبدا معركتك الاساسيه اللي هي الريسيرش او الدراسه وانت مستريح، ده المطلوب. يعني على سبيل المثال اقدر اقول لك مثلا انك انت اول ما توصل امريكا هتبص لك بتنام بالنهار وبتقوم بالليل. ليه؟ عشان الجيت لاج. التغيير في الوقت هيأثر عليك. لو رحت الصين مثلا او اليابان نفس الشيء، فعما تتاقلم وتاخد على الجو الجديد ومعاد السعر البيولوجيه بتاعتك تتصلح وتتظبط، هتاخد لك مثلا بتاع اسبوع ولا حاجه مثلا، عشان تعرف هتشتري منين اكلك وتشتري منين شربك وتروح وتيجي والبيت بتاعك هيكون فين والكلام ده كله، محتاج تكون موجود بدري شويه. تمام يا شباب؟ انا مش عارف والله الاخوه في علماء مصر لو يقدروا يشوفوا نقدر نكمل او ما نكملش، انا مش عايز اضغط على الشباب. لو هم عايزين جزء تاني والله ما في اي شيء يا شباب. طيب ماشي، بس ما حدش يلعب في ضميري بقى ويقعد يقول احنا وصلنا للفجر والكلام ده هيتعبنا، فما تلعبوش في ضميري. ابو لو هكمل ما حدش يلعب في ضميري. حاجات بقى تتوقعها وده انت متاكد منه، مش محتاج ان انت يعني مش محتاج حد يحكي لك، يعني يو ورك هارد، هتشتغل وهيطلع عينك في الشغل، ما فيش فيدي فصام. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا، نظرتك للحياه هتتغير تماما، تفكيرك هيتغير تماما، نظرتك للامور هيتغير تماما، حكمك على الافراد والاشخاص وازاي تتعامل مع الناس، حاجات كتير جدا هتتغير بسبب السفر ده. السفر فعلا بيفرق معاك، مش الدراسه بس، السفر ذات نفسه. الدراسه ذات نفسها بتغير حاجات كتير جواك، بتغير طريقه تفكيرك، ازاي بتنظر للامور، كل حاجه تقريبا بتشقلب جواك. انا مش عايز اقول يا شباب انه ممكن القلبان اللي هيحصل في حياتك ممكن يكون نيجاتيف. يعني في ناس جت هنا ولسبب او لاخر نظرتها للامور اتقلبت بقت 180 غلط، 180 درجه غلط. فعلا الفوائد كتير، بس ممكن تضر في نفسه، يعني ما تعرفش. وفي ناس العكس بيحصل لها، يعني مثلا اخ مسيحي ممكن يكون مسافر
ويوصلوا بعد شويه يقول لك والله ايه الهبل ده، احنا مش الناس دي ماشيه مش عارف ايه، ويبدا يقترب اكتر من الفهم الديني المسيحي. واحد تاني يقول لك لا 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 لا، الناس هنا عايشه براحتها ومفيش اي بالنسبه لي مشاكل لا دين ولا بتاع يا عم، ويخش في سكه الالحاد. الكلام ده مش على مسلم بس ولا على مسيحي بس، ده على كل الاديان يا شباب. كل الاديان، كل الاعراق، كلهم بيخوضوا نفس التجربه. في ناس بتثبت وفي ناس بتتغير، وفي ناس بتروح ناحيه اليمين قوي، وفي ناس بتروح ناحيه الشمال قوي، وفي ناس بتروح للوسط. فانا عايز اقوله في الاخر ان انت تجربتك هتغير كتير جوا، ده شيء توقعه ده اكيد، ده اكيد. هي تجربه، وتجربه يعني كبيره جدا، ده اللي اقدر اقوله. تجربه فعلا اكستريملي اكستريملي لارج هيوج. اللي بقى كده يا شباب، الـ هتكتسب خبرات جديده اكيد، سواء كان في التعامل مع الناس، سواء كان في الدراسه، سواء كان في العمل، كتير جدا هتفرق مع. هتحس لما تقعد بعد تخلص دراستك وتفكر في نفسك، لو انت مثلا نفترض ان انت بدات الدراسه في 2014 وخلصت في 2018، ونتخيل ان احنا سافرنا ل 2018 بعد ما خلصت التخرج بتاعك، هتبدا تبص لورا 2011 و2010 و2013 تقول ياه انا كنت ايه وبقيت ايه. هتفرق معاك جدا. لو محتاجين بريك يا شباب مفيش مشكله. اللي بيقول محاضرة الفجر انا حاسس ان هو بينام. انا قلت محدش يلعب في ضمير يا شباب. تمام. انا مش هبص على التعليقات بعد كده. الحاجه اللي بعد كده كده هتعتمد على نفسك، ده اكيد طبعا. انا بقول الكلام ده كله، ده شيء توقعه يعني. تبني مهارات جواك، وهتقدر قدراتك هتتغير تماما. كل الكلام ده توقعه، ده اكيد. ولو ما حصلش يبقى انت عامل حاجه غلط اكيد، وبقى انت ما اتعلمتش لو انت ما حصلكش الكلام ده. هيبقى عندك ريسيرش ريسورسز كتيره جدا، تاكد ان اي حاجه انت هتطلبها هتلاقيها موجوده، هتعرف توصل لها. يعني ممكن مثلا انت محتاج بيبر مثلا من الخمسينات، تروح تدور في الكليه مش لاقي، تدور في اللايبرري بتاع الجامعه مش لاقي. ممكن تقول لهم يا جماعه في الجامعه والله انا عايز المرجع الفلاني المنشور في الحته الفلانيه، مؤلفه فلان الفلاني، اسبوع هتلاقي المرجع ده موجود عندك. اللي عايز اقوله على حسب الدراسه. طب انا قلت خلينا يا شباب نركز، وهحاول اجاوب في الاسئله في الاخر، على الاقل حتى الناس اللي عايزه تمشي تمشي، تقدر ما تمشيش بعد. الحاجه الثانيه انك انت هتتعب في الاول، فتوقع ده، والطبيعي ان انت هتتعب في الاول، سواء كان تعب في الدراسه، سواء كان تعب في الحياه، سواء كان تعب في اللغه، كل الكلام توقعه في الاول. تمام؟ الحاجه اللي بعد كده انك انت اي حاجه انت عاوزها وهتشتغلها هتوصل لك، ده اكيد. يعني انا بكرر في الموضوع، اي حاجه انت عايزها هتوصل لها ما دام بتشتغل لها باخلاص، هتوصل لها. الحاجه اللي يعني كده انك انت ما تتوقعش ان انت خلاص عشان جات لك الفرصه انك انت تسافر وبقى معاك قبول مثلا في جامعه الام اي تي يبقى انت وصلت للي انت عايزه، لا، دي بس مجرد البدايه. تمام. الحاجه الاخيره، لو انت ان اول شهرين يعني يكون معاك كاش فايت شويه، لان انت ممكن تكون محتاج تشتري عربيه، محتاج تجهز بيتك، الكلام ده كله، فانت محتاج في الاول يكون معاك شويه كاش يعني. حتى لو كان في ايه، لو كانت المنحه بتديك مرتب كويس والكلام ده كله، لازم في الاول هيكون محتاج شويه كاش في ايدك. كام دي بقى تعتمد على ظروف البلد، زي ما قلت لك دي محتاجه دراسه منك قبل ما تبقى. دي سلايد سريعه. خلاص نروح بقى يا جماعه لبدايه الموضوع، الشغل الجد بقى. يعني زي ما قلت في الاول اللانجوج، انت هتقع في مشاكل كتير بسبب، انا بركز عليه ليه؟ لانك هتقع في مشاكل كتير جدا بسبب عدم وجود اللغه. يعني ما انا بعيد وازيد فيها علشان تكون متاكد من الموضوع، الناس اللي تعب بسبب اللغه غير طبيعيه. بس في حاجه زياده بقى دلوقتي نقدر نقولها، ايه هي؟ انك انت افترض مثلا انك انت بتتكلم انجليزي بس، ورحت مثلا اسباني وناس بيتكلموا اسباني، فانت مش عارف تتكلم اسباني، هتعمل ايه؟ في مراكز تعليم لغه موجوده هناك، فانت ممكن تدور على مركز قريب من المكان اللي انت عايش فيه وتروح تتعلم هناك اسباني. انتهى الموضوع. بتاخد لها تقديمها عشان تتعلم، اللي انا سمعته من بعض الناس ممكن تاخد لها من لحد 6 شهور عشان يبقى عندك قدره انك انت
تكوميونيكيت مع الناس بدون مشاكل، تمام؟ وعشان تكون حاسس بالاحساس باهميه اللغه، تخيل انك انت راجل ما بتتكلمش غير عربي وبتشوف سياح زي ما عندنا بيحصل في مصر، وتلاقي راجل بيكلمك بانجليزي ومش فاهم، فتلاقيه بيضحك لك وخايف وحالته حاله على بال ربنا، وانت عمال تضحك يا عم اتكلم عربي يا عم انت مش عارف تتكلم كمان. اهو ده الكلام ده اللي انت بتعمله بط بط في مصر يطلع على جتتك ويز ويز في اسبانيا وفي ايطاليا. فانا عايز اقول تاني انه اللغه بتكون عامل غير طبيعي في انها يا اما تخليك توصل لمرتبه بسرعه ان المجتمع هناك يتقبلك، يا اما توصل لدرجه انك انت تتعب هناك. فانا لو في نصيحه، تعلم اللغه كويس قبل ما تسافر. طبعا نظام الحياه مختلف تماما. النقطه اللي جايه مهمه، رقم 3، ما تحاولش انك انت تحكم مع الامور ويبقى عندك انطباع اولي من اول ما تنزل. يعني مش كل حاجه تشوفها تقول والله الله الناس دول امناء جدا، الناس دول مش عارف ايه، البلد دي نظيفه اللي بيغسلوا الصابون. ما تاخدش انطباعات، ما تحكمش على اي شيء من الانطباع الاول. انت نفسك فتره طويله انك انت تفكر وتجمع، وزي ما انا كاتب مثال بسيط جدا، خليك زي البطاريه بتاخد وقت طويل جدا عشان تشحن، وبعدين تبدا تفكر تبدا تفرق. التفريغ ده هو القرار بتاعتك. خد وقتك وادرس المجتمع كويس قبل ما تبدا تقول اه والله المجتمع ده كذا، فيه مشكله كذا وفيه مشكله كذا. ما تحكمش على الامور بسرعه. النقطه اللي بعد كده، يبقى في الاول عندك كالتشر شوك. يعني على سبيل المثال، الناس اللي بتصوم في رمضان ويبص يلاقي ماشي كده، افترض مثلا ان حظه السيء ان رمضان كان في شهر 9 وينزل، او مثلا ان رمضان هيبقى في شهر 7 او شهر 6 الايام الجايه، والراجل مسافر في شهر 6 فيروح هو صايم وطالع عينه والناس جنب منه بتعزم عليه بالاكل. انت بيعمل ايه ده؟ مثلا تلاقي تخش محل عام تلاقي في حاجات بتحصل قدامك مش طبيعيه، تلاقي مثلا خمور قدامك بتتباع، الحاجات دي كلها شباب لبسهم مثلا بيلبسوا بشكل معين خارج حدود توقعاتك. الناس مثلا مش متعوده ان تشوف الستات بتسوق، تلاقي الستات بتشوف كل حته، فانت هيحصل لك صدمه في الاول كده مش مستوعب ايه اللي بيحصل. محتاج انك انت بعد ما تبدا تشوف الكلام ده، زي ما الاخت من الاخوات قالت، ستوب كومبلينج. انا دافت. كل واحد لكم دينكم ولا دين، انت ليك طريقتك في التعامل وانا ليا طريقتي. اقبل الانسان اللي قدامك على ما هو عليه وتعامل على هذا اساس، ما تطلبش منه ولا تغير. لانه هو انت مش هتقدر تغيره، ولا هو يقدر يغيرك برضه، انت ليك حقوق، ليك شخصيتك وليك عاداتك وليك تقاليدك وليك دينك. انت ليه انت كلك على بعضك كده، وما فيش حد يقدر يقول من يوم لبكره انا اغيره. نفس الشيء برضه، ما تطلبش من غيرك ان هو يتغير وبمنتهى السهوله. فانت محتاج انك انت تتأدبت على الموضوع ده. والله انت مش عاجبك الناس اللي مش لابسه كويس، ما تبصش. هتاخد بقى لازم الموضوع ده يعني يكون له وقفه. ما تخليش الموضوع ده يلهيك عن اهم شيء، انك انت رايح تتعلم. فانت يو هاف تو ستوب كومبليننج اند يو هاف تو ستارت ادابتنج. بس ده ما اقدرش ازود في الموضوع ده يا شباب. الحاجه النقطه اللي بعد كده ودي مهمه جدا، الباك جراوند بتاعتك. اذا كنت انت مسلم، اذا كنت انت مسيحي، اللي عايز اقول لك عليه ان الباك جراوند بتاعتك ممكن تجي لك بالشبه. يعني على سبيل المثال، بعد احداث سبتمبر اللي حصلت هنا، الشيخ الهنود السيخ حصلت لهم مشاكل. ليه؟ لان هم بيلبسوا تربن بيلفوا دماغهم من فوق بعمامه كده، تبان زي العمامه، فيبانوا كانهم عاملين زي الشيوخ المسلمين، فكانوا بيعانوا. فالكالتشر باك جراوند بتاعتك، ممكن اللبس بتاعك ممكن يسبب لك مشاكل. الحجاب طبعا بيسبب مشاكل. الالتزام بالدين ممكن يسبب لك مشاكل. يعني على سبيل المثال، الاخوات ما بيسلموش، فممكن تلاقي واحد جاي يسلم عليك، وممكن يكون جاي عاوز يحضنك كمان. فانت الكلام ده انت محتاج انك انت تكون عامل حسابه. يعني ممكن تلاقي حاجات محرجه جدا محرجه جدا، وحاجات بتحصل الزوج مش فاهمها، وموقف محرج جدا مفيش كده حاجه. الناس كرشه بتاعتهم كده، فانت غصب هتعمل ايه يعني؟ فاللي عايز اقوله ان انت تتوقع ان في شيء، الحاجات دي كلها ممكن تحصل، ولازم تكون لك عندك في دماغك ليها بلان. لو جه حد يسلم عليا هعمل ايه؟ لو في لو انا سيده مثلا، لما يجي حد يسلم عليا انا مش عايز اقول له استغفر الله طبعا مش هينفع. زي ما قلنا يا استاذه هند، لكن دينكم ولا دين. ماشي. الحاجه الثالثه بقى، انك انت مسلم
لو انت مسلم مثلا فانت وراك مشاكل بالهبل، وعلشان تثبت انت متهم حتى تثبت حتى تثبت براءتك. انا نفسي ما عانيتش، في ناس عانوا. الموضوع individual، موضوع كل واحد لوحده. بس في نقطة مهمة يا شباب لازم تكون فاهمها كويس جدا. أنا أسألك سؤال يا شباب، لو أنت دكتور مجدي يعقوب، افترض أن أنت دكتور مجدي يعقوب ونزلت مثلا أمريكا، الناس هتحترمك ولا الناس هتعاملك على أنك مصري؟ وأنك أنت واحد مثلا جاي من دول العالم التالت، أصل مصري يعني جاي من العالم التالت يعني، أو عربي أو أو أو. وضعك ونسباتك لذاتك ومجهودك وشغلك هم اللي بيحددوا مكانتك في المجتمع. لازم بالظبط كده زي ما احمد قال، الناس بتحترمك علشان شغلك، بتشتغل كويس وبتطلع نتائج ومحترم نفسك وبتحترم الاخرين، بتحترم القانون، عاداتك وتقاليدك متمسك بيها، حتى تمسكك بعاداتك وتقاليدك ممكن يفرق كتير جدا جدا عند الناس. يعني انا اقدر اقول لك مثلا على سبيل المثال ان جيفري لانج واحد راجل كان بيدور في الاديان، عاوز يعني مش مقتنع بالمسيحيه، خرج من المسيحيه واصبح ملحد بيدور على الاديان، لفت انتباهه اخت مسلمه كانت من شمال افريقيا، وبسبب اسلوبها في التعامل، اسلوبها في الكلام، اسلوبها في اللبس، الراجل فكر في الاسلام وفي النهايه اسلم. فانا عايز اقول يا شباب انه في الاخر الكلام ده على فكره مش تاليف، الكلام ده موجود في كتاب هو كاتبه بايده. فالاصول في الاخر انه انت اللي بتجبر الناس على ان هي تحترمك وان هي تعرف ازاي تتعامل معاك. لا انا اقدر اقول لك كمان كلام كاتبه هو فكرته على الموضوع ده من جيفري لانج بالتحديد. بيقول ايه؟ بيقول انه في مره من المرات، وانا اسف يا شباب اللي بستطرد بس عشان اعرفك انه انت اللي بتديكتيت على الناس، انك انت بتنزل الناس بطريقه تعاملك. بيقول ان هو يعني كان اعجب جدا بالبنت دي فحب يروح يكلمها. فهي في المكتب بتاعها، بيقول ان هو مشى للمكتب بتاعها لحد ما وصل للباب وما قدرش يخبط على الباب احتراما ليه. انا عايز اقول يا شباب في الاخر انه it's your chance، انت اللي بتحدد للناس ازاي يتعاملوا معاك، انت اللي هتخليهم يثبتوا في دماغهم فكرتهم عن الاسلام او عن المسيحيه او عن اي دين انت بتعتقده، وانت اللي هتغيرها. الكلام ده في ايدك انت مش في ايد حد تاني. صحيح هو بيأثر عليك لانه الناس حوالين منك، لكن انت في الاخر اللي بتقول للناس انا اهو، انا عن نفسي ما عانيتش خالص. دكتور خالد ما اظنش الناس كتير جدا لو تساله لك انا ما بعانيش في المواضيع دي. ليه؟ لانه الراجل من اول يوم عارف هو حدوده ايه، والناس لما تتكلم معاه تتكلم باي شكل وباي صفه وتقف فين وتكمل فين. فاهمين يا شباب؟ فما تخليش الموضوع ده هو هاجس كبير جدا بالنسبه لك. الموضوع في ايدك. وعشان كده قلت لك من شويه في بدايه المحاضره قلت لك ايه الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك. في اسئله الناس هتسالها لك، انت لابس الحجاب ليه؟ ويا سلام بقى لو انت مثلا نازل في جامعه فيها مثلا واحدة مسلمة عربية مولودة في أوروبا وبتدرس معاك، فهي عاداتك ولا أوروبي وأنت عاداتك راجل رايح من مصر وسايبة نفس الحجاب وكده، فهتقول لها شوف أنت دي مسلمة هي ما بتلبسش كده لأن أنت لابسة ليه كده؟ فأنت الأسئلة نوعية من الأسئلة يا شباب صدق أسئلة كتير جدا. إحنا ممكن نقعد لحد بكرة، بعد بكرة نتكلم في الأسئلة دي. لكن لازم تكون جاهز الكلام ده كله في دماغك، تكون متوقعه ويكون عندك أجوبة ليه، تكون متفهم. ده النقطة اللي بعد كده كنت بتكلم فيها. facing many questions هتقابل أسئلة كتير جدا وأسئلة غريبة جدا. يعني أنا أقدر أقول لك على سبيل المثال إن أنا بتفرج مع أولادي على فيلم كرتون من يومين اسمه Despicable Me Part 1. الراجل أول صورة في الفيلم عبارة عن إيه؟ واحد ماشي بالجبل بتاعه قدام النهار. أنت ضمن الأسئلة اللي بتسأل لي هنا أنتوا عايشين في خيام وبتركبوا جمال ولا لأ؟ ده من ضمن الأسئلة يا شباب. دي اسئله حقيقيه. ولا ساعات لما الناس تسالني كده بقول له اه والجبل بتاعي راكب بره. انا معايا عربيه بقول له راكب بتاعي راكب بره. فانا عايز اقول لك لازم يا شباب انتوا تكونوا متعودين على النوعيه من الاسئله. الكميه الكلام اللي موجود وانت ما تعرفوش وصورتك بره شكلها ايه؟ زي صورتك عندهم كده. انا اقدر اقول لك مثلا انه في اخت امريكيه بتقول من ضمن ما بتقول يعني بتقول انه في اخ عربي كان ساكن في الهاوسنج بتاع الجامعه كان بيقوم دهن جسمه زيت ويطلع لابس شورت بس. واد بقى يعني فتك بقى وبيحاول يلفت الانظار. فده التفكير غلط طبعا، مش حد اصلا بيفكر بالمنظر ده، الناس اللي تحتقره. هو فاكر ان هو لما يعمل كده يعني ايه؟
حاجه يعني. فاللي عايز اقوله في الاخر يا شباب ده ليه؟ لان هو شافها بيقول انه فاكر بقى ان امريكا زي ما هي موجوده كده، الصوره اللي مش صحيحه اللي موجوده في الافلام الامريكيه. ماشي. الحاجه اللي بعد كده اللي مهمه جدا، يعني ايه ماينوريتي؟ يعني ايه انك انت تكون ماينوريتي؟ يعني ايه انك انت تكون اقليه؟ ده شيء هتقابله لاول مره، هتحس بيها لما تكون في رمضان والناس حواليك مش صايمه وانت صايم، هتحس بيها وانت في اول يوم العيد انت بتكبر والناس اللي حوالين منك راح شغلهم عادي جدا، هتحس بيها لما ابنك يقول لك بيتكلم معاك انك انت والله يا بابا احنا الكريسماس داخل وانا ما بنحتفلوش بالعيد عندنا لكن بيحتفلوا بالكريسماس. حاجات كتير جدا جدا هتبدا تخليك تعيد تعريف يعني ايه ماينوريتي ويعني ايه حقوق الماينوريتيز ويعني ايه، وهتبدا تحس بقى بالمعاناه اللي ممكن تكون انت سمعت عنها بس ما انتش حاسسها لانك اغلبيه في مصر او اغلبيه في اليمن او في الاردن، لكن لما بتطلع بره بتبدا تحس ان انت ماينوريتي. يعني ايه تبقى ماينوريتي؟ فاللي عايزك لازم تكون تبدا لازم يكون في دماغك وما يفرقش معاك زي ما قلت لك دينكم ولا دين. لكن اذا كان في حاجه انا اقدر اقولها هنا، وانا حاطط كلمه ماينوريتي بالكابيتال، ولما حد يحط كلمه قدامك بالكابيتال يعني كلمه مهمه، لازم تفكر يعني ايه ماينوريتي، يعني ايه حقوق الاقليه. لما واحد يقول لك يعني ايه حقوق الاقليه تبقى فاهم، وتبقى فاهم مين الناس اللي بره بيتكلموا عن موضوع التين لانهم حاسين بيه ان هو اقليه في يوم من الايام. انا طبعا ما بدعيش لاي شيء، لكن انا بقول لك تحاول تتفهم يعني ايه اقليه. الحاجه اللي بعد كده الحنين للبلد والغربه، ده شيء هيبقى صعب عليك في البدايه، تتعب. احنا بنقول احنا في البدايه بتاعتنا، لكن مع الوقت الكلام ده بيخف، فيعني ما تتوقعش ان انت الموضوع هيبقى صعب. احد اخواننا ومش هقول على اسمه يمكن يكون هو بينا دلوقتي، قال انه اول صعوبه قابلتها كانت دموع والدي ووالدتي. الموضوع صعب في بدايته، لكن الحقيقه انك انت بعد كده الموضوع بيقل عندك. وطبعا وسائل التواصل غير طبيعيه دلوقتي موجوده، يعني انت ممكن تكلم والدك ووالدتك كل يوم، ممكن تكون مشغل السكايب طول النهار، تروح وتيجي قدامهم وهم شايفينك انت بتعمل ايه. فاللي عايز اقوله في الاخر يا شباب يعني انه في حاجات كتير قوي تتغلب بيها على الغربه والكلام ده. الحاجه الاخيره الحاجه اللي برضه ممكن تواجهك انه اي حدث سياسي حوالين منك هتلاقيه بيأثر عليك بشكل او باخر. يعني يكفي ان انا اقول لك ان لما بيحصل حدث ارهابي بنبدا نقول يا رب ما يكون اللي في بالنا. لانه ما له امبليكيشنز بتيجي عليك بعد كده، هتلاقي الناس تاني يوم في الشغل بيسالوك ده ليه وده مش عارف ايه وانتوا كذا، وبيحصل نقاش ملوش اي لازمه، فانت بتبقى حامل هم الكلام دوت وبيأثر عليك نفسيا، ولو انت اتاثرت نفسيا طبعا مش هتعرف تنجح. ده اللي عايز اقول لك عليه. احد الاساتذه وكان بيشتغل في معهد سيرن اللي منكم سمع عنه، وبيقول انه سبب رجوعه لمصر كان بسبب نقاش حصل بعد الحرب على العراق. فاللي عايز اقول لك عليه نشوفه راجل عايش في سويسرا، وسويسرا بلد ما هياش متحالفه لا مع الغرب ولا مع الشرق، بلد في حالها، ومع ذلك هو موجود في سويسرا واشتكى من الموضوع ده. فعايز اقول لك انه الاحداث السياسيه بتاثر عليك، لازم توقع الموضوع ده ولازم تكون مجهز نفسك لما يحصل حدث سياسي هتعمل ايه تاني يوم وهتقول ايه، لازم الكلام ده يكون في دماغك. اللي بعد كده نيجي بقى نخش في الغميق بقى، ده الكلام بقى بتاع الشغل الريسيرش. انا سالت ناس كتير جدا جدا عن مخاوفهم او عن اللي شافوه في فتره الدكتوراه والماجستير. المشكله الاساسيه ان الطلبه دايما بتحس ان هي بعيده تماما عن المستوى اللي المفروض تكون عليه علشان تبدا تنتج. لا هي مش كل حاجه غميقه، ولسه كل حاجه مش غميق قوي، هي مش غميقه قوي يا استاذه هند، دي حقيقه. كل حاجه لو انت عارف ازاي تتعامل معاها بتبقى سهل. I'm really way behind. انت متاخر او متاخر في الدراسه، ده اللي اقصده. موضوع التاخر في الدراسه ده مشكله كبيره بتاثر على ناس كتير جدا. لانه انت مثلا على سبيل المثال ناس مثلا راح تدرس اول كورس، ده حصل معايا، اول كورس اول محاضره لقيت الراجل عمال يتكلم في حاجات كانت في ديسكريت ماثماتكس، وعمال يقول وجراف ونتورك مش عارف بي بروبلمز والان بي بروبلم، وانا عمال اخد الكلام في جنابي وعمال ايه
خلاص بقى الفجوه العلميه بالظبط كده. الفجوه العلميه يا شباب دي طبيعيه جدا، وعشان كده قلت لك حاول تردم جزء منها بانك انت تاخد كورسات على قد ما تقدر. كل ما تاخد كورس كل ما انت بتردم في الفجوه دي، وكل ما انت بتكون قريب من اللي هم موجودين فيه. انت عامل زي البحث ده عامل زي بحر محيط، وفي سفن قدام قوي وفي سفن على الشط، في ناس قاعده على الشط بتبلطط وفاكره ان هي بتعمل حاجه، لكن في الحقيقه انها عليها تاخد لانش سريع اسرع من السفينه اللي قدامها هناك ومش شايفاها اصلا. انا عايز اقول لك عشان اقول لك عليه شويه انك انت النقطه دي هتتعبك شويه في الاول، لكن ده مش معناه ان انت تيأس، ده لازم تكون حاطه في دماغك. الحاجه اللي بعدها، النقطه اللي بعدها، يو نيد تو بروف يور سيلف. من الحاجات اللي انا شفتها وكانت ساعات بتضايق الواحد قوي، ان واحد يقول لك انا كنت الاول على دفعتي في جامعه كذا في كليه كذا، وده ساعات بيكون سبب من اسباب دماره ان هو يقول انا الاول. لازم تبقى فاهم ان انت بتثبت نفسك من اول وجديد، كانك داخل من ثانويه عامه الكليه، ما تعرفش تطلع الاول وهتطلع الاخير. دي بمنتهى البساطه. انا مش متحيز ضد اول يا شباب، واللي يعرف يعرف ان انا مش ممكن احذف الاوائل، لكن في نفس الوقت ما بحبش ان احنا نكون بين علامات تنصيص متعنطظين. شيل الكلام ده من دماغك، انت راجل بتحاول تبني نفسك، فشيل اي شيء يخليك تدعو نفسك انك انت تفتخر باللي انت عملته، وانك انت تعتقد ان انت فوق الناس دي كلها وان انت احسن منهم. انت مش احسن من حد، هي بدايه جديده في كل شيء. ماشي. النقطه الثالثه، مفيش حاجه اسمها سؤال غبي. يعني ما تكونش موجود في محاضره وفي نقطه معينه وخايف تسال عليها وتقول يعني ايه النقطه دي، وتقول انت خايف الناس تسال تقول انت غبي. لا، انت بعين جامده، انا مش فاهم النقطه دي، ممكن حضرتك تشرحها. عايز تتعب، تقول انا عايز تتعب. في بيبقى في اوفيس اورز، اوفيس اورز دي يعني الراجل صاحب الكورس بيبقى له ساعات بعد المحاضره بيبقى قاعد في مكتبه وانت تروح تساله. روح المكتب واساله، ما تخزاش. لا حياه في العلم. هتستحي مش هتعرف تعمل اي شيء. تمام كده يا شباب؟ فانت محتاج يا شباب انك انت ما تقولش ايه ان ده سؤال غبي، مفيش حاجه اسمها سؤال غبي ومفيش حاجه اسمها سؤال ذكي. ساعات الاسئله الغبيه دي بتفتح بلاوي. اعرف ناس في طب كانوا بيقولوا ان احنا فهمنا كورس بالكامل من كلمه في الانترودكشن. تمام يا شباب؟ اوعى تستقل باي سؤال. اسال وما يهمكش. مسؤوليتك انك انت تتعلم، مسؤوليتهم ان هم يشرحوا لك. وما تخافش ان الناس تقول لك ايه السؤال الغبي ده؟ ده صحيح الراجل ده مسلم؟ لا 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 لا، الراجل ده مصري، الراجل ده مش عارف قبطي، الكلام ده كله شيله من دماغك، شيله خالص، امسحه بستيكه من دماغك. اللي بعد كده انك انت لازم تعرف الجامعه بتاعتك كويس، ولازم تعرف الكورسز اللي موجودين في الكليه كويس جدا 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 جدا. انت خلاص كنت بتقرا عن الجامعه اللي انت عايز تروحها على الورق، كنت بتسمع عنهم. الكلام ده يا شباب لازم لازم تشوفه على الواقع. وصدقني انا ممكن اصور لبس البوصه تبقى عروسه، انا ممكن اصور البوصه اطلعها لك عروسه بالتصوير. فانت لازم تكون فاهم انه اتس ايزي ان انا اخدعك، بسيط جدا ان انا اخدعك بالورق اللي ببعته لك عن الجامعه بتاعتي. فانت لازم بعد ما توصل الجامعه تعرف الاساتذه اللي موجودين فيهم، مجالات شغلهم ايه، الجامعه دي ايه التخصصات القويه فيها، اتكلم مع الطلبه اللي موجودين، اسالهم، اعرف مين القوي مين الضعيف، الكلام ده كله مهم جدا. اسهر مع كده كده وصاحبهم، او اشرب معاهم كاسين، خد معاك شويه لب عشان تديهم لب كمان. ماشي يا شباب. اللي بعد كده يو نيد تو ريلايز ذا افكت اوف اول ذات. شوف بقى كل الكلام اللي احنا بنقوله من ساعتها ده والباك جراوند مش باك، انت محتاج تقلل تاثير الكلام ده. تخش المحاضره تركيزك لازم يكون 100% مع المحاضره دي. تخلص المحاضره عندك هوم ورك لازم تروح البيت ومركز انك تشتغل في الكلام ده. انسى خالص يا شباب انك انت تقول انا متاثر بده ولا متاثر بده، انا ما بعرفش انام، انا ما بعرفش اقوم، الناس الجيران بيضايقوني. حاول تقلل كل الكلام ده على قد ما تقدر، دي فرصتك. الفرصه بتيجي لحد في ايدك دلوقتي. لو انت ما عرفتش تستخدمها صح هتخسرها، ولو خسرتها الله اعلم هتعرف تجيب غيرها ولا لا. لازم 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 تستغل الفرصه اللي انت فيها. طبعا الكلام بتاع المشرف احنا هنتكلم فيه دلوقتي، فايه انا الاسئله اللي شايفه قدامي هرد عليها كمان شويه.
احنا في 17 18. محتاج بقى طبعا تعرف موضوع الاوفيس اورز، الناس اللي هي بتاعت محتاج ان انت تهتم ان لبدنك عليك حق، ان لربك عليك حق، كل حاجه لازم تديها حقها، الكورس له حق، الاكل له حق، بطنك لها حق، جسمك له حق، كل حاجه لازم تديها حقها على قد ما تقدر. انا ما بقولش ان انت هتدي حق 100%، انه صعب ان انت توافق كل الكلام، لكن نقدر نقول في الاخر انك انت محتاج تقوم بحقوق على قد ما تقدر. تعرف كل جامعه هيبقى فيها جيم، تروح الجيم تلعب فيه شويه، المكان اللي ممكن تصلي فيه، ممكن يكون في مسجد جنب منك، تعرف مكانه تروح له ازاي، اللايبرري بتاعتك، ايه اللايبرز اللي موجوده؟ في جامعات بيبقى فيها اكتر من لايبرري، فتبقى عارف اللايبرري دي كذا واللايبرري دي كذا واللايبرري دي كذا. في سيمينارز، الجامعات هنا بيبقى ليها كل قسم بيبقى بينظم سيمينارز، محاضرات، انت محتاج تعرف المحاضرات دي امتى وازاي تقدر تتابعها اول باول. الاوفيس اورز بتاعت المدرسين بتاعتك، كل الكلام ده كله انت محتاج تعرفه، انت حاطه في دماغك. انا ليه بقوله هنا؟ لان انت اول ما هتوصل انا عايز الكلام ده يكون في دماغك، انت بتدور عليه، مش اول ما تشوفه تعرفه، لا انت عارفه قبل ما تشوفه. انا عايزك يو هيت ذا جراوند رانينج، يعني ما تنزلش وتقف، لا انا عايزك تنزل وتجري، ما تبقاش ثابت، ما تتعورش. فاهمين يا شباب؟ اللي بعد كده ممكن عشان الجاب العلميه اللي قلت من شويه اللي هي موجوده دي، الجاب دي انت محتاج تغطيها، ممكن تبص تلاقي غصب عنك غصب عنك بتدرس كورس وكورسين مع الكورس اللي انت بتدرسه، يعني انت المفروض تاخد مثلا ثلاث كورسات، تبص تلاقي مثلا مغروس كمان في كورسين زياده او حاجه. ده اللي كنت بقول عليه من شويه، انك انت تدرس قبل ما توصل. ليه؟ لان عشان تقلل الحمل واللود ده. فاهمين يا شباب؟ اعرف ناس كانوا بيذاكروا الصبح عشان الكورسات بتاعتهم، وبالليل كانوا بيذاكروا اربع او خمس كورسات استعدادا للامتحان اللي هيمتحنوا. في ناس كده. ليه؟ لان هم way behind، عاوزين يردموا الفجوه دي باي شكل. فاهمين يا شباب؟ اللي بعد كده انتجريت بط اسيميليت، ده حاجه بتاعتك انت بقى. يعني ايه؟ انك انت تتكامل مع الناس، تقبلهم على ما هم عليه، وفي نفس الوقت ما تتوبش فيهم. يعني ما تسيبش نفسك انك انت تبقى فيهم زي في كل حاجه، انت على قد ما تقدر بتوفق بين الجهتين، على قد ما تقدر، شرط ما تطلعش غلط. اللي بعد كده اتجاهك، انت لازم تعرف الدرجه صح ولا غلط. لازم تعرف من فتره للتانيه، لازم تقيس انت بتعمل ايه. يعني انت رايح تدرس كورسات وبتبص تلاقي الامتحانات بتاعتك بتجيب 10 من 20، 5 من 20، حاجات زي كده، يبقى انت ماشي غلط على طول. فانت لازم تكون مراقب نفسك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب. انت بتحاسب نفسك اول باول. الامتحان ده لازم يكون بالنسبه لك دليل، انا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ ما جبتش فيها كويسه، لازم تعرف انت الاسباب دي ليه. ده الكلام بتاع الدكتور محمد زهران. انا بتعلمه في نفس الوقت بشوف انا اللي بتعلمه بيخش جوايا وبفهمه صح وبتشرحه صح ولا لا. يا شباب نفس الشيء ينطبق على الاخلاق. انا بعاقب نفسي، انا كنت جاي ومتعود ان انا اعمل كذا، ما بعملوش دلوقتي. انا كنت متعود اروح الكنيسه كل يوم حد، ما بروحش دلوقتي. يبقى انت في حاجه غلط بتحصل عندك. الكلام ده كله، المسجد متعود اروحه كل جمعه، ما بروحوش. لازم الكلام ده تركز فيه وتاخد بالك منه كويس قوي، انت بتراقب نفسك، بتحاسب نفسك على الكبيره والصغيره. من كده وبرضه بعيد وزيد، hard work always lead great results. انا بقول النقطه دي، خليك دايما، ليه بقول النقطه دي؟ لانه انت دايما في الاول هتحس ان انت بتنكسر. يعني انا فاكر من ضمن الناس اللي بتكلم معاهم الاخت اللي بتشرح لي عن البرنامج بتاعها وزعلانه وبتقول يا ريتني انا الاقي حد اتكلم معاها، خايفه، مش خايفه ان هي ما تقدرش تكمل. مجرد بس ان انا قلت لها والله كل المصريين اللي شفتهم قدامي كانوا كده. اللي اتعرفت عليهم اول ما بيجوا بيتعبوا جامد جدا 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 عشان يقدموا الجاب دي. اكبر مشكله اي طالب مصري بيقابلها علميا، المشكله دي ان هو عنده فجوه لازم يغطيها وبسرعه. مش ان هو يقدر يغطيها، لا بيقدر يغطيها، لكن المشكله how long are you going to take for that. فاهمين يا شباب؟ لا، الوقت دي مكمله وقويه وهتوصل وهتخلص كمان ان شاء الله. اللي بعد كده يا شباب، انت محتاج تعرف حقوقك. كان على سبيل المثال افترض مثلا انك انت رحت جامعه وفي استاذ، والاستاذ ده طلع عنصري،
راجل يعني من علم ربنا وعارف ان انت مصري من هنا ولا اردني من هنا، وبدا يديك الان يديك حاجات مع بعض ربنا ويعاملك معامله مختلفه والكلام ده. يو هاف رايتس، انت مش موجود في بلد من دول العالم الثالث بدون ما اذكر اسماء ويطلع عينك، لا انت المكان يعني لو انت مثلا واخد المنحه دي عن طريق مثلا فول برايت مثلا، مثلا هم الناس اللي بيصرفوا عليك والكلام ده كله، هم عاوزينك تنجح. او ايه فلوس مثلا، نفس الشيء لو انت لقيت مشاكل تروح لهم على طول. يعني الاخت اللي قلت لكم ان هي كانت سبب في المحاضره احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي، راحت للمكتب ده بس بعد ما طلع عينها واتكلمت معاهم بيحاولوا يظبطوا لها امورها دلوقتي، وبتظبط الامور دلوقتي. يو هاف رايتس. افترض ان انت رايح للجامعه على طول، يعني مفيش بينك وبينهم وسيط، انت رايح مثلا رسلت الجامعه وقبلوك كده، في كل جامعه في واحد بتاع يبقى حقوق الطلبه اسمه امبادسمان اوفيس، حلال العقد زي ما بقول، تروح له والله انا يعني عندي مشكله الفلانيه، شيك الاستاذ وابو الاستاذ كمان، ولو انت قد ما مش مصلحها كويس وانت حاسس انت المفروض تجيب فيها ايه مثلا وهي ما خدتش فيها ايه، تطلب من القسم رئيس القسم نفسه، انا الماده الفلانيه مش ماشي فيها كويس، باخد فيها درجات وحشه، عايز اعرف ليه. لا عايز اقول في الاخر you're not alone you have rights، حتى لو كنت minority. سمعنا يا شباب، لازم تكون جامد، اوعى تنخ، اوعى تحس ان انت ضعيف، اوعى حد يخليك تحس ان انت ضعيف، انت قوي وليك حقوق وتقدر تاخد الحقوق بتاعتك دي، لا ما تخافش، اوعى تخاف تروح تاخد حقك بالتالت ومتالت، ممكن تاخد جهاز نفسها وده شيء هنتكلم فيه كمان شويه. تمام يا شباب، انا مش عايز ازود في النقطه دي، اللي عايز اقوله في الاخر انك انت مش موجود عشان تكون ضحيه، انت موجود عشان تنجح. period. وممكن لو انت دخلت في اوضه بقى احنا مش عايزين نخش في سكه اوضه، انت برضه يعني لا تشد قوي ولا ترخي قوي، يعني انت عاوز علاقه تكون صحيه بس. النقطه اللي بعد كده انك انت محتاج الوقت للاخر، ما تضغطش نفسك يا شباب، ما تقعدش طول الليل وطول النهار تشتغل، هتيجي على وقت معين وهتقع. لازم الوقت الاخر، في ناس بتضحك عليا دلوقتي، لازم الوقت الاخر لازم تاخد وقتك ولازم تخرج تسافر تروح تيجي، وان كان في بعضنا ما بينفذش الكلام ده بس ده لازم اقوله لك. تمام يا شباب، النقطه اللي بعد كده دي سلايد فريحي هتخش بسرعه. شفتوا احنا بنخلص السلايد بسرعه ازاي؟ اقل من دقيقه نكون خلصنا. بعد ما خلصت بقى يا شباب، يعني انت خلاص الحمد لله وصلت، قعدت اول سمستر جبت درجات حلوه. خلي بالك من حاجه عشان ما تكونش برضه يعني لا انا ماشي السلايد دي بسرعه عشان ما حدش يقول ان انا كذبت. اهي خلص. الطلبه المصريين بلاش اقول المصريين عشان العرب اللي موجودين، انا بقول المصريين اللي واخد عليها يا شباب، لكن في امانه كان في معانا طلاب اردنيين بيجيبوا 4.0 والسوريين بامانه من اشهر الدكاتره اللي موجودين عندنا هنا، مثلا الاخوه السوريين. اللي عايز اقوله في الاخر برضه، انتم مصريين تدخلوني سوريين وعرب، انا بقول في الاخر لما بقول كلمه مصري في غصب عني، لانه انا بعتذر قوي يا جماعه، انا اسف ان انا بستعمل بقول مسلم او بقول ان انا مصري، للاسف ده التعود بتاعنا، فانا بعتذر بشده لاي واحد ده ممكن يضايق، لا ما احناش من الدنيا نكمل وما تدخلنيش السياسه، انا بقول اهو ماشي. فاللي عايز اقول لك عليه ان الطلبه بتبقى شاطره، في طلبه بتاخد تخش الكورس تجيب ال 4.0 تقفل ال 4.0، في ناس بتقفل الدكتوراه 4.0. فاهمين يا شباب؟ طلبه عرب ومصريين يقدر يخش الدكتوراه يخلصها كلها كده 4.0 100%. بس انا عايز تاخد بالك منه ان الكورسات غير الريسيرش. الكورسات غير الريسيرش، يعني ال 4.0 ما تخليهاش بالنسبه لك ان الدليل ان انت ماشي صح، لا انت دليلك الاساسي هو الريسيرش بتاعك. تمام يا شباب؟ البحث هو الحقيقه، ان البحث هو الاساس. تمام يا شباب؟ طيب انا قلت من انت قضيت اول سمستر بقى هتبدا تعمل ايفالويشن لكل حاجه. انت الاجازه بتاعت الفول سمستر بتبقى طويله. بتخلص مثلا في 16 12 20 12 بيبقى عندك لحد 5 1 عندك اسبوعين طوال عراض بتبدا تعمل تقييم لكل شيء.
المدرسة اللي أنا رحتها دي، الجامعة اللي أنا رحتها دي كويسة ولا مش كويسة؟ لو مش كويسة يبقى لازم تبدأ تخطط إنك أنت تراسل لجامعة تانية. دي حقيقة بتاخد، صدقوني الوقت مبروك، لأنه عندك التولز الكافية إن الوقت ده تقدر تستغله صح. فالأسبوعين دول فعلا كانوا طويل، يبقى فعلا طويل، مفيش حاجة بتتعمل في البلد، البلد واقفة. أعياد و الكريسماس وقبل الكريسماس والكريسماس ايه ليله العيد وليله العيد انستينا، الكلام ده كله بيحصل هنا برضه، وانا زي بني ادمين زينا بالظبط. كل الكلام ده كله هتلاقيه بيحصل، بياخد وقت. تمام يا شباب؟ فانت خلال الاسبوعين دول لازم يكون في مراجعه واقفه مع الذات. البرنامج اللي انا دخلته ده كويس ولا مش كويس؟ اكمل فيه ولا ما اكملش فيه؟ المجال ده كويس ولا مش كويس؟ اكمل فيه ولا ما اكملش فيه؟ الناس اللي طالعه ماجستير عشان تشتغل، الناس اللي طالعه عيد ثانوي، الناس اللي طالعه، فاكر لما قلت لكم من شويه انت طالع تدرس ليه؟ انا عايز اشتغل. طب ماشي، انت عايز تشتغل، انت هتشتغل وتطلع هتدرس وهتشتغل، هتشتغل ايه؟ الفرع ده مثلا، مثلا يعني كان انتجيتد سيركتس مثلا، فانت هتخلص ماجستير ومفروض تطلع حلمك تشتغل في انت تقول لي تدور على شغل، ما فيش شغل. الراجل جاي تشتغل في الكمبيوتر ساينس تلاقي الشغل قليل، مرتب ضعيف كده. الكلام ده انت عرفته امتى؟ لما وصلت في اول سمستر تبدا بقى اعمل ايفالويشن لنفسك. انا كنت جاي علشان اخد ماجستير في كذا، لا انا هغيره لكذا. بتغير الاتجاه بتاعك لو قدرت، لو قدرت، لو في ايدك تغير غير. الجامعه اللي انت مش كويسه تبدا تراسل جامعات ثانيه، مفيش تفاهم خالص. انت راجل جاي الجامعه دي وقابلك في حاجه معينه، ليه؟ كان املك فيها تطلع مش عارف تفاح، لا ترسم، الموضوع انتهى. تبدا بقى تراسل الجامعات، والموضوع بقى اسهل بالنسبه لك دلوقتي. ليه؟ لان الموضوع مش مصري بس، انت ممكن حتى تطلبهم. يعني افترض مثلا انا هنا في ميشيغان عندي ثلاث جامعات، ويل جامعه كبيره، ويو اف ام جامعه كبيره، وميشيغان ستيت جامعه كبيره مثلا. المسافات بينهم اقل من ساعه سواقه. انا مثلا قاعد في مش عاجبني البرنامج في وين، اقوم راكب العربيه بتاعتي ورايح مثلا ميشيغان ستيت. اما راح اشوف البرنامج اللي عندهم شكله ايه، الدكاتره اللي هناك، قابل الكونسلر الراجل اللي شغال هناك، اشوف البرنامج اخبارهم ايه. كل الكلام ده بقى بالنسبه لك متاح دلوقتي. الصعب في مصر او الصعب في الدول العربيه اصبح دلوقتي بالنسبه لك فيري ايزي. التغيير سهل. اقدر اقول لك ان في ناس اخذوا سنين علشان يجوا امريكا، ونقلوا من جامعه لجامعه في اسبوعين. تو ويكس. غير الجامعه كلية خلال 2 ويكس، اسبوعين بالظبط. فالمستحيل زمان بقى متاح قدامك دلوقتي. عشان كده بقول لك انت محتاج انك انت تعيد، تتاكد انك انت ماشي صح، البرنامج كويس، السوبرفايزر اللي انت اخترته. يعني ممكن تكون انت هنا سوبرفايزر اكس، وتبص تلاقي انه راجل ما يعلمه الا ربنا، ماده علميه ما يعلمها الا ربنا، شرحه ما يعلمه الا ربنا، اتكلمت معاه وقعدت معاه كم مره لقيته ما يعلمه الا ربنا، اهتم الموضوع. يا فلان انا سلام عليكم، بقدر اكمل مع حضرتك. وما يقدرش يعمل لك حاجه الا اذا كنت طالع ار اي. يعني مثلا الناس اللي بتسافر وجايه هنا على برامج دكتوراه وكده، ممكن يبقى جاي ار اي ريسيرش اسيستنت، فبيبقى جاي المشرف، يعني حتى الفلوس بتاعته جايه من الجراند بتاع المشرف بتاعه. وفي طلبه بتيجي جي تي اي جراديو تيتشنج اسيستنت، ده جاي تبع الجامعه وبيدرس. دي الميزه بتاعتها بقى، الراجل ده بيشتغل بيدرس وبيدرس ويختار المشرف زي ما هو عايز. يعني انت ممكن تيجي على جي تي اي هنا بدون حتى ما تختار المشرف بتاعك، انت عارف ان الجامعه اللي فيها 3 4 في المجال بتاعك كويسين، تيجي تختار اللي انت عايزه، تختار المجال اللي انت عايزه. فممكن التغيير بمنتهى السهوله جوه الجامعه نفسها. هتقدر تعمل مشرف، ما فيش كتاب مقدس، الا اذا كنت طالع على مشرف محدد والفلوس بتاعتك بتيجي عن طريقه. بقى الموضوع صعب، عشان كده بتقول لك من شويه لازم تعرف انت رايح فين، لانك ممكن تقع مع مشرف يطلع عينك. شوفوا يا شباب، الانسان الوحش مش موجود في مصر وبس، مش موجود في اليمن وبس، موجود في كل حته. فانت لازم تعرف انت تكون رايح فين وجاي منين. ما انت بتقابل، انت فاكر قلت لكم من شويه التقديم ذات نفسه بياخد وقت. يو ستارت ايرلي، لقيت الموضوع صعب قدم بدري، والجامعات حوالين منك هتبص تلاقي جالك فرصه. لسه مخلصين مع واحد زميلنا من طالب جاي دكتوراه كان هنا من جامعه طنطا، الاهل جه هنا لقى الموضوع مش قد كده، راح من سوق دلوقتي جامعة في ولاية تانية خالص. والموضوع انت مش عادي جدا. موضوع صعب جدا. انا لحد يومنا هذا لم ارى طالب مصري عانى بسبب النشر بتاعه. بامانه. يعني مجموعة عليها تجارب
في تجارب طبعا بس بتنتهي، يعني مش الموضوع بيقفل وخلاص لا، بس التجربه بتاخد منك وقت قد ايه وتعب نفسي قد ايه، ده اللي بتكلم عليه بقى. يعني انت بتقع في مرض هتخرج منه اه، بس هتاخد وقت قد ايه وهتاخد تعب قد ايه عشان تخلصه. ويا سلام بقى لو انت جاي مع استاذ مصري بقى، يا سلام اغني لحد بكره. فالموضوع بيبقى صعب، فانا عايزك وانت بتاخد قرارك تبقى عارف انت بتاخد بتعمل ايه. تمام كده يا شباب؟ ممكن تغير زي ما قلت لك، انا ممكن تغير المشرف، تغير الجامعه، ممكن تغير الميجر بتاعك او الفيلد بتاعك كليه، مفيش اي مشاكل. المهم انك انت تعمل ايه بقى؟ يا بخت اللي استاذه مصري. ايوه تمام كده، خليك في الحلم اللي انت بتحلمه ده. فانا عايز اقول يا شباب في الاخر، في من ده في من ده، وارجع تاني اقول يا شباب في كل في من ده وفي من ده، في ناس كده وفي ناس كده، في ناس ما يعلم ربنا وفي ناس رب يعني بلسم زي ما بقول يعني. تمام يا شباب؟ مش عايزك تعمم، احنا بنميل للتعميم، اوعى تعمم، ما تعممش. مش كل حاجه تشوف بسن انها مثال سيء فيها يبقى هي كلها وحش، ومش كل حاجه تشوف انها مثال كويس يبقى هي كلها حلو. لازم تاخد بالك من الموضوع. تمام يا شباب؟ نكمل اللي بعده. المهم اللي عايز اخرج بيه من النقطه دي انه بعد السمستر الاولاني، يمكن حتى خلال السمستر الاولاني، بعد اسبوعين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، لو انت راجل عارف انت بتعمل ايه، تقدر تحكم على التجربه بسرعه وتقدر تلم نفسك وتعرف انت المفروض تغير ولا المفروض ما تغيرش ولا ما تغيرش. السلايد اللي بعد كده، احنا في سلايد 20. ودي سلايد سريعه. سلايد سريعه اهو. اقل من سنه بكون مخلصين. الرحله بتاعتك بقى. على فكره كل مره يا جماعه السلايدز ما بتاخدش وقت، فيعني احنا وي فينش ذا هاردست بارت زي ما بيقولوا يعني. ارجع تاني واعيد وزي ما قلت، ذير از جاب بين ذا اكاديميك ليفل والاكسبكتد ليفل اللي المفروض تكون موجود عليه، انت محتاج تعمل الموضوع. وعشان تكون مطمن انا هديك مثال، احد الطلاب في جامعه كبيره جدا هنا عايز يوصل لها بطلوع الروح، وكانت المشرفه بتاعته مصريه عشان ما تقولوش ان المشرفين المصريين وحشين برضه، دخل البرنامج بتاعها وبدا يذاكر، وكان عن طريق ناس وكده يعني. المشرفه اللي تشتكي فين الانتاج بتاعك؟ مفيش انتاج. المش بيبقى دايما عايز منك بيبرز، هو ده المنتج اللي هو بيدور عليه. زي ما انت بتروح تشتغل في شركه سوفت وير، انت مطلوب منك تبرمج وتطلع بالانتاج. اي شركه بتروحها مطلوب منك منتج نهائي، المنتج بتاع السيرش هو البيبرز. لو انت ما طلعتش بيبرز، المشرف نفسه بتصدع بيتضايق، بتبقى حمل عليه. فانت كل ما تكون سريع في انك انت تطلع ابحاث وبيبرز وتنضم في النقطه اللي هو عايزك تشتغل فيها بسرعه وتخش فيها اقصد يعني، بتسهل عليه كتير وبتسهل على نفسك اكتر. الطالب ده اخد 4 سنين علشان يقدر يطلع زي ما بيقولوا يضرب الارض تطلع ميه، بدات تطلع ميه. ممكن في مصر ولا بدأت تطلع قماش؟ ايوه بدأت تطلع قماش. اخذت منه 4 سنين. اللي اقدر اقول لك عليه ان الطالب ده كان الاول بتاع دفعته. كان الاول بتاع دفعته بامتياز مع مرتبه الشرف بفوق ال 95%. عشان بس ما تتخيلش انه التقدير بتاعك ممكن يعني شيء. تعب جدا 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 جدا. بعد ما خلص الدكتوراه، خلي بالك واخد كام؟ 4 سنين. بعد ما خلص الدكتوراه شهاده الدكتوراه بتاعته المصريه. احسن طالب دكتوراه عدى من تحت ايدي، ده تعبيرها. ده بعد ما عمل ايه؟ بعد ما وصل للمستوى المطلوب. عشان كده بقول لك مش مستحيل، هتاخد منك وقت وهتتعب، لكن الريورد في الاخر بتبقى عاليه جدا. وبتقدر تثبت نفسك جدا. جدا فوق ما تتخيل. اديك مثال تاني. احد طلاب الدكتوراه في مجال ما دخل القسم بتاعه فلاقي نفسه محتاج كورسين او بتاعون ماستر ليفل. هو الراجل ده كان دكتوراه، فراح للكونسلر بتاع البي اتش دي ادفايزر وقال له لو سمحت، في راجل ماسك الطلبه بيشرف عليهم بيقول لهم يعملوا ايه ويسووا ايه، ده اللي هو البي اتش دي مش ادفايزر اسمه كونسلر. فراح للراجل البي اتش دي بتاع الكونسلر ده وقال له والله انا عايز اخد الكورسين دول. قال له بس الكورسين دول اندر بتاع الدكتوراه، انت لو اخدت الكورسات دي المفروض ما تكونش موجود هنا.
الواد يا عيني ناحت عليه بقول كده، بقول انا خرجت من عنده وانا اولموست بعيط. ليه؟ ازاي انا راجل وكان في الاول، ازاي انا راجل مش عارف ايه كذا وكنت الاول في كذا ومش عارف ايه، وازاي يقول لي الكلام دوت؟ الشيخ السمير قال ان الواد دوت يذاكر الكورسات كلها، ذاكر الكورسات كلها اللي مطلوبه دي على لوحده لوحده برضه، دخل الامتحانات طلع لهم اخطاء في الامتحانات اللي هم حاطينها زي ما بقولوا كده. وبعد كده لما كان يقابل البي اتش دي كونسلر دوت، الراجل ده بيقول لي، بيقول لي والله الراجل ده كان دايما يحب يقعد يتكلم معايا، ما يشوفنيش انا ببقى عايز امشي ومش عايز يسيبني. ده مثال تاني. عايز اقول لك، بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك الجاب دي هتخلص، اوعى تيأس. لكل مجتهد النصيب، دي حقيقه فعلا. الجاب دي هتتلغى وهتوصل وهتخلص وهتخلص باحسن من، طالما بتجتهد وبتتعب هتلاقي اللي انت عايزه. طب يا شباب الكلام ده لازم يكون مفهوم كويس جدا، هتنتج وهتوصل اللي انت عايزه، لكن محتاج صبر وتعب الاثنين مع بعض. اللي بعد كده انك انت ما تتوقعش كتير من السوبرفايزر بتاعك. يعني انت بتقابل السوبرفايزر بتاعك هيديك خطوط عريضه. مشكله من المشاكل اللي احنا بنقابلها، مشكلتين على فكره. الاولانيه ان هي مشاكل كتيره، بس من ضمن المشاكل ان احنا متوقعين دايما ان المشرف بتاعنا هيبقى عامل زي طالب الثانوي بتاعنا، مدرس الثانوي بتاعنا. هيجيبني ويقعدني جنب منه ويقعد يشرح لي ويقول لي تعمل كذا ويسيبني لحد الخطوه الاخرانيه، واروح انا بقى في البيت اخلص الخطوه الاخرانيه. لا، الكلام ده مش صحيح. وده حتى في مصر يا شباب على فكره. انت بتشتغل في الريسيرش، ده اسمه ريسيرش. انت بتشتغل في البحث. مش مطلوب من المرشد بتاعك ان هو يوصلك لحد باب الباب بتاعك واللي انت هتخش منه. مش ما ينفعش. هو كل اللي مطلوب منه يقول لك انا بشتغل في المجال الفلاني، عندنا المشكله الفلانيه بندور لها على حل، في الحلول الموجوده كذا وكذا وكذا وكذا. انا في مخيلتي الحل الكذا الفلاني. بس وانت بقى تبدا تدور، انت مشكلتك ان انت تروح تدور على الريسيرش بتاعك، على الكلام الباك جراوند، تعمل الباك جراوند بتاعتك، مش هو اللي يسالك، انت اللي تدور. ولما تحتاج تروح تساله، ما تخليش، ما تقوليش انا اذاكر ايه يا دكتور؟ انا كتاب استعمله يا دكتور؟ اصل انت محتاج تسال اسئله على خفيف. لو تقلت عليه هيزعل وممكن ما يقول لك الواد ده مش نافع. فانت محتاج انك انت تديله ثقه ان انت مهما هو الراجل بتيجي الخطوه العامه، وانت بقى بتبدا تمشي بقى. طبعا خبراتك في الكورسات مع خبراتك في الريسيرش مع ازاي انك انت تدور على المعلومه، عشان تدور على المعلومه وتجيب البيبرز المرتبطه بالمعلومه اللي انت هتشتغل فيها، كل الكلام ده بقى هيبدا يتكون عندك بقى. وبص في الاخر، في الاخر يعني وصلت لشيء. انا افتكر مثلا ان اول مره اشيل بيبر في ايدي كان انا خارج بدون ما اخد ماجستير. وفي ناس كتير قوي ممكن تخرج من على الدكتوراه على طول. في جامعات كتير في امريكا ممكن تقول لهم انا عايز اقدم على برنامج الدكتوراه، والناس اللي بتقدم على الدكتوراه دي الحقيقه بقى الناس اللي بتقدم على الدكتوراه فرصتها بتبقى احسن من الطلبه اللي بتقدم على الماجستير بس. ليه؟ لان الطالب بتاع الدكتوراه بياخد مثلا 5 سنين. فانك انت تشتغل في الريسيرش هتلاقيك ايه؟ عندك فرصه اكبر، راجل مرتبط بيك اكتر، هيبقى ليك قدره ان انت تنتج اكتر. الناس اللي بتطلع على جراديوت تيتشنج اسيستنتس، ده انت راجل بتدرس له عماله رخيصه بالنسبه له، فهو بيدور على العماله دي اكتر. فالناس اللي بتقدم على الدكتوراه بتبقى فرصتهم اعلى. فتلاقي مثلا ايه، انا بتكلم عن تجربتي انا مثلا، اول بيبر اخدها في ايدي عشان اقراها خدت البيت، اخدت المسافه من مكتب الدكتور بتاعي المرشد بتاعي للبيت وانا كاني شايل جبل فوق كتافي. لكن الموضوع مشي بعد كده عادي، اخر وقت لكن مشي عادي في الاخر. تمام. النقطه الكذابه يا شباب بتاعتنا، انا هتكلم فيها في النقطه الجايه، بلاش ناجل دي شويه، خليها في الاستاذ الجاي ان شاء الله. النقطة اللي بعدها انك انت لازم تسمع المرشد بتاعك، المرشد بتاعك بفضل يعني لازم تكون معترف ان هيبقى له فضل، الراجل ده بيبقى عارف هو عاوز ايه بالظبط، عامل زي الكابتن كده، يقول لك امشي شرق شرق غرب غرب. ما تشكش فيه كتير. ما دام انت واثق فيه ووجد معاه طلاب طلب الدكتوراه كتير وخلص معاه ناس كتير، يبقى لازم تثق فيه. ولما يقول لك امشي شرق، امشي شرق. انت ايه وذكائك؟ هل لو انا حولت سنة عن الشرق خليتها 5 ديجري مثلا، ولا خليتها سالب 5 ديجري، هعرف اوصل او هوصل لحاجه كويسه؟ اعمل الكلام ده وفي الاخر روح بالنتيجه. ما تروحش تتكلم معاه وتقول والله يا دكتور الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى احنا بنستاهل كده. فانت اللي عايز اقول لك عليه،
ولا بيبر، انا خارج من هنا من جامعه المنصوره بدون ولا بيبر، من بدون ما اخلص ماجستير. واتعلمت بشكل صعب اه، لكن في الاخر اتعلمت. فاهمين اللي عايز اقوله في الاخر يا شباب؟ انه هتقدر. نرجع تاني ناشونال بيبرز، كان حلقه من الحلقات اللي كانت موجوده في علماء مصر الدول العظيم، يعني كان دكتور محمد زهران مجهود رائع. المهم يعني نكمل في المحاضره. الحاجه اللي بعد كده انك انت محتاج تبني علاقه كويسه بينك وبين الوش بتاعك، ما تحاولش تشوهها. لو انت عكرت العلاقه دي هتتعب الناس اللي موجوده معاك، هتتعب نفسك وهتتعب المشرف وهم هيتعبك. فانت مش عاوز توصل للعلاقه دي. انت العلاقه اللي بينك وبينه مبنيه على الاحترام، ما تغوطش قوي في العلاقه معاها وتروح بقى تقعد بقى على القهوه وتديله لب، لا، ولا تسيبه خلاص وتقول ده انا ذكي وابن بالي مدينه واقعد اذاكر لوحدي وما تروحلوش. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انت فين؟ في النص. انت بتبني علاقه طيبه بيه وتخليه يثق فيك. الشغل بتاعه لما مطلوب منك في وقت معين لازم تكون ملتزم بالمواعيد. فلازم العلاقه بينك وبين المش بتاعك تكون كويسه جدا، ما تبوظهاش، ما تكونش انت البالي. وحاول دايما اذا شد هو ترخي انت، خليك زي ما عاوز كده بينك وبين الناس شعر. الشعر دي تحافظ عليه، لو وصلت لشعره حافظ على شعره. تمام كده يا شباب؟ لغيزة يا هند بتقول ايه. صباح الخير يا دكتورة، انت عامل ايه دكتورة النهارده كده يعني؟ الحاجه اللي بعد كده لازم تكون فاهمها ان انت محتاج المشرف بقدر ما هو محتاج لك. لازم تتخيل العلاقه بينك وبين المشرف علاقه عقل بايد، زي العلاقه دي بالظبط كده. الراجل عنده افكار لكن بيوصل لمرحله ما عارفش يشتغل بايده خلاص. كبر على الكلام ده. صعب ان انت تقول له ابني لي صعب ان هو في دماغه عاوز يعمل لها برنامج، يقعد بقى يجيب الماتلاب وينزل الماتلاب والماتلاب بيحصل فيه غلطه يقوم يعمل له انستول من اول وجديد. ما عندوش بال. مين بيعمل الكلام ده بقى؟ طالب الدكتوراه. انت بتبقى رايح، انت بتبقى عامل زي الايد بتاعته. جزء مخ لكن الجزء الكبير تنفيذ. فانت ايد المشرف وجزء من دماغه، فهو محتاج زي ما انت محتاج. العلاقه بينكم علاقه تعاونيه، لازم تفهم الموضوع. مفيش في حد له فضل، هو مش له فضل عليك وانت مالكش فضل عليه برضه. الناس هتلاقيه هو اللي بيساعدك. يعني لما ببعت البيبر مثلا وتكون اسمه الاولاني بيسهل لك النشر في بيبرز في جورنالز كبيره جدا. لازم تعرف الموضوع ده، علاقه خد وهات. فاهمني يا شباب؟ علاقه تعاونيه. ما تتلططش عليه عشان ما تتلططش عليك. وفي نفس الوقت ما تستغناش عنه. علاقه قويه معاه، العلاقه تعاونيه. ده اللي عايز اقوله بشكل مختصر مفيد يعني. الحاجه اللي بعدها واخر نقطه في السلايد دي، كيب يور وورد. لو انت هتعمل حاجه تعملها. ما تروحش البيت وتكسل وبعدين ما تعرفش تعملها، وبعدين تروح له تاني يوم تقول والله يا دكتور كانت دماغي مصدعه امبارح ومش عارف ايه وانا اسف وهعملها بعد 20 يوم ولو حركت اديني فرصه تانية. ما تحطش نفسك في موقف صعب. انت قلت كلمه لازم لازم الكلمه دي تنفذها. حاضر، هرجع للنقطه بتاعت بس خلص نقطه. انت اديت كلمه لازم تنفذها. كل ما تلتزم بكلامك كل ما الناس تحترمك اكتر. كلمه سيف ده حقيقه. خليك عند كلمتك. اديت ميعاد لازم تكون ملتزم بالميعاد. لازم ده حقيقه. لو انت مش ملتزم بالميعاد هتخسر كتير. هقول لك الراجل ده ما بيلتزمش بمواعيده. وتقول له انا هخلص من السبت لك عليا. انت مره قلت من السبت جبتها من الاربع اللي بعده. فانت مش هياخد شغلك جد، هيبقى فيه العلاقه بينك وبينه ماهيش جد، مش هياخد كلامك جد. انت عاوز توصل للمرحله دي اعمل عكس اللي قلته هنا. تمام كده؟ ويعني لو الست يعني لو بنت اللي بتدرس يعني يبقى كلمتك كلمه راجل ازاي يعني؟ لازم بمواعيدك وبس. تمام. انوفيشن يا شباب، جدد. زي ما قلت لك انا المشرف هيديك الخطوط العامه، لكن بين الخطوط دي في مساحه كبيره جدا تلعب فيها. براحتك. حاول دايما انك انت ما تتسرعش في تفكيرك، لما يكون في عندك حاجه جديده بتفكر فيها خد وقتك فيها. اوعى تاخد راي نهائي ان الموضوع ما ينفعش. لو هو قال لك ان الموضوع ينفع وفي نتائج لازم تمشي ورا الموضوع ده
ولازم تبص للموضوع باكتر من زاويه وتفكر فيه باكتر من تفكير. يكفي ان انا اقول لك ان انا راجل مخلص دكتوراه في البي اتش دي في الماث ولسه فاهم يعني ايه كومبلكس، المعنى الحقيقي لكومبلكس نمبرز من فتره بسيطه جدا. ليه؟ انا بدات افكر بشكل مختلف تماما في موضوع كومبلكس نمبرز. كل ما انت تغير تفكيرك في الموضوع كل ما الموضوع يبان لك بشكل تاني خالص، وكل ما تلاقي زاويه مختلفه. ده موضوع يعني ايه انوفيشن. اوعى هتقول ده مستحيل. لو انت قلت ان السكه دي مستحيله يبقى انت حكمت على نفسك بمشكله، لان السكه دي ممكن تكون هي دي الحقيقه. السكه دي هي اللي فيها الامل. فاهمين يا شباب؟ وعاده وخدها مني قاعده، الامور اللي انت بتحكم عليها ان هي مستحيله بتطلع في الاخر هي الحقيقه. انا اقول لك على تجربه بسيطه عشان بس يعني ساعات بيحصل لك حاجات وما تبقاش فاهم هي بتحصل ليه. كان مطلوب مني برنامج وعملت البرنامج وقعدت فيه ليالي وخلصت البرنامج وناوي اطلع النتائج اللي انا عايزها ما بيطلعش. وبعد كده ليله من الليالي وانا قرفان بقى ان النتائج ما بتطلعش مش عارف ليه، اقرب برنامج مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره وعشرين وفي اسطر معينه وانا بقرا عارف ان الاسطر دي صحيحه. ولسبب او لاخر عملت ديليت، وكنت بشتغل على يونكس وكنت ضعيف في اليونكس. عملت ديليت للبرنامج ده وضاع البرنامج. نزلت الف الكليه الجامعه على ان الاقي واحد يعلمني ازاي اعمل اب ديليت، ما لقيتش. فضل من ربنا ان انا كنت طالع البرنامج ده. قعدت كتابه البرنامج من اول وجديد. تخيل الاقي الغلطه فين؟ رمز. في المكان اللي انا مقتنع انه صح ومفيش فيه غلطه واحده. عشان كده بقول لك المكان اللي انت بتقول عليه مستحيل تيجي منه الغلطه، او المكان اللي انت معتقد انه مستحيل يكون فيه الحل هو اللي ممكن يكون فيه الحل وهو اللي ممكن يكون فيه الغلطه. عشان كده اوعى تستبعد شيء، اوعى اوعى تاخد اي شيء بنظره سطحيه. تفهميني يا شباب؟ السلايد اللي بعدها احنا قربنا نخلص. النقطة بقى الأولانية، أول نقطة في السلايد دي مهمة جدا يا شباب. واحد يا شباب، اوعى تخلي الماضي بتاعك يبوظ لك مستقبلك. اوعى. اوعى على سبيل المثال ما تبقاش رايح وتقول أنا الأول، واحد من الاثنين هيحصلوا لك، يا إما تتكبر على الموضوع وفي الآخر تاخد درجة من عند ربنا أو تلوز الفرصة بتاعتك، أو إنك أنت الموضوع يكون تقيل عليك وأنت حاسس إن هو تقيل فتقول يا ربي قال ازاي انا الاول ومش قادر امشي بالموضوع ده الطبيعي. هنسى خالص موضوع الاول دي. الحاجه الثانيه، في ناس بتاخد الماجستير مثلا في 4 أو 5 سنين في مصر. فانا هحكي لكم قصه عن الموضوع ده. اخت جت هنا تعمل دكتوراه ومعاها دكتوراه، جت تكلمنا فعملنا اجتماع كده وبنتكلم مع بعض، بتقول لها خلصت الماجستير بتاعي في 5 سنين والماجستير بتاعي اتفصل 4 دكتوراه. فانا سمعت الكلمه وما علقتش. يعني ستات كام زي ما هي عايزه. لفت الايام والاخت اللي خلصت الدكتوراه بتاعتها فقابلتها وسالتها ايه راي حضرتك دلوقتي، الدكتوراه بتاعتك دلوقتي ولا الماجستير بتاع 4 دكتوراه من 5 سنين؟ فقالت فضحكت وسبت وقالت كلام تاني لا داعي ان انا اذكره دلوقتي. كان عايز اقول لك عليه انه اوعى تفتخر بالقديم وتنسى انك انت في حاجه جديده ممكن تكون جديده عليك تماما. فاوعى تخلي ماضيك يبوظ عليك حضرك. انتوا فاهمين يا شباب؟ اوعى الماضي يبوظ عليك الحاضر. اوعى ثقتك في نفسك تخليك تغفل انه في مشكله عندك. انا الاول ده هاجي قبل الموضوع باسبوعين كده واشتغل واطلع نتائج ده انا الاول. او تخليه يبهتلك، يعني مثلا انت كنت راجل متعود ان انت تكون متفوق، فتخش في فصل تلاقيك ضعيف فيه جدا وبتجيب درجات وحشه. تقعد تعيط بقى وتقول ده انا كنت الاول، وده طبيعي يا ابن الحلال، انت في مرحله جديده لازم تكون متوقع فيها صعوبات. ما تخليش القديم يبوظ القديم المضيق يبوظ عليك حضرتك. ده اللي انا عايز اوصله لك. الموضوع ده يا شباب مهم جدا 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 فوق ما تتخيل. مصريين كتير وعرب كتير قابلتهم اكبر مشكله بالنسبه لهم ايه الموضوع ده؟ بيكون فاكر ان هو كان كويس وبعدين لما جينا بقى وحش. لا، انت بس بتقابل حاجه لاول مره تشوفها، كورس لاول مره تشوفه. احنا كان معانا الاول بتاع الدفعه بتاعتنا في هندسه، ولد كان بيقول ان اول سمستر في هندسه
كان متوقع انه وزع فيزياء ورسم هندسي الاول في اخر السنه. انتوا فاهمين يا شباب؟ فانا اللي عايز اقول لك عليه انك انت ممكن في الاول تقابل صعوبات. الصعوبات دي يا اما انك انت ما تاخدش بالك منها لانك واثق في نفسك قوي، او انك انت تتخيلها تخالها جبل امامك زي ما بيقولوا، وما تقدرش انك انت تتصرف معاها لانك انت كنت متوقع من نفسك انك تكون الاول زي ما انت. تمام كده يا بنتي؟ مفيش اول في امريكا، تمام كده. احمد المقداد مفيش اول في امريكا. نكمل يا شباب. اليأس لا يعني طبعا هيجيلك وقت يكون في يأس، يعني حاول تستعيذ بالله وتحاول دايما تطرد اليأس من جواك. هتوصل هتوصل، بتشتغل هتوصل، خدها قاعده كده، بتشتغل هتوصل، بتتعب هتوصل. عشان انا قلت الكلام ده كام مره النهارده؟ اكتر من مره، اكتر من مره. صدقوني والله يا شباب، انا بحلف والله كمان مره، ان كل الشباب اللي قابلتهم اول شكوى بيشتكوها ان هم بيقابلوا صعوبات جامه في البدايه بتاعتهم، وان هم يوصلوا لنفس الليفل اللي المفروض يبداوا منه الدكتوراه بتاعتهم، او لو كان ماجستير بقى وكان مطلوب منهم بس. لازم تبقى عارف الموضوع ده، ولازم تكون متوقعه، ولازم تكون واثق من نفسك. هتدرس وتتعب هتوصل اللي انت عايزه. تمام كده يا شباب؟ اللي بعده يا شباب، if you can، الحاجه اللي بعد كده البارتيسيبيشن بتاعتك في الكونفرنسز والورك شوبس. انا اقدر اقول لك مثلا، تخيل انك انت رايح ورك شوب، الورك شوب ده في مثلا مشروع لشركه بوم، مشروع لناسا. انا بقول لك مثلا، تخيل انك انت رايح، ده حقيقه على فكره يا شباب، الكلام ده بيحصل. الورك شوبس دي موجوده سنويا، وكل شركه بتروح ومعاها مشروع مشكله مقابلاها وصعبه وعاوزه تلاقي لها حل. فتلاقيك انك انت رايح ورك شوب لحاجه زي كده، هتبص ليك بقى، بتعرف مهندسين من شركات كبيره، تعرف ايه المشاكل اللي هم شغالين فيها، تعرف الناس دي وصلت لايه. ده انت محتاجه. الكونفرنسز هتروح تقابل دكاتره، ممكن تقابل الناس الطب في المجال بتاعك، تتكلم معاهم، تشوفهم بيفكروا ازاي، بيتكلموا ازاي، لغتهم العلميه ايه، هل بيتكلموا بالمعادلات ولا بيتكلموا بلغه ثانيه خالص وسهله خالص انت متخيل ان هي بعيده عنك. الكلام ده كله مش هيحصل الا لو انت رحت مؤتمرات ورحت ورك شوبس. الكلام ده اساسي، اوعى اوعى ما تعملوش. تمام؟ ودي جيت تو جيت انترنشيبس. الانترنشيبس دي انت ممكن في خلال الصيف مثلا تقول عايز اخد، لو يعني وانت عايز يعني، ممكن تقول مثلا انا هروح اشتغل في شركه اكس. لو قدرت تعمل حاجه زي كده والمشرف بتاعك موافق ومعلوش، ممكن يكون عنده فرصه على فكره يجيبك يعني تشتغل معاه، يعمل لك فاندنج. مشكله من المشاكل وقت الصيف، وده هنتكلم عليها في السلايد اللي بعد كده. المشاكل دي تحلها ازاي فاينانشالي؟ انك انت ممكن تكون مثلا انترنشيب. الانترنشيب دي زي فرصه انك انت تروح تدريب، انت رايح عشان تتدرب شركه معينه. الحاجات دي بتفيدك انك انت تخش شركه كبيره زي سيستم مثلا في شركه انتل مثلا، او شركه مايكروسوفت، او شركه جوجل. الحاجات دي لما بتروح انت، او شركه مثلا شركه من شركات الادويه الكبيره، فايزر مثلا، الحاجات دي بتخلي بتزود خبراتك بشكل غير طبيعي، بتقلبك ابسايد داون، بتغير حاجات كتير جواك. فانت محتاج تكون حريص على حاجات زي كده. الاهتمامات بقى يا شباب، ودي اخر نقطه في السلايد دي، your research is number one. بالنسبه للمشرف، متوقعك انك انت تنزل بسرعه، فممكن يعني لما تكون انت نازل ولسه هتاخد وقت بقى عشان توصل للليفل اللي هو عايزه منك، ده ممكن يسبب له بعض الاحباط، والاحباط ده يظهر عليه في التعامل معاك، وانت يجي لك احباط. ارجع تاني واقول، كل ما تذاكر كورسات كتيره في مصر كل ما هتسهل على نفسك هنا. تريد هيت جراوند راننج، يعني تبقى جاهز. مش لما تنزل على الارض تقوم واقع وما تقومش، لا، تنزل وانت جاهز على الجري على طول. دائره الاحباط دي ما دي دي من جواك انت، يعني انت لو استسلمت ليها ده عامله بالظبط زي ايه؟ زي اتنين بيحاربوا بعض. انت راجل قدامك عدو وبيحاربك، يعني ناس بتشكل مع بعض، واحد بيشكلك. فانت لو ما عرفتش ازاي تشكل يعني تاخد المعركه بينك وبينه هتخسرها. في ناس مثلا المتدينه بيستعينوا بالله، ودي رقم واحد، خلي اهلك دايما في ربنا كبير. الكلام ده للمسلمين والمسيحيين، املك في ربنا سبحانه وتعالى.
على يكون كبير جدا. اوعى اوعى، ومهما يحصل ثقتك في ربنا سبحانه وتعالى عمرها ما تتزعزع. اوعى، ده نصيحتي. في ناس تانية ممكن تفكر بشكل تاني، كل واحد وايه وتفكيره. اكمل بقيه كلامي. اخر نقطه، الموضوع بتاع الريسيرش ماست بي نمبر 1 بريورتي، اهم حاجه بالنسبه لك في حياتك هو موضوع الريسيرش ده. اوعى تحط برايورتيز ثانيه جنب منه. يعني على سبيل المثال افرض مثلا انا بتدرس في امريكا وجات لك شغلانه كده اندر ذا تيبل تحت الترابيزه، جات لك شغلانه وبتجيب منها فلوس حلوه، فتبدا تاثر في مذاكرتك وتحط في شغلك، عاوز تثبت نفسك، عاوز تكسب فلوس. اوعى ده يحصل. انا بقول اهو تاني، اوعى الفلوس تغريك وتسيب اللي انت جاي له جاشك. اوعى، your research is number one. اوعى تجيلك في وسط ما انت في الريسيرش ويجي لك فرصه مثلا انك انت تشتغل في شركه اكس، تقوم سايب كل حاجه وجاي على الشركه اكس وتشتغل معاها. you lost فور شور. في ناس بتكسب، انا مش معترض، وفي ناس اكسبشنز، لكن انا بتكلم ناس جايه عشان الريسيرش. تخلص الريسيرش بتاعك وتعمل اللي انت عايزه بعد كده. ماني ويل كام، الفلوس هتجيلك لحد عندك. ماني ويل كام، سونر اور ليتر يو ويل جيت ذا ماني. اوعى تخلي الفلوس رقم واحد. الريسيرش هيجيلك، العلم هيجيب فلوس، الفلوس ما بتجيبش علم. انتوا فاهمين يا شباب؟ اقول تاني يا شباب، السلايد اللي بعد كده، ودي تقريبا اخر سلايد هتكون طويله ان شاء الله بالنسبه لنا. سلايد 24. لايك بقى، يعني في حاجات هتتعبك في الموضوع، يعني في الدراسه لازم تكون متوقع اوقات صعبه. يعني لا قدر الله، لا قدر الله، واحد يكلمك ويقول لك والله والدي مات. انا اعرف ناس ابائهم توفوا على التليفون وهم بيكلموهم. انا والده بيتوفى وهو على وجهه في التليفون. واعرف اخ تاني كان بيسوق عربيته، جاله خبر وفاه والدته وهو بيسوق. قالوا يا فلان البقاله قدامه لله والدتك. فانت تكون متوقع انه في اوقات صعبه هتمر عليك، لازم تكون متعود ان في اوقات صعبه هتمر عليك. حادثه في مصر حصلت، الاخبار في مصر طالعه وحشه، طالعه في الاردن وحشه، طالعه الحاجات دي كلها بتحصل يا شباب. في حاجات ليك قدرات عليها، في حاجات خارجه عن قدراتك، ما فيش فيها، ما تقدرش تعمل حاجه. تقدر تنزل مصر عشان تروح العزاء، خير وبركه. هو ده كتاب وعاوز تنزل تزور، خير وبركه، على قد ما تقدر، لكن توقع الصعوبه. خليك دايما متوقع انه مش الحياه مش هتبقى ماشيه سموث قوي. بالعكس، في ناس تقول لك لما الحياه تمشي سموث كده انا بقلق، لما تكون حياه ماشيه بدون مشاكل كده انا بقلق، بحس ان في حاجه مستنياني كده، وفي حاجه هاخد مقلب في حياتي ومش هتبقى بيحصل فعلا. اللي عايز اقوله في الاخر انك انت يعني بي بريبيرد فور تاف تايمز. فاهمين يا شباب؟ ما تخليش حاجز ان الناس بتعاملك باحترام وعدم احترام، ان هم بيحتقروك او ان هم بيعظموك، الكلام ده كله ما تخليهوش حاجز في دماغك. ما تقولش مثلا الراجل ده ما بيقوليش صباح الخير يبقى راجل ابن كذا، هو راجل مش متعود يقول صباح الخير. فما تخليش الموضوع ده يكون حاجز بالنسبه لك. موضوع ان انت تحكم على الدكتور اذا كان عنصري معاك او مش عنصري، محتاج ان انت تكون يعني تاخد وقت في تفكير، ولازم يعني ما تحكمش بسرعه ان الراجل ده عنصري، ممكن انت ما تكونش فاهمه. الاخلاق والطباع يا شباب مختلفه بيننا وبينهم. احنا عاطفيين، متعودين ان احنا يكون في علاقه قويه ولا وات ايفر، ان احنا عاطفيين دي مشكله كبيره. فانت متوقع دايما ان الناس تكون عاطفيه معاك، ولا مش احسن. يعني مثلا لما تقول له والله ده انا كان النهارده حصل لي كذا، متوقع منهم ولا هبقى اقول ايه يا خساره معلش لا، ومش هسال الكلام ده، انا اقول لك كلمتين ياخد بطل وخلاص. مش هقعد معاك ليله ولا ساعه ولا ساعتين ولا اصبر فيك وطبطب عليك، مش هيحصل. فانت ما تاخدش ده على انه انديكيشن انه الراجل ده كويس او وحش. اخدت امتحان ولا قدر الله لا قدر الله جبت درجه وحشه، ما تقولش ان المشرف ان المدرس بتاع الماده هو السبب، ده هو بيعاملني وحش. لا، محتاج انك انت تقيم انت جبت الدرجه دي عن حق الحقيقه ولا لا؟ في النهايه فعلا عن حق، يبقى لازم تذاكر. فانت ما تحاولش تاخد على اعصابك وتاخد دايما ان الناس متربصه بيك وان هي تاكلك. اوعى تاخد الكلام ده. تمام كده يا شباب؟
اللي بعد كده الاولاد. طبعا لو انت عندك اولاد، انا اقدر ابشر كل زوج وزوجه جايين مرافقين لشريك حياتهم بان في مسؤوليه كبيره جدا 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 في البيت وبره البيت. يعني مثلا لو زوجه جايه مع زوجها، الزوجه دي هتلاقيها شغاله سواقه طول النهار، تودي العيال المكان ده وتجيب من المكان ده وتروح هنا وتروح هنا. انتوا فاهمين يا شباب؟ الشغل بتاع البيت، المرحل، كل حاجه تقريبا هي شغاله، لان جوزها وراه مهمه ان هو يثبت ذاته، ويثبته لذاته، ومش يثبت لذاته بس، ويثبت لبني جلدته زي يعني اذا كانوا مصريين ولا ايه. فهي بتساعده في مهمه قتاليه. انت مش رايح لنفسك، انت رايح شايل المسؤوليه جدا لنفسك ولغيرك، تمام؟ الراجل اللي رايح مع زوجته نفس الكلام برضه، هو رايح ومتفاهم، لازم يكون متفاهم انه عليه دور لازم يقوم بيه، دور ان هو يقف جنب زوجته لحد ما تخلص. في ناس كتير جدا بتقول ان لولا زوجاتهم كانت موجوده معاهم ما كانوش عملوا اي حاجه، انا واحد من الناس دي. وفي ناس برضه بتقول انه لولا ازواجنا موجودين ما كانوش موجودين، لو كانوا ازواجنا مش موجودين معانا ما كناش عارفين نعمل حاجه. وفي ناس بتبقى لوحدها وبتقول ان انا مش هتجوز غير بعد ما اخلص. براحتك. فاللي عايز اقوله في الاخر يا شباب انه في المسؤوليات الاجتماعيه يعني لازم تاخد بالك منها، برغم ان انت مشغول، لازم تاخد بالك من اولادك ماشيين ازاي، بيعملوا ايه، تعلمهم، قض معاهم، حط لهم وقت. انا عارف ان الموضوع صعب، لكن ده حاجه لازم تعملها. تمام؟ والله والزوج برضه بيضحي، كله بيضحي، مش عاوز اتكلم في السياسه. تجبروني اتكلم في السياسه. نروح يا شباب بعد كده للصمم. وقت الصيف يا جماعه بيبقى ساعات صعب جدا، بالذات في اول سنه. اول سنه بتبقى صعبه يا شباب، ليه؟ لانه ما بتبقاش عارف هتعمل ايه في الصيف. لو انت في فاندنج معين، في فلوس معينه، مرتبات معينه، بتبقى فتره الدراسه بتاعتك. بعد كده لو المشرف بتاعك ما فيش عنده فند يديك، او انت رايح اصلا بتدرس، فبقى الموضوع صعب. فانت محتاج دايما ترتب الاول الصمم بتاعك، هتعمل فيه ايه؟ هل ممكن الجامعات اللي انت بتبقى فيها ممكن يكون فيها كورسات ممكن تدرسها في الصيف، فانت ممكن تظبط امورك على حاجه زي كده. الانترنشيبس زي ما قلت لك، حاول لو في تصريح عمل محتاج انك انت تيجي على تصريح العمل بدري بدري. اللي اقصده في الاخر انك انت لازم تحط دايما ان ممكن الصيف يكون وقت الصيف يبان بالنسبه لك مشكله، فانت محتاج انك انت تظبط امورك. هتعمل ايه على الاقل، على الاقل اول سنه؟ اول سنه تبقى صعبه، تبقى صعبه جدا. وبمناسبة أول سنة دي يا شباب، أنا عاوز أقول لكم على قصة عشان أشيل عندكم مشكلة كبيرة جدا إحنا عندنا كمصريين، وهحدد المرة أقول إن إحنا كمصريين. أنا دخلت في مكان من الأماكن وكان فيه اتنين مصريين بيشتغلوا. المصري الأولاني، الاتنين بي اتش دي ستودنتس. واحد فيهم كان معيد والتاني كان المدرس المساعد بتاعه. الاتنين بيشتغلوا كاشيرز. عارف يقول لك ماسك الكيس بتاع المحل كاشات، هو راجل قاعد كاشات وراضي بالموضوع ده، وان مفيش عنده فيه اي مشكله، راضي ان هو يقف يشتغل كاشات، وراضي ان هو يتعب برغم ان هو ممكن يكون في بلده كان معيد وكان في بلده مدرس مساعد، ومع ذلك لما جه هنا امريكا الورق اتغير. فانا سالته قلت له انت يعني انا مستغرب لما قال ان هو كان معيد وكده، بقول له يعني غريبه يعني انت ازاي قابل حاجه زي كده؟ قال لي دكتور الناس هنا ما بتفكرش بالشكل ده. انا عارف ان دي اجابته لكن كنت عايز اسمعها. مفيش حد بيفكر بالشكل ده. انت بتشتغل ايه؟ مفيش فيه اي مشكله. انت محتاج انك انت دايما تفكر في حاجه واحده. انت بتعمل صح ولا بتعمل غلط؟ لو بتعمل صح ولا حد المفروض يهمك في اي شيء. انا ممكن اشتغل زبال ما دام بشتغل صح وبعمل الصح ولا حد يهمني في اي شيء. ما دام بحترم القانون والناس كلها بتحترمني مفيش اي مشكله. النظره الاجتماعيه يا شباب هي دي مشكلتنا، ارجوكم اوعى تخلي النظره الاجتماعيه تهدمك او تحدد لك مستقبلك. الكلام ده انا قلته في اول محاضره وبعيد يزيد دلوقتي. اوعى اوعى تخلي النظره الاجتماعيه للمجتمع تحدد انت المفروض تعمل ايه، تحدد ايه اللي المفروض تدرسه، تحدد المفروض تلبس ايه، تحدد المفروض تعيش ازاي، تحدد المفروض تسكن ازاي. اوعى تخلي حد يحدد لك انت تمشي ازاي علشان هو بيبص لك بشكل معين. اوعى. الامراض الاجتماعيه دي بامانه من احد اجمل الاشياء اللي شفتها في امريكا الموضوع ده.
مفيش حد هنا بيستعار من اللي بيشتغل، كل الناس زي بعضها، الغفير زي الوزير، الرئيس زي عامل النظافه اللي موجود في اي مدرسه، كلهم قدام القانون سواسيه. وده الكلام الجمله اللي بعدها ضمان وظلاء، الناس هنا بتحترم القانون. اوعى تفتكر انك انت ممكن تعمل غلطه وتلف حوالين منها او ترش، مفيش حاجه اسمها رشوه، انا ما شفتهاش، انا ممكن تكون موجوده فوق لكن انا ما شفتهاش. الموضوع ده يا شباب لازم تكون واخد بالك منه، احترام القانون ده شيء مقدس، وعلى فكره هو ده سبب اي حضاره، هو احترام القانون. انما اهلك من كان قبلكم، انا مش عاوز اكمل حديث عشان ما اخشش في السياسه، لكن اللي اقدر اقوله انه احترام القانون شيء مقدس، والناس كلها بتحترم القانون هنا، ويمكن ده هو سبب ان هم مستمرين. فانا عايز اقول لك عليه انك انت لما تكون موجود هنا برضه نفس الشيء، لازم تحترم القانون، والناس هتعامل معاك بالقانون باحترام برضه. يعني ممكن مثلا تكون ماشي بسرعه والعسكري بتاع ضابط الشرطه وقفك ويديك غرفه وهو بيبتسم وانت بتبتسم. المطلوب هو احترام القانون، الناس تعرف الموضوع ده مهم جدا. كمل اخر الريليشن دي بقى، يعني فيها كلام كتير قوي، لكن انا اتكلمت فيها في الوسط، لكن اللي اقدر اقول لك عليه انه انت باثباتك لنفسك بتخلي الناس تحترم دينك وبتحترم عاداتك وبتحترم تقاليدك، بتخصص لك المكان اللي تصلي فيه. انا ما في مكان بروحه وبطلب ان انا اصلي الا بخش اصلي في اي حته انا عايزها، اختار اي مكان اروح اصلي فيه عادي جدا. كل اللي انت عايزه بتعمله طالما انت بتحترم القانون وبتحترم الناس، ما حدش يقول لك انت بتعمل ايه. تمام؟ ما هو طبعا مش سهل زي ما ممكن يبان لك من كلامي، في صعوبات كثيره ان انت تبني مسجد، صعب حاجات كثيره، لكن اقدر اقول لك ان المشاكل بتاعتها ممكن تشوفها في مصر بشكل اخر بدون ما اخش في تفاصيل. اللي عايز اقول لك عليه في الاخر انه هتقابلك بعض الصعوبات في ممارستك لينك، لكن انا اقول لك مثلا بلد زي امريكا كان فيها زمان مساجد بتاعتها مثلا تعد على الاصابع على بالعشرات، مثلا دلوقتي بتعد بالمئات. فممكن تدور في المكان اللي انت فيه تلاقي فيه اماكن حوالين منك كتير جدا، مساجد كتير جدا موجوده، مساجد مو انت بس تبقى ايه تروح تصلي. الاخوه الاكبر هتلاقيهم فيهم كنايس هنا كتير، مش كتير يعني معقول، يعني انا اعرف المكان اللي انا ساكن فيه مثلا في قريب مني كنيسه الاخوه الاكبر. انا عايز اقول لك عليه انه هتلاقي ده شيء المفروض ما يقلقكش، لكن برضه في حاجات تانيه هتلاقي تتعبك، لك مثلا في العيد، في رمضان زي ما قلت، حاجات كتيره. مثلا لو انت عايز تضحي، عاوز بتعمل عقيقه مثلا بعد الولاده، الحاجات دي كلها تبقى فيها صعوبات لكن تقدر تعمل. لا طبعا الاخت اللي بتقول انه طيب ما امريكا كلها مسيحيين، الكلام مش صحيح، لانه المسيحيين اشكال والوان وكل كنيسه لها الشكل بتاعها. فانت بتتكلم عن شيء ما تقدرش انك انت تقول زي بالظبط كده انت السنه والشيعه زي بعض، ما زي بعض نفس الشيء، الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت كل واحد منهم كريستو، فكل واحده. وانت ممكن تكون مستريح للشيخ المصري او القسيس المصري اكتر ما تستريح لشيخ مثلا باكستاني. يعني انت لما تروح مسجد وتبص تلاقي الخطيب بتاعك في الجمعه اخ باكستاني وافغانستاني، هتعمل انت ايه؟ المعاني مش هتوصل لك بسهوله. انا عايز اقول في الاخر يا شباب، يعني بدون ما تخش في التفاصيل، انه دي حاجات هتفكر فيها وتقابلها، ده جزء من معيشتك، مش هتقدر. في مطاعم حلال وفي اكل حلال، على حسب طبعا المكان اللي انت موجود فيه، لكن الكلام ده كله موجود يا شباب. وكلمه حلال حتى مشهوره بين الناس، ما لقيتش حلال هتلاقي مثلا اسمها ايه؟ كوشر ميلز، الاكل الكوشر. فالاكل الكوشر ده موجود في اماكن كتير جدا، لانه هنا فيها هوب كتير، فالاكل الكوشر ملائم لينا جدا زي هنا بالظبط. ايوه بالظبط كده، الاكل بتاع الاخوه اليهود بيبقى زي هنا. فعايز اقول في الاخر انه في حاجات من ضمن الحاجات اللي انت تتعامل معاها الجانب الديني بتاعك، وزي ما بقول يعني لازم النقطه الاخيره اللي في موضوع الديني، انك انت لازم تكون ما تحاولش تخلي الحضاره اللي انت هتشوفها والحياه اللي انت هتشوفها تاثر بشكل كبير عليك. انت محتاج انك انت الفن موجود، ايوه، واللب موجود برضه، الناس اللي بتوزع اللب دلوقتي وهتسمع تلاقي ناس بيقول لك بس. فاللي عايز اقوله في الاخر يا شباب بالنسبه لموضوع الديانه، ما تخليش الحضاره تغير الحضاره الماديه، ما تخليش الحضاره الماديه تطغى على الجانب الروحي اللي جواك وتغير فيه كتير او تبوظه بمعنى اصح. ده بيحصل. السلايد 25 سريعه سريعه،
اخر نقطه، اخر اثنين سلايدز، واخر اكشلي اخر سلايد يعني دي اخر حاجه، اللي بعد كده ما فيش فيها حاجه يعني، فاحنا مسك الختام ان شاء الله. بص دي جيرني بقى، انت راجل محتاج تشتغل، فانت محتاج ازاي؟ انت طبعا هتحدد هتشتغل في الاندستري، هتشتغل في الاكاديمي، او ولا عاوز ترجع مصر. انا قلت الكلام ده من شويه يا شباب. فانت محتاج انك انت تكون عارف الكلام ده. محتاج بقى لو انت بس هتشتغل في الاندستري ازاي تدور على شغل، ازاي تكتب السي في بتاعك، السي في الريزم بتاعتك بقى وتقدمها بشكل محترم، ازاي انت تعمل انترفيوز، الجوب فيرز اللي هي معارض الشغل، هتحضر ولا مش هتحضر، الكلام ده كله بيبقى جوه الجامعه. يعني الجامعات على سبيل المثال بتوفر جوب فيرز، تلاقي في جوب فير. دكتور امجد اظن المره اللي فاتت كان بيتكلم على جوب فير كان موجود في الجامعه، ومن خلاله اتقابل مع الناس بتوع مايكروسوفت وفيسبوك وكل الناس دي، بتروح تعمل ريكروتمنت، تجيب الناس اللي عايز تشغلها من الجامعات دي. فانت تتوقع انك انت هتقدر تقابل ناس عايزه موظفين جدد في جوه الجامعه بتاعتك، فما تقلقش من الموضوع ده. المهم ازاي تعمله صح، ازاي تكون جاهز. تمام. اللي بعد كده عندك الاكاديميك بوزيشنز والبوست دوك از ريكومندد. يعني انت الاكاديميك بوزيشنز صعبه شويه يا شباب، لها برضه مواعيد تقدم فيها، ولها مواعيد بتلون ابلكيشنز بتعملها، ولها وقت معين لازم تقدم فيه، والانترفيوز بتاعتك هيبقى شكلها ايه. انت لازم تكون عارف كل الكلام ده. الفضل الاقل بتحاول 10 دقايق بكتير قوي، ما اظنش هتعدي اكتر من كده. الجوب سيرش انجنز يا شباب، يعني على سبيل المثال الناس اللي مخلصين الرياضيات في مكان معين بيدوروا فيها على الاكاديميك بوزيشنز بتاع الرياضيات. الناس بتوع الهندسه بيقولهم مواقع معينه بيخشوا عليها عشان يعرفوا الاكاديميك بوزيشنز في الهندسه، وهكذا. كل جامعه كل مجال له المواقع بتاعته وله اسلوب التقديم بتاعه والكلام ده كله، فانت محتاج تبقى عارف الكلام ده. الجوب فيرز محتاج تعرف اذا كانت الجامعه بتاعتك بتبقى فين، نسال على الكلام ده. دي اظن لما تبقى هنا انت لسه بعيد قوي عن الموضوع. انا اعرف المجال بتاعي، انا اقدر اقول لك على المجال بتاعي لان رياضيات، لكن ما اعرفش مجال الهندسه. الهندسه ممكن الدكتور خالد يفيدك، دكتور امجد ممكن تبعت رساله لعلماء مصر، انا متاكد ان هم هيبقى عندهم اكتر من بديل للموضوع ده. عندكم يا شباب انا بامانه يعني مش تضخيم لعلماء مصر ولا غيره، علماء مصر فيها مجموعه لو انت سالتهم اي سؤال هيجيبوا لك الاجابه بتاعته ان ديتيلز. فاعتبر ان الاخ الاكبر بتاعك هم ايجيبت سكولرز، دي بامانه. فاهمين يا شباب؟ اي شيء انت محتاجه ابعت على الايميل بتاع على الانستغرام على الفيسبوك، هتلاقي كل اي سؤال هتلاقي له اجابه موجوده. لو مش عارفين هيحاولوا يوصلوا لحد بيعرف. فاهمين يا شباب؟ ده يعني ده ده ده, ده لو ده, ده لو انت يعني عاوز اسئله، في اسئله كتير قلت لك مش هقدر اجاوبك عليها لانه الاكسبيرينس بتاعتي عند مدى معين وهتقف، مش هقدر اكمل يعني. بعد كده في حاجه لازم تكون عارفها، الموضوع بتاع الشغل بتاعك ده حاول تبداه قبل ما تخلص المناقشه بتاعتك. يعني انت هتخلص مثلا في شهر 5، ابدا تدور على الشغل بتاعك في شهر 1، وابدا بس اللي جبت لهم يا جماعه، قلت لهم في الريزوم بتاعتك يا جماعه انا هخلص في شهر 5. المهم انكم عارفين الموضوع عادي جدا، انا مرتبط بالجامعه بتاعتي في شهر 5، من بعد شهر 5 انا اقدر اشتغل معاك، بتبدا المناسبه بتاعتك على هذا الاساس، ومحدش عنده اي مشكله في الموضوع. اللي بعد كده انك انت في حاجه ثانيه ممكن تعرفها، الناس اللي بتشتغل في اتش دي بيبقى عندهم فرص ان هم يكملوا في الجامعات بتاعتهم بعد الدكتوراه. يعني انت ممكن تشتغل في التدريس او تشتغل في الريسيرش. طبعا الناس اللي بتعمل دكتوراه بيبقى في نقط بالدكتوراه بتاعتها لسه محتاجه ريسيرش، فممكن يشتغل مع المشرف بتاعه ياخد سنه مثلا، وخلال السنه دي بيدور، فانت يو ار نوت لوزنج. دي حاجه تفكر فيها انك انت بعد الدكتوراه ممكن يا اما تدرس يا اما تشتغل في جامعه يا اما تعمل بوستدوك. بوستدوك دي بتبقى كويسه جدا، بدل ما تروح تشتغل على طول، لا تروح بوستدوك يعني تبقى بقى تخش مثلا تشتغل مع احد المشرفين لمده 3 سنين، بس ده بوزيشن بقى بيبقى لك مرتب بتاعك كويس قريب من المرتب بتاع يعني قريب من المرتب بتاع ستاف الجامعه، مستوى معيشي كويس، بتعمل ريسيرش تقعد سنه اثنين ثلاثه لحد ما يطلع لك الفرصه اللي انت عايزها وبتدور عليها. اخر حاجه اللي اقدر اقول لك عليه، وفي الحته دي انا غصب عني طبيعتي الاسلاميه هتتغلب عليا فلازم اقولها. احنا عارفين ان احنا لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربعه. ومن الاربعه دول، وعن علمك فيما فعلت به، وعن علمي فيما فعلت. انت هتبقى مسؤول عن العلم ده. عملت بيه ايه؟ وده يجرني لاخر سلايد يا شباب.
اخر سلايد مفيش فيها غير جمله واحده: Your importance is not what you achieve for yourself. اهميتك في الحياه مش انت بتحقق ايه لنفسك. دي اخر سلايد. اهميتك في الحياه انت عملت ايه لغيرك. يعني انا اقدر اقول لك لو انتم يا شباب خرجتوا النهارده وابتدوا لي انا هكون سعيد جدا، احس ان انا عملت شيء. الدكتور خالد نفس الكلام، كل الناس اللي موجوده في علماء مصر بتحس بنفس الاحساس ده، ان انت لازم يكون لك دور، لازم. اوعى تعيش لنفسك بس، اوعى. لو عيشت لنفسك بس هتعيش فقير وتموت فقير وتقعد قدام ربنا فقير. لو عيشت لغيرك هتعيش غني وتموت غني وتقعد قدام ربنا غني. انا مش هقدر اقول اكتر من كده يا شباب، انا مش عايز ابقى عاطفي ومش عايز اخش في السياسه، لكن ده اللي اقدر اقول لك عليه. في فرص كتيره في مصر يا شباب، في جمعيه زي جمعيه رساله، لو انت تقدر وانت جوه الجامعه تقدر تلاقي ناس من بتوع رساله روح اشتغل معاهم. لو قدرت تتطوع مع علماء مصر اتطوع معاهم. لو في اي نشاط من اي نوع جوه الجامعه والنشاط ده بيفيد الناس اعمله. حاول دايما تكون مشغول بخدمه الناس. اللي بيبقى مشغول بهم الناس ربنا بيكفيه همه. كل ما تكون مشغول بهم الناس وكل ما تكون مشغول بمصالح الناس ربنا بيبعت لك وبييسر لك امور جامده. ده اقصى ما اقدر اقوله وده اللي اقدر اختم بيه. سعيد جدا يا شباب واسف جدا على اي تاخير، وارجو ان انتم تكونوا استفدتوا من محاضره النهارده. جزاكم الله خيرا، شكرا. شكرا يا دكتور احمد على المحاضره الجميله بصراحه، مليانه معلومات جميله، واتمنى الشباب يكونوا استفادوا بصراحه. الدكتور احمد قال خلاصه كمصريين عايشين بره هنا بندرس، يعني المعاناه اللي احنا شفناها بصراحه، قال الخلاصه كلها بصراحه. وبالنسبه للشباب ان شاء الله لو محتاجين اي سؤال احنا موجودين تحت امركم، وشرف كبير لينا ان احنا نجاوب على اسئلتكم ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في سيشن ثانيه باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.